السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، صبحكم الله بكل الخير، بكل الخير والسعادة والاستمتاع بالإبداع. نعم، إبداع النادي الأهلي، حيث يتسلم اليوم جائزة الإبداع الرياضي في مدينة دبي الإماراتية في جائزة محمد بن راشد المكتوم عن الإبداع الرياضي المؤسسي في عام 2021. عشان كده كانت هذه التغطية الاستثنائية لهذا الحفل المهم جدا في تاريخ الإدارة الرياضية في مصر والنادي الأهلي بالخصوص. ويسعدنا أن يكون معنا اليوم وعلى مستوى الحدث الناقدان الرياضيان الكبيران، الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير بأخبار اليوم. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم. صباح الإبداع حبيبي، وحشني. وحشنا كتير. الله يخليك. والزميل العزيز والناقد الرياضي الأستاذ محمود صبري، مدير تحرير الأهرام ورئيس القسم الرياضي بالأهرام. يا صباح الفل. صباح الخير يا حبيبي. صباح الإبداع. أستاذ جمال الرياضي. أستاذ جمال، جايزة مهمة جدا جاية في توقيت المعنى بتاعها انه النادي الاهلي بيتسلم او بيفوز بهذه الجائزه برغم ظروف الجائحه. طبعا شايفها ازاي؟ لا طبعا، هو ده اللي احنا عمالين نتكلم فيه باستمرار، بس للاسف الناس احيانا ما بتصدقناش. يعني احيانا لما تيجي تقول ان النادي الاهلي هو المؤسسه الرياضيه الوحيده القائمه على اسس يا استاذ ابراهيم، وعشان كده ده بيترجم الى انجازات. أيوة. وبطولات وانشاءات وخطوات كلها. أيوة. اعتقد النادي الاهلي بيسبق فيها الجميع. صحيح. لما احنا بنقول كده بيقولك ده متحيزين للنادي الاهلي. طيب لما انت النهارده لما تقدم ملف او الناس تختارك. أيوة. في هذه بهذا الشكل وبهذا الاجماع. أيوة. فده معناه انها شهاده من جهات مسؤولة. صحيح. في دولة عربية شقيقة، ولا يهم منظمه هذا الحدث غير ان هم يختاروا صح. صحيح. فبالتالي تم الاختيار على اساس فعلا الجائحة والظروف الصعبة اللي كانت بتحكم العالم كله. أي. وكانت تقريبا النشاط ضربت الرياضي ضربت مش النشاط الرياضي دول بس، مش اقتصاديات الدول نفسها. صحيح. فلما انت تبقى عامل سيستم ونظام. أيوة. لعبور هذه المرحلة. أيوة. بالشكل اللي احنا شفناه. أيوة. دون تأخير أو تقصير. أيوة. في مثلا دفع رواتب، كل التزاماتك المالية كاملة، كل الالتزامات المالية وأيضا إنشاءات. صحيح. انت ماشي فيها من غير ما تتأثر. أيوة. بالجائحة. إنجازات رياضية. بطولات بتكسب. فالحمد لله، يعني ما شاء الله. انا بقول انه النادي الاهلي، ومش انا مش هضيف جديد، يعني مش حد انا. أيوة. النجمه للاهلي. أيوة. الاهلي عنده النجوم كتير. أيوة. يعني نقول طبعا مبروك للنادي الاهلي، ودايما يبقى عند حسن ظن الناس بيه. طيب، من النجوم الكتيره النجم محمود صبري. طبعا. قول لي بقى كيف ترى هذه الجائزه؟ لا، برا انه وجود الاهلي في مصر لهذه الفعاليات الكبرى على مستوى العالم. أي. حدث كبير في دبي، ودبي طبعا ملتقى، يعني اصبحت نقطه التقاء الاحداث الرياضيه الكبرى. أي. فللعام الثاني على التوالي من نادي القرن في الشرق الاوسط وفي افريقيا. مرورا بامانه كانت مفاجاه بالنسبه لي اختيار الاهلي في اللقطه دي بالذات، على ما يبدو انه الناس دي برضو عندها نظره عين مهمه، ونظره عين معايير، حاجه عندها. معايير عندها شيء مختلف. اللي حصل ده نتاج جهد وعمل على مدار سنوات، ما جاش من فراغ، على مدار من وقت ما توضع الحجر الاساس للنادي الاهلي، ويبدو العمل المؤسسي لم يكن العمل فردي على الاطلاق. العمل ده نتيجه تراكمات حتى وصل الى النقطه الحاليه للنادي الاهلي. صحيح. المجموعه الاقتصاديه، وازاي عرف يحافظ على هذا الكيان في ظل ظروف وانشاءات جديده بصوره كبيره جدا، ايضا على النشاط الرياضي، حصول على بطوله افريقيا في من 7-8 شهور، السوبر الافريقي. يعني عاوز اقول لك ايه، كل هذه الانجازات لم تاتي للاهلي من فراغ، نتيجه جهد وعمل مجموعات كبيره داخل النادي بيكون نتيجتها الصوره اللي احنا شايفينها. اعتقد الاهلي، انا من وجهه نظري كمتابع، اعتقد انه يستحق كمان اكثر من ذلك. واعتقد في الخطوات اللي تم اتخاذها من مجلس الاداره وانشاء جمله الشركات، اعتقد هيكون في انتقال مهم جدا للمرحله الجايه بالاعتماد اكبر وتحويل هذا الكيان الكبير الى صوره مشرفه الكل يتحدث عنها على مستوى العالم.
استاذ جمال، من ضمن الجائزه، من ضمن الفائزين بالجائزه، لانه احنا النهارده بنكرم شخصيات عربيه وشخصيات عالميه، لانه كمان الجائزه على ذكر حضرتك وانت بتتكلم والاستاذ محمود انه في معايير دقيقه لمنح الجائزه. جائزه اختارت عمران خان رئيس وزراء جمهوريه باكستان في فئه الشخصيه الرياضيه العالميه عشان يبدو او يبرز قيمه الحدث. تمام. وضع باكستان بين اقوى منتخبات العالم في الكريكت، ولما تستعرض تاثيراته هتلاقي لا فعلا رئيس وزراء باكستان يستحق هذه الجائزه في الشخصيه العالميه. وفي نقدر نقول انه فيها استاذ ابراهيم ايه سي في بناء عليه. أيوة. تم الاختيار. ايوه، يعني مش هتلاقي اي حد خدها اعتباطها. في حيثيات قويه، لازم يكون في حيثيات قويه. وزي ما حضرتك قلت ان ما ممكن الجائزه تبقى مقتصره على الرياضيين. لا، ده انت هنا اخترت رئيس الوزراء لانه عمل حاجه كويسه وكان له دور مهم جدا في وصول الكريكت الى مستوى معين في بلده. عمل نهضه جامده جدا بالظبط. وهتجد ده برضو كله ينطبق على جميع الشخصيات تقريبا اللي تم اختيارها. يعني هي القايمه زي ما بيقولوا في الدوره الجديده فيها 28. ايوه، واحد هيتم تكريمهم او هيئه. ايوه، منهم او في مقدمتهم عمران خان رئيس الوزراء في باكستان. وايضا الشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنه الاولمبيه القطريه. أيوه. برضو وفي حيثيات بالظبط. بس هو عمران خان ده لاعب رياضي. انا عارف. لا، ما انا عارف، بس معنى ان هو كمان هو رئيس وزراء. هو رئيس وزراء. ما انا بقول لك، انا شوف انت رئيس وزراء ورياضي. طبعا، ما دي النقطه اللي انت ايه طبعا. انه رياضي ورئيس وزراء وسياسي بارع. يعني انا يعني احنا شفنا له خطب ومواقف زي لما يبقى رياضي يبقى وزير. لا، حاجه صحيح. لا، متحدث لا 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 جدا. طبعا طبعا. فعايز اقول لك ان هو كان بطل العالم في 92. زي ما هم مكتوب كمان، هو رمز وطني رياضي. لانه انت عندك مثلا لما نيجي ساعات بنتكلم على محمد علي رشوان. ونطالب اذا كان محمد علي رشوان في اليابان بيتم تكريمه على بشكل على اعلى مستوى. فانت عندك رموز، هذه الرموز انت هنا بتعاقبه عشان مش واخد الرمز ده لابد ان يكون له في بلده. قبل اي مكان اخر. بنعاقبه بالخلفيه. وفي برضه التكريم برضه للشخصيات اخرى، الابطال العرب يعني. يمكن الاستاذ ابراهيم يقولهم لنا برضه. ايضا من الشخصيات العربيه يا جماعه اللي في حفل التكريم النهارده، اولا النادي الاهلي حيثيه تكريمه زي ما الاستاذ جمال تفضل والاستاذ محمود، إنه النادي الأهلي للرياضة البدنية بيفوز بالجائزة عن المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي في ما يتعلق بالتمويل الذاتي، باعتبارها كانت مبادرة متميزة من حيث جمعها لجوانب عدة. ودي نقطة المعايير اللي بيتكلم عليها الأستاذ محمود والأستاذ جمال. إنه الفكرة فيها نوع من الابتكار واستشراف المستقبل كمان، والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي. كما كانت المبادرة الخاصة بالنادي الأهلي من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة الكوفيد والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي. أيوة. ده تعزيز قيمة العمل المؤسسي للنادي الأهلي. كمان عوائد هذه المبادرة المالية والبشرية والمعرفية هتستمر لسنوات طوال. يعني أنت مش بتبتكر نمط جديد في التنمية الاقتصادية أو تعظيم موارد النادي لسنة واحدة تواجه بها ظروف الجائحة. لا، ده أنت بتستشرف بيها المستقبل وتستفيد بمواردها مستقبلا. وده الشيء الجميل اللي هي ان انت يبقى وانت بتدير النهارده مجلس اداره النادي الاهلي وهو موجود في الاربع سنين الاولى. أيوه. مثلا مع الكابتن محمود الخطيب. أيوه. بيبقى شايف قدام بالظبط. وده الشيء الجميل. بالزبط. انت مش بتدير وانت باصص تحت رجليك، انت بتدير. مش بافي بالتزامات النهارده بس. أيوه. ده بافي بالتزامات بكره. لا، وفي شيء جميل بقى اللي هو المؤسسي ده. حد بيبني على حاجه. صحيح. يعني مثلا النهارده مجلس الاداره الكابتن حسن حمدي. أيوه. ومن قبله الكابتن صالح. أيوه. بيحط قواعد واسس. صحيح. يبني عليها المجلس الجديد بقياده الكابتن محمود الخطيب. صحيح. وهكذا في المستقبل هيبقى من ياتي لتولي العمل اي مجلس اداره. أيوه. هيبني على ما يتم الان. طبعا. وهو ده اللي نقول عليه ايه، مؤسسي يا استاذ ابراهيم. بالظبط. تعرف لو انت بتشتغل زي ما بيقولوا كده بيومك. يومك بيومك. اللي هو انت بتاخد قرار دلوقتي. انت مش عارف هو ده تاثيره ايه اصلا. بالظبط. يعني ممكن تعمل
تلغي حاجة مثلا واخد بالك يعني. في ناس احنا بنشوف كده يروح لاغي النشاط الرياضي يقول لك يا عم ده مش جايب همه مثلا او ما بيفكرش ان هو في المستقبل في هيبقى في حاجة الى التمويل الذاتي فبيبتدي يحط اللبنة ما انت عشان تشتغل للمستقبل بتحط اللبنة الاولى مش هتفضل طول عمرك معتمد على انك ترهق ميزانية دولتك فده شيء رائع يعني. صحيح. المكرمين بقى يا استاذ محمود يعني في تكريم بقى في الفئة الخاصة بالأبطال الرياضي العربي، قول لنا مين أبرز المكرمين اليوم في هذه الجائزة؟ فريال أشرف طبعا الحائزة على ذهبية الكاراتيه في طوكيو 2020 وبأمانة شديدة البنت دي تستحق كثير من التكريم. صحيح. لأن بطولة جت بالمعاناة وخارجة من يعني لعبة يعني ظهرت فجأة في ظهور أول وأخير على ما يبدو في الأولمبياد. صحيح. ثم حتى الآن دي هتبقى الوحيدة في تاريخ الكاراتيه المصري خدت الأولى والأخيرة يعني على مستوى العرب مستوى العرب طبعا لكن بص يعني لما تروح لاعبة وتم تجنبها وما ادوهاش حقها وكان الكلام على ناس تانية بعينها هنا بقى تيجي العظمة ويجي الإصرار والطموح. صحيح. وقبل ده كله بيغلف ده كله بيحميهم توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليها فاستحقت بأمانة شديدة أن هي تبقى موجودة مجتهد طبعا فاستحقت أن هي تبقى موجودة تكريم مهم جدا على لبنت مصرية أصيلة. يجي بعد كده نجم تونس برضو كان مفاجأة برضو في طوكيو أحمد أيوب حفناوي ميدالية ذهبية في سباحة في السباحة في دورة الألعاب الأولمبية بعد كام في سباق 400 متر برضو احمد ده برضه كان عليه كلام بقى ما فيش والظروف صعبه وتونس بتمر بمرحله انتقاليه مهمه جدا فيجي الولد يعمل برضه حاجه كويسه جدا. أيوة. المغرب طبعا متميز يا استاذ محمود ايه اول ميداليه عربيه اولمبيه في رياضه السباحه في 400 متر يعني انا بتكلم ليه يبقى انت حاطط معيار كهيئه منظمه يعني للجائزه لانك هتلاقي اللي بعده اول برضه من الاول لا من الاول على طول سفيان البقالي اللي هو نجم المغرب في طبعا في سباق 3000 متر وطبعا يعني اشقنا في المغرب بامانه يعني مدرسه في العاب القوه تاريخ صحيح. حافل صحيح. بالذهب يعني ومليء بالانجازات في سباق 3000 متر موانع كمان دي من الحاجات اللي انا تابعتها وشفتها مع يعني الكاراتيه خدت مننا اهتمام في طوكيو فكان طارق الحامدي اللي هو نجم السعوديه بامانه هو تعرض لظلم في المباراه النهائيه من جانب طاقم التحكيم وخد كان يستحق ذهبيه لكن فاز بالفضيه برضو من الانجازات برضو المهمه جدا. الحاجات الثانيه شوف بقى يعني برضو الاداري بقى هنا بقى انت هنا بقى الجائزه برضو شيء مهم جدا انك انت بتحافظ على الناس والعناصر اللي حول الابطال اللي هو على الجانب الاداري بتشجع على تكوين انا كنت نفسي برضو يبقى في دور كمان للمدرب لان المدرب عامل ايه مدني طبعا نجمه مصر في الخماسي اول عربيه وافريقيه تنتخب كرئيس لجنه لاعبين وعضو مكتب تنفيذ الاتحاد الدولي بالخماسي الحديث وهي طبعا عضو في مجلس النواب اتمنى لها طبعا التوفيق وده شيء كويس جدا انه يعني الرياضه المصريه تمثيلها مهم جدا من النجم الاول النادي الاهلي ومرورا اول عربيه وافريقيه منتخب كرئيس لجنه لاعبين طبعا في كمان الحكم العربي برضو الزيتوني مطيوط المغرب لكون اول حكم دولي في الكاراتيه يحكم اربع نهائيات في اولمبياد صحيح. برضو من الحاجات صح. برضو صح. وحصوله على افضل حكم قاري وافريقي وسام التميز في التحكيم برضو دي من الحاجات طب الاستاذ جمال بقى عنده مشاعر جزائريه فياضه دايما ويحب يسافر الجزائر على طول مكنون سفرياتك قول لي بقى المنتخب الجزائري طبعا دوره الالعاب كاس الامم الافريقيه طبعا المنتخب الجزائري واحد من اقوى المرشحين والجائزه تمنح الحقيقه يعني منتخب الجزائر بعد ما مر بفتره اللي هو الكيرف في قاعه طلع تاني وبشكل برضو مؤسسي يعني مش بيعملوه كده بالصدفه وما شاء الله عاملين يعني احنا شفناهم في كاس الامم الافريقيه 2019 في مصر فزنا نحن بالتنظيم وهيئنا لهم الجو تماما وهم كسبوا اللقب بس حقيقه ده شيء اسعدنا على فكره لا طبعا. هم كسبوه عن جداره وعلى فكره برضو يمكن من منطلق زياراتنا للجزائر انا والله بجد
من خلال قناة الأهلي ومن خلال برنامجك يا أستاذ إبراهيم. ببعت كل التحية للشعب الجزائري اللي هو عارف اللي بيحب مصر. أيوة. لدرجة أنه يزعل بحماس. لا يعني عارف لما أكون أنا بحبك قوي. أيوة. فأخد على خاطري. يعني حتى لما قدر المحبة يكون. لا أنا بتكلم والله عن تجربة. لأن أنا روحت الجزائر أول مرة بعد كأس الأمم في كأس الأمم الأفريقية 90. أيوة. اللي هي كان فيها كابتن هاني مصطفى والمنتخب الأولمبي. ربنا يشفيه يا رب. كان بعد أحداث الأخضر بلومي والطبيب المصري الذي حصل المشكلة معاه. تخيل أن الإعلام كان مصور الصورة عكسية هناك. إن الجمهور المصري هو الذي اعتدى على الطبيب على البلومي. اعتدى على البلومي واعتدى على الطبيب برضو. نتيجة خطأ. فبذلنا طبعا جهد بقى جامد للتصحيح في اقناع الناس بان الحقيقه كذا. طيب هم النهارده الجائزه بتمنح المنتخب الجزائري جائزه المنتخب العربي. تمام. تحطيم الرقم الافريقي للمباريات من دون هزيمه. صحيح. حصل على جائزه افضل منتخب افريقي لعب 33 مباراه على التوالي بدون هزيمه. استاذ محمود بطل كاس الامم الافريقيه. بطل كاس العرب ومسافر كمان لكأس الأمم دلوقتي. طبعا تحديات كبيرة جدا يعني جمال بالماضي يعني وعنده عدد من المحترفين هائل جدا يستطيع انه يختار اللي هو عايزه يعني. طيب. الراجل رايح البطولة بيقول لك انا معايا مش عارف 10 مهاجمين مش محتار في مهاجم. لا 10 مهاجمين مش عارف يختار منهم محترفين. طيب. كلهم في الخارج. هنقول لحضراتكم عشان تشوفوا قيمة الجائزة وقيمة الإقبال عليها وعدد الملفات اللي بتبقى مرشحة دايما على لجان التحكيم فيها. اجمالي الملفات اللي ترشحت للفوز بفئات الجائزة. الجائزة فيها ثلاث فئات. على مدار جميع الدورات هي بدأت من 2009 لغاية 2021 وصل عدد الملفات المرشحة للتنافس إلى 2597 ملف. 2597 ملف يا أستاذ جمال. من 188 دولة منهم يمكن 748 من دولة الإمارات. و 1621 ملف عربي. 228 عالمي. تم تكريم حتى الآن 258 فائز من مختلف مجالات العمل. منهم 124 دولة أو 124 واحد من الإمارات و116 عربي و18 عالمي. عدد الرياضيين اللي فازوا بالفئات الفردية 188 رياضي. الفرق الفائزة 21 فريق إلى جانب فوز 49 مؤسسة في فئة الإبداع المؤسسي محلياً وعربياً ودولياً. و28 فائز يا أستاذ جمال. فكرة الجائزة نفسها كيف تراها؟ لا فكرة رائعة واختيار المعنى اللي هو الإبداع الرياضي. يعني هي الجائزة ده جانب من الإبداع بقى في التنظيم. ده جانب من القاعة اللي بتستضيف هذا الحدث الكبير في دبي. هنروح له بعض اللحظات لما يبدأ الحفل. لكن أستاذ جمال فكرة الجائزة. فكرة أنه جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي. يعني حتى أنا من وجهة نظري أو يبدو لينا كده أن اختيار الاسم ليس من فراغ. يعني كان ممكن يقول جائزة مثلا الشيخ محمد بن راشد للرياضة. لكن لما تقول الإبداع الرياضي How to be creative بقى. هنا بقى إزاي تبقى الإبداع الكرييشن أو الكرييتيف ده أن أنت تختار من يتفنن. أيوة. بالبلدي كده في النجاح. مش مجرد واحد لطش بطولة. بالزبط. أو ماشي حاله في حاجة. لا ده أنت اخترت حد ده ممكن يبقى مؤسسة ممكن يبقى شخص في الفئة الثلاثة بيفكر وبيخطط وبيبدع. أيوة. ويتفوق على نفسه. صحيح. فده شيء أنا بعتقد أنه الاختيار بتاع الاسم وهو الحقيقه برضو اللي يساعد ازاي تضيف للاداء الانساني نفسه. بالظبط. وازاي ان انت بتعمل ده لمستقبل. ايوه. يعني انت بتدي امثله يعني تحتذى. بالظبط. واخد بالك ازاي يا استاذ ابراهيم. يعني تحس ان انت امام حد مبدع ومفكر وعارف هو واقف فين. يعني الارضيه اللي هو واقف عليها. مش حاجة اعتباطية أو عن طريق الصدفة. نمطية. لازم بتضيف كتير. بالظبط. أستاذ محمود النادي الأهلي المرة الثانية اللي بيفوز بهذه الجائزة والمرة الأولانية الحقيقة كان فيها برضو إبداع إنساني رائع جدا عن فوزه بكأس الدوري أبطال أفريقيا 2012 في عام أحداث بورسعيد. واعتبرت الجائزة في 2013 إنه في فريق
يتغلب على أحزانه أو يتوج وهو فوق جبل الأحزان. صحيح. يقدر في خضم الأحزان الكتيرة اللي اللعيبة شافتها والمشاهد الدموية اللي شافوها، لا يكملوا المشوار، يفوزوا بالبطولة ويهدوها لأرواحها ولا الشهداء. هذا كان أيضا إبداع إنساني كبير ورفيع. شفتوا إيه؟ لا ده أنت الأهلي عاش الفترة بتاعت بطولة من غير جمهور. يعني هي حاجه غريبه جدا. حاجات يعني، وبعدين تلعب في الغردقه ومباراه الظهر ومباراه مش عارف الساعه كام، لا كان فيها حاله من التحدي الكبير جدا. طبعا كان فيها جهد وضغط عصبي رهيب جدا على النادي وعلى لعيبته وعلى ادارته بعد ظروف كان كل البعض تعالت الاصوات بالاعتزال الكوره والبعد عن المشهد بعد المشهد المربك اللي حصل لما كان يتوقعه احد في فبراير الحزين بامانه شديده. توقف النشاط. احنا نلاحظ كمان انه من بين المكرمين النهارده الدكتور حسن مصطفى في شكل الاتحاد الدولي لكره اليد عن عظيم الانجازات اللي حققها الاتحاد الدولي للعبه. حضرتك شايف ده ايه؟ دكتور حسن مصطفى ده انا بقول ان هو ما شاء الله يعني ابداع لوحده. ده ظاهره في الابداع. وان يكون انسان مصري عربي شرق اوسطي ويتولى يا استاذ ابراهيم ويحصد الثقه بتاعه اوروبا اللي هي معقل كره اليد عشان يبقى في هذه المكانه. ده ايه ويفوز بالتزكيه مش بيجروا يدخل ضده. يعني لا شيء والله ذاته اعجاز. انا في رايي انه ان انت ازاي تبقى بلاتر مع الفوارق بقى بلاتر لا انفانتينو بتاع الاتحاد الدولي لكره اليد، وازاي انت كشخصيه برضو دكتور حسن مصطفى عندك القدره على التأثير. زي ما تيجي تتكلم عن محمد صلاح. مش لعيب عادي. لعيب عشان يحقق اللي هو فيه يا استاذ محمود لازم لازم يكون هو عنده مهاراته وامكانيات شخصيه تخليه يبقى يروح هناك ويتم ترشيحه اليوم لانه يبقى واحد من افضل ثلاثه. على فكره وانا يعني اثق اكتر في استفتاء الاتحاد الدولي مثلا. طبعا ليه؟ لان هو ده الجهه الرسميه للعبه والهيئه المنظمه، ما بيخش فيها يعني يعني ما بقاش فيها لعب جماهيري يعني. لكن نيجي للدكتور حسن مصطفى، يستحق ويستحق ويستحق والحقيقه نجاحه كمان يا استاذ ابراهيم في تنظيم او المساعده بقوه على ان مصر تنظم كاس العالم من 32 منتخب في عز الجائحه برضه. ايوه خلي بال حضرتك دي طبعا يعني بس ده كان تحدي كبير جدا للدوله على فكرة المصريه يعني قدمت على فكره هذه البطوله نموذج اكثر من رائع. هذه البطوله يا استاذ محمود احيت فكره تنظيم بطوله الاولمبياد. يعني احيت تنظيمها او ادت الامل انك انت ممكن او الالهام في انه انت تقدر تعمل هذه البطوله وسط الجائحه بما فيها طبعا الفقاعه النظام التنظيمي اللي قامت به مصر وحرمانك من الجمهور بتاعك وخسارتك لحاجات كتير جدا الا انه الدوله بامانه شديده في كاس العالم تستحق فعلا طبعا تستحق الدوله في قامه الرئيس وزير الشباب والرياضه اتعمل جهد كبير جدا والاتحاد الدولي يعني كان مساهم في نجاح بطوله سيظل يذكرها التاريخ انه في اللحظه دي العالم كله كان موجود هنا في مصر بيعمل بطوله كبيره جدا في ظروف صعبه جدا. دي بعض المعلومات السريعه عن الجائزه طبعاً. اللي انا بقول لحضراتكم هذه الجائزه واحده من مبادرات الشيخ محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي احدى مبادراته اللي هذه البطوله او هذه الجائزه بيرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وبيرأسها سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنه الاولمبيه الوطنيه. حفل التكريم بيقام في القاعة الجنوبية بمركز المعارض والمؤتمرات، أكبر وأهم حدث في العالم في جميع المجالات إكسبو 2020، ويتم خلال الحفل تكريم الشخصيات القيادية وصناع القرار والأبطال المبدعين. وهو هي دي اللمسة، هو ده المزيد من التشجيع على التميز الإنساني للعمل الرياضي. إزاي تقدر من كل الملفات اللي بتتقدم لك تقدر تنتقي نماذج معينة عندها قدرة أعلى على الإبداع. ألاقي فيه 28 فائز يا أستاذ جمال هذه المرة من بين 409 مرشحين. تمام.
وهي يعني تضاف حتى كمان اهتمام دول العالم ان هي تقدم ملفاتها لجائزه بهذا الشكل. ده دليل على ان الجائزه اصبحت عالميه بكل معنى الكلمه. ليست جائزه خاصه بينا كدول عربيه. لا، هي تخطت هذا صحيح الى العالميه. أيوة. وده برضو شيء بيبقى من الصعب انك تعمله. تعظيم دور المنطقه العربيه حتى بالزبط. يعني انت بتتكلم منطقه عربيه طالع منها وميض ابداع زي بالظبط. جائزه الابداع الرياضي هي برضو زيها زي فكره انك تختار افضل الاعمال الصحفيه. انت عارف النهارده بقى اللي يكسب جائزه في يعني ياخد مكافاه او جائزه في تحت شعار هذه الجائزه بيبقى وصل جائزة الرياضة العربية قمة الإبداع. طبعًا إلى قمة الإبداع طبعًا، واخد بالك، لدرجة إن إحنا أحيانًا في اللجان بتاعت تحكيم الرابطة والكلام الخاص بينا إحنا بنبقى إيه، بلاقي الموضوع ده كسبان في الجائزة بتاعت الشيخ محمد بن راشد. فخلاص فلا ما أقدرش بقى. كريدت فعلًا. كريدت لأنه أكيد 100% وصل الى مستوى. يعني انا فاكر اول الناس اللي كسبوا محمود شوقي. ايوه، اللي هو الموضوع بتاع رجل الجوائز. كان مكفوفين كان مكفوفين. ما كانش في عندنا فرصه للاختيار. اول ما شفت الموضوع انت مغمض. وانا مش اكيد طبعا. فطبعا ده معناه حلو جدا ان الجائزه بقى لها مصداقيه كبيره جدا. وده يعني احنا بنشد على ايد الناس طبعا في الاخوه في الامارات على انهم بينظموا مثل هذا الحدث. طيب الاستاذ محمود، الدوره دي الدوره ال 11 للجائزه، 200 او 409 ملفات تنافست اتوزعوا يا جماعه على الثلاث فئات. 54 مرشح في فئه الابداع المؤسسي اللي فاز فيها النادي الاهلي، بنتكلم 54 ملف نفسه النادي الاهلي، يعني 53 والاهلي ال 54، في 29 في فئه الابداع الجماعي، في 326 في فئه الابداع الفردي، من بينها 9 ملفات على مستوى العالم و165 ملف محلي و235 عربي. الملفات اللي ترشحت تضمنت 300 انجاز رياضي و29 اختراع وابتكار رياضي و26 انتاج علمي رياضي و54 مشروع ومبادرة وبرامج رياضية. هذا التنوع في فئات الجائزة بيفتح المجال ويدي فرصة لكل حد. طبعا لا، ده بيدي المصداقية. لا يعني انت ما خدتهاش في جزئية الرياضة ووقفت. لا، ده انت شايف كل المبدعين في العالم. انت بتبص لهم. بأمانة يعني الاخوة في دبي. كاس عالم. والله ملفات كاس عالم. حاجة تجميع كل حاجة كويسة. صحيح. هم يعني بأمانة شديد هم يتوقفوا يديلهم تعظيم سلام. لانه بيعرفوا يعني الاختيارات دقيقة جدا. بيعرفوا يكونوا في قلب الحدث. المكاسب العديدة جدا من وجود الناس دي كلها، كل الموهوبين موجودين في مكان واحد، ده في حد ذاته شيء كويس جدا. انت بتاخد اللقطة الأبرز اللي هي خارج الصندوق، اللي هي ايه، الإبداع اللي هو مش ينتهي، لا، الإبداع اللي هو المتواصل اللي هو هيقدم لك. فانت لما تشوف عدد كل المساحات دي من كل الفئات المجتمع، سواء علمي سواء رياضي سواء فكري سواء موهبة عندها حاجة هتقدمها، عنده براءة اختراع عاوز يعمله، هتلقى الناس دي موجودة هناك. بأمانة مشهد أكثر من رائع، في دعم فني. لو انت تفتكر يا استاذ ابراهيم واستاذ جمال، كنا في فتره تقول ايه، امتى يبقى الموضوع ده، يعني حتى على مستوى نقابه الصحفيين لما اتعملت الجائزه اتعملت متاخره قوي، ما كانتش في ناس ظلمت على فكره في السابقين. كانوا مبدعين يعني، وما خدوش المفروض كان يكرموهم يعني، بس رجع بس رجع والله. ناس في حاجات عدت ايام. فالنهارده انت موجود في الحاجات. صح، التركيز بيبقى على الجانب الرياضي، على حجم نادي الاهلي، على رئيس وزراء باكستان، على رئيس اللجنه الاولمبيه القطريه، على فريال اشرف، على احمد حفناوي، على الدكتور حسن مصطفى، على الناس دي. لكن في جانب تاني مهم جدا، في ناس برضو متابعاه واحنا متابعينه، اللي هم المبدعين العلميين اللي بيقدموا الافكار. ده في حد ذاته برضو بيدي، بيعلم من قيمه ايه الدول، بيعلم من قيمه الاشخاص، وبيخلي الناس عندها ثقه ان انا ممكن اشتغل واجتهد، عندي في حد حاسس بيا، في حد متابعني، في حد بيشوفني، في حد عايز ان انا اعمل حاجه. فاعتقد انه الحدث مكاسبه كبيره جدا لدبي، وهم مبدعين ورائعين وبيعملوا حاجات انت بتتفاجئ بيها، انه في اهتمام، بيدوروا عليك، يعني مش كمانش انت اللي بتدور، هم بيدوروا عليك وبيفتشوا لغايه ما يجمعوك وطلعوك ولمعوا حته الدهب ويقدموها بارزه كده. فبامانه شديده حدث الناس كلها بدات تنتظره من سنه لسنه، يعني كل واحد قاعد شايف النهارده مين اللي هيفوز بجائزه الشيخ محمد بن راشد. محمد بن راشد
حاجة في قمة الإبداع، بيقدموا شيء مميز إن شاء الله. يعني نشوف حاجات كتيرة كده، وأتمنى أن مصر يبقى فيها عندنا حاجة كبيرة جدا تجمع برضو العالم في نقطة. مصر تستحق أنها تكون برضو منارة كبيرة من منارات العلم. يعني تحتاج مصر مثل هذه الجوائز يا أستاذ جمال؟ طبعا طبعا. وعلى فكرة يعني إذا كنا نشيد بالفعل بهذه الجائزة أو هذا الإيفنت يعني، إنما مصر كمان لديها القدرة لما بتفكر وتقرر بتعمل. أي. يعني بدليل أنت عندك منتدى الشباب العالمي صحيح اللي ينطلق بكرة بكرة إن شاء الله، مش كده عشرة بكرة. ده النهاردة بقى له صدى عالمي صحيح. يعني احنا زمان لما كنا، انا اشتغلت في بدايه حياتي في الخليج شويه. أي. في قطر والامارات يعني كان ليا تجارب كده، كانوا هم بيميلوا الى تنظيم مثل هذه الاحداث. أي. فالنهارده مصر دخلت في هذا المجال بابتكاراتها بقى بابتكاراتها. أيوة. وبالطابع برضو المصري. أيوة. فده شيء كويس صحيح. وعلى فكره الناس يعني تحب ان انت تبقى موجود طبعا، يعني هتجد ترحيب شديد من الإمارات، من السعودية، من الدول الشقيقة، كله بيقدر قيمة كله مصر. هيقدر قيمة مصر وهيبقى حريص على أنه ينجح هذه التجربة معاك صحيح. فإن شاء الله بإذن الله تكون دي فكرة وننجح، أو تعمم أو مش تعمم، على الأقل يبقى هناك منافسة بيننا وبينهم. أستاذ محمود، وإنت راصد ومتابع لتفاصيل النادي الأهلي وتغطيته من سنوات، ده ابتكار لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إزاي يقدر يبتكر فكرة المجموعة الاقتصادية اللي اشتملت، لو الناس فاكرة إزاي أن بالإضافة للموارد اللي عندي اللي أنا بعظمها وبنميها، لا أنا ببتكر وبستنبط أفكار تانية جديدة، سواء المجموعة الاقتصادية اللي فيها من التمويل الذاتي ما يكفي اللي وصلك أن أنت استاد السلام والأهلي، حمام السباحة التربية والتعليم، أسوار النادي، تطوير القناة، فرع الأقصر، الحزمة الاقتصادية اللي حققت للأهلي إضافة نوعية لقدرات الدعم الذاتي بتاعته، مع المشهد اللي احنا شايفينه في الدولة. مرحلة التناغم مع فكرة الدولة، مع فكرة الدولة. يعني مع الجمهورية الجديدة ودعم السيد الرئيس والمجموعة الاقتصادية، التقط الأهلي يعني حرارة الاستشعار. أي. وأخذ الفكرة وعمل التجربة وتناغم معها وقدم. بدليل أنه لسه ناس يمكن مش هتشوف الكلام ده دلوقتي. هتشوف بقى بعد العمل، بعد إنشاء الثلاث شركات. يعني مهم جدا، هو النادي الاهلي بيتصارع النهارده انه يعمل شركه الكوره فيها عمل كبير جدا، هيبقى لها جهد مش هتشوف انت النهارده، لسه قدامك 6 شهور على الاقل عشان يكون التداعيات، لانه المرحله دي حاجات جديده علينا. اعتقد خطوات مهمه جدا بتخليك يعني بتنقل فكرك برضو لمرحله تانية بتتعاطى مع السنوات اللي جايه. عاوز تسلم رايه للي جاي وانت واقف صلب مش رخو، صلب عن عزيمتك، معتمد على ذاتك، عندك مواردك، عندك قوتك. ده بيقلق البعض في ايه الحاله دي، ايه النادي ده، البعض كان بيشوفك ان انت اداريا ما انتش مميز يعني، هو من درجه باينه. باينة في قمة الإبداع. أنت يعني فبيحاول يقلل، يتهمك بالغرور، يتهمك مش عارف انك انت شايف نفسك في حتة تانية، لكن هو مش باصص على حجم الجهد. انت تركت كل الكلام ده ما بتفكرش فيه. انت تسير في الطريق صح. يعني ايه وتقلد على راس الهرم. يعني الدوله المصريه ماشيه في الطريق، وغيرها بيقولك لا في تناغم، في عمل كبير جدا بيتم داخل النادي الاهلي. الخطوات دي يمكن هيظهر اثرها كمان، افتتاح فرع رابع في تجمع نادي داخل دولة يبقى عنده 4 أفرع، يعني دولة كبيرة، ولسه استاد هيتعمل، ولسه هيبقى في أكاديميات أكتر من كده. وممكن بكرة تقول النادي لا يعمل جامعة يعني ممولة، يعني عاوز أقول لك إيه، ما تستبعدهاش. ما في دول الأندية الكبيرة في أوروبا عنديها برضو تفكير في الحواديت. فأنا عاوز أقول لك إيه، بتفعل دورك لخدمة البلد والمجتمع. أنت هنا المجموعة حتى اللي موجودة معاك مجموعة عمل مميزة، أصحاب أفكار، وده الشيء اللي انت بتدور عليه وبتعمله. وهنا انت لما النادي الاهلي بيستدعي كل منتسبيه ومحبيه وكل من له علاقه بيه وكل من يريد العمل داخل ده ويقدم خطوه مميزه، بيبقى دايما ليه مكان. لانه على راس المنظومه كابتن محمود الخطيب، بيحب يسمع، بيستمع للناس، بيستمع لارائهم، بيعمل عمليه فلتره وبعد كده يقبل قرار من داخل مجلس اداره. مجلس اداره بدا رحله وبتسلم راي من مجلس سابق المهندس محمود طاهر، كمل كابتن محمود الخطيب، ودوره جديده ومرحله جديده اعتقد هيبقى فيها
أهداف ورغبات حتى على مستوى الإنشاءات تصير وفق خطة، على مستوى كمان الفرق الرياضية. عندك طموحات ترفع حتة تانية، عندك طموح أنك أنت عاوز تدي لجمهورك الأمل أنك أنت ممكن يوم تفكر تفوز بكأس العالم للأندية، ليه ما تفكرش؟ إزاي دعم فريق بعناصر مميزة، إزاي تبقى دايما في الصف. بطولة أفريقيا عندك تحديات جديدة الجاية، الكل شايف إيه يا عم الفريق اللي خد بطولتين ورا بعض هنعمل إيه معاه هنسيبه ياخدوا الـ11؟ لا، أتوقع في منافسة شرسة وهتحط لك عراقيل وهتقلب في كلام وهتطلع ناس تحاول تقلل منك وتهاجمك. هل انت تستمع لهم ولا تمشي في طريقك؟ لا، مش هتقف، هتكمل، ولازم تجدد دوافع لعيبتك ودوافع الادارات اللي عندك، انك انت عندك هدف كبير. والاهلي بامانه شديده من خلال تاريخ طويل مليء بالانجازات يستحق انه يروح في مكان كمان افضل من كده. ان شاء الله نتمنى التوفيق. استاذ جمال، كابتن محمود الخطيب كراس المجلس الاداره، وهو يبدو انه بيجيب اجوان. طبعا يعني حتى هداف. الاهداف والاجوان المبدعه اللي جابها في الملاعب بيواصلها في العمل الاداري. انت شايف اهداف بيبو الاداريه كتير لما بتحسب هذا الابداع. وعلى فكره هو كان في كمان دائما بعض الناس كانوا بيحاولوا يشككوا في هذه القدره، يقول لك اسطوره في الكوره بس ملوش في الاداره. لا طب اتفضل. يعني النهارده لما كابتن محمود الخطيب يستعين بهؤلاء الكبار، يعني ياسين منصور، المهندس مصطفى مراد فهمي، كل الاسماء الكبرى، دقه الانتقاء فيها يعني قمه المسؤوليه. وفيها حاجه كويسه يا استاذ ابراهيم، ان هو مفيش حته الغيره من وجودهم. بالعكس، ما دي حاجه كويسه. انا لما ابقى ناجح، الكبير بيجيب كبار، هجيب الناس كبار. وده شيء يميز كابتن محمود الخطيب. الحقيقه ان هو بيحط البلان العام او الخطه العامه مع المجلس طبعا. ما فيش شك. وبينفذ وبيجيب العناصر وبيعطيها الصلاحيه الكامله للعمل. يعني لا تدخل في العمل، بالعكس هو مجرد رقابه او مراقبه او متابعه نقدر نقول. ده جانب الكابتن خطيب في ابو ظبي مع الزميل العزيز الاستاذ يعقوب السعدي. مبدع حوار اخر يعقوب السعد. مبدع. والله لا، الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، مبدع في الاداره برضه. صحيح. والله يعني خير وخلف لخير، جلسه ابداعيه. طبعا. فعشان كده بنقول ايه، انه الاربع سنوات الماضيه اللي تولى فيها كابتن محمود الخطيب مسؤوليه الاداره العليا في النادي الاهلي، لا اكد بما لا يدع مجال للشك انه اداريا فعلا بيحرز او يواصل احراز الاهداف. وقد يعني حتى انا متوقع يعني ان الاربع سنوات القادمه اللي هم بداوا بالفعل هيبقى فيهم اهداف اخرى. المهم بقى صد إجوان. انت لا، المهم انت بقى حاول بقى تصد. هذا مش شبكه. هذا انت الكره مش شبكه بقى. يعني فعلا نقدر نقول انه وعلى فكره هو النجاح لا ياتي الا بالهدوء. صحيح. سيبك من الضجيج والصخب والكلام، يعني مثلا انت شفت الكابتن الخطيب عمل كام حوار صحفي او اعلامي، هي مره كل اربع سنين، وكان نفس مداخلة. التقليد او كام مداخله. لا هو نفس السيستم برضه. او خلي بالك دي مدرسه برضه. لا يعني انا مثلا كنا بنتعب عشان تقنع الكابتن حسن يعمل اي حاجه، انه يقول خبر، عشان تقنع الكابتن المهندس محمود طاهر، عشان تقنع الكابتن صالح سليم. مفيش، هو حوار الاربع سنوات. ايوه، اللي هو بيقول زي ما يكون لقاء مع الجمعيه العموميه. ايوه، انا عملنا كذا وهنعمل كذا بالظبط، وتعالوا بعد اربع سنين نتقابل. مش الوان مان شو بقى. لا، الوان مان شو اصل ده يعني معلش الاداره التنفيذيه. وده برضو تطبيق مؤسسي بالظبط، ان في اداره عليا رسم السياسات ومتابعه تنفيذها يا استاذ ابراهيم. صحيح. بعدها هل في مجله الاهلي مثلا، ده دايما اقول المثل ده، لا تدخل خالص. انا بتكلم حاجه عشناها، المسؤول يعني بيقرا المجله زيه زي وايام يعني زي ايام الكابتن عبد المجيد نعمان وايام الكابتن ابراهيم المنيسي. نفس الحكايه، اللي هو ايه الثوابت، انت مسؤول عن هذا القطاع. لك مطلق الحريه. في حدود المسؤولية العامة للناس، وفي حدود ان انت عارف ايه المسؤوليات. وهكذا في قطاع كرة القدم. في قطاع النشاط الرياضي. وهكذا. فهذه المؤسسية هي احد العوامل اللي خلتك النهاردة يتم اختيارك لهذه الجائزة بشكل اخر.
اللي هو التمويل الذاتي والمجموعه الاقتصاديه ده واستشراف المستقبل. فده يطمن انه النادي الاهلي يسير على الطريق السليم. يعني مش هيوصل لسه، لا هو ماشي في الطريق ده ومستمر فيه باذن الله. استاذ محمود، جايزه بهذا الشكل ماذا تعني لجمهور الاهلي؟ تعني كتير جدا. خلي بالك ده شهاده لجزء مهم جدا، اذا كان الاهلي على الصعيد الرياضي متفوق فده انجاز مهم جدا، جائزه كبيره جدا على الصعيد الاداري. أيوة. ده لن ياتي نجاح الرياضه إدارة الا اذا كان عندك الاداره ناجحه، الاداره ان هي توفر لك الاجواء اللي هي الكل بيعاني منها على مستوى على اي نادي عنده مشاكل اداريه بيترتب عليها مشاكل تراجع فرقه الرياضيه على مستوى كافه البطولات. فانت يعني ان يبقى عندك انه يتبص عليك بجائزه مهمه جدا وتشاف لقطه مضيئه زي كده ويتحط عليها سبوت كده وتنور، ده دليل على انه الاداره أو الاختيار الأشخاص اللي بيديروا في عمل كبير بيتم، في عمل تم بهدوء دون زي ما قال الأستاذ دون ضجيج ودون أحداث. وكان أي الأندية كتير عن في الفترة اللي فاتت من مثلا قللت رواتب، ممكن أبعدت موظفين، ممكن خفضت، لكن كل الكلام ده حتى لو حدث واتكلم وتم الكلام فيه إلا إنه تم بصورة إيه؟ بصورة ودية، يعني إيه الظروف كذا. حتى يعني الموقف يا جماعه اللي احنا فيه محتاج ان احنا كلنا نتكاتف عشان نعدي المرحله. طيب بس انا مش هشيل منك حاجه وممكن نعدي بس الفتره دي عشان عندنا ظروف، لانه كمان انت كمان مرتبط بدعم بيجي لك من مين؟ من شركات الرعايه. شركات الرعايه الاخرى كمان ممكن كنت اتاثرت بالظرف اللي هي موجوده فيه. فشوف انت بقى ثانيا تمويلك الاساسي جمهورك ما فيش، يعني عايز اقول لك ايه، لا يعني لقطه صعبه قدرت الإدارة إن هي تمتصها وتخرج منها بقرارات مهمة جدا بدعم بتوفيق كبير من ربنا ليها، عمل خطوة مهمة جدا تجعل جمهور الأهلي يفخر بإدارته وبكوادره إن هم يسيروا على الطريق الصحيح. وده دليل إيه؟ استشراف اللي جاي إنه في إيه؟ في نجاحات جاية، في ثلاث شركات مهمين جدا هيبدأوا شغلهم، هيتشاف هم هيوصلونا فين. شركة الكورة على رأسها رجل من رجالات الاقتصاد الاستاذ ياسين منصور. رجل اعمال له تاريخ وباع طويل مع النادي الاهلي، ليس ياسين منصور فقط بل ياسين منصور واسرته. يعني لما تيجي تحكي على العلاقه الممتده من السبعينيات مرورا باللي انت شايفه. ده مصطفى كمال منصور حارس مرمى الاهلي منتخب مصر 34. طبعا يعني عاوز تحكي انت بقى، احكي في الموضوع زي ما انت قول في العلاقه. تيجي على شركه الخدمات هتلقى فيها الوزير يحيى راشد انا ما اعتقد. طب هتيجي على شركه الانشاءات الرياضيه هتلقى على ايمن اسماعيل، هتلقى عليها المهندس ايمن اسماعيل اللي في تفكير اهو بدات تلقى لك عروض جايه لك من هنا من المانيا وجايه لك من الصين وجايه لك من داخل مصر. هو الشغل شغال هو الشغل شغال وايه انت في الاول وفي الاخر بيتعرض لك وبتقدم لك وتجد محب الاهلي بيقدموا لك رسومات هندسيه لشكل نسر الاهلي ازاي هو بجناحاته على شكل المدرجات. صح. يعني ايه تلقى حاجات كده تفرحك ابداعيه. لا شوف المصريين عاملين، شوف ما بيحبوا كل واحد بيحب ناديه بطريقته فبيقدم الشكل. كل ده الكلام ده بيبرهن لك على انه ايه، لا في حاجه كويسه. صح. بتتعمل في جهد كبير فيها حاجه حلوه. طبعا فيها حاجه حلوه طبعا. في حاجه كويسه بتتعمل، في شغل بتعمل، ما فيش عمل ما فيهوش اخطاء، لانه من الاخطاء بيأتي النجاح وبيئة الإصرار وبيئة العمل على انك انت تبقى الأحسن. الأهلي بيسير بتوفيق الله في طريق صحيح، طريق مميز جدا نحو الوصول للعالمية بشكل ما كانش النهاردة، ما كانش الدورة الجاية، هيبقى في يوم من الأيام الأهلي في حتة تانية زي ما بيتشار لي النهاردة انه نجاح من السنة اللي فاتت نادي القرن، النهاردة نجاح المقصود. أما هيبقى عندك تبدأ من النهاردة إزاي النادي الأهلي يفكر إيه الجائزة الجديدة اللي لازم الأهلي يكون موجود فيها في دبي السنة الجاية. هي دي الحاجات اللي إيه محتاجة عمل، محتاجة إبداع. وأعتقد إدارة النادي هتبقى حريصة جدا، وجمهور الأهلي لازم يفخر بإدارته وبلاعبته وبنجومه لأن هو ده النادي الأهلي. طيب أستاذ جمال، يعني مؤسسة بهذا الشكل اللي بيتم تكريمها للمرة الثانية، على فكرة النادي الأهلي الوحيد في العالم اللي حظي بهذه الجائزة مرتين في تاريخ الجائزة، ومع هذا هل ترى انه الاهلي يقدر اعلاميا في الداخل على الاقل بتجاربه ديت بالمستوى اللي يليق، ولا بيتعرض لرجم الناس مش فاهمها كتير؟ لا هو طبعا بص، الاهلي في مصر له ظهير اعلامي قوي
وليس يعني الظهير ده مش بيجامل. لا. هل اعلامي ولا جماهيري؟ لا، اعلامي وجماهيري، بس احيانا صوت المعارضين او الحاقدين بيبقى اعلى. بس ايه، انا بشوفهم بجد والله مفيش منطق. لا عارف لما يبقى واحد ماشي بثقه ورايح شغله وراجع من شغله وحد بيحدف عليه طوب مخه عمل شويه فبيحدف عليه طوب، فمن يقذفك بالحجاره هو مش قادر يكسبك. العاطل اللي قاعد فاضي بقى قاعد عطلان وحالته كرب والله العظيم انا تخيل انت السيناريو ده ممكن يتعمل على التيك توك على فكره. النادي الاهلي ماشي وعيل كده عمال يخبط فيه ويشده هو عاوز يعطله وخلاص، بس لانه مش قادر يمشي، مش قادر يجري جنبه فهو يقول لك لا ده انا كعبله. فهي الصوره اللي بتجيلي انا بعد 40 سنة يعني شغل من المشهد، والله هي صورة كاريكاتورية مش أكتر. ليه؟ لأنه النهاردة أما تيجي تمسك الأرقام لا مفيش، ما تكلمش حد يعني. أحيانا البعض بيغار، أحيانا الناس غيرتها بتبقى أكتر من الأهلي. يعني غيرته بتتغلب على مشاعره. يعني يجي يقول لك مثلا انا بشجع النادي اي نادي، الوضع الطبيعي ان انا اشجع ناديه. لا، هو ما بيشجعش ناديه، ده هو بيكسر بيمارس تكسيره ليك انت. بس طبعا زي ما قلنا كده، الراجل اللي ماشي ده وحد بيحاول يشده من البنطلون او من التيشيرت بتاعه او من التيشيرت بتاعه او من ايده ماشي في طريقه زي الفل. ماشي لانه باصص قدام عنده هدف التفوق. انجح وبص لقدام تنجح اكتر. لكن لو انت اتشغلت في انك تبعد ايده او مثلا واحد يطلع من غير اي مناسبه ويجيب سيره الاهلي، يا عم انت بتقارن ايه بايه؟ مع يعني خلي كل واحد في حاله، كل واحد يشتغل. خليك في حالك يا راجل، كل عيش. لا كله يشتغل، لان أيوة. هي قاعده النجاح يعني تسعى الجميع. والله العظيم انا بسمعها من نجوم كره قدم في انديه مصر، بس الناس اللي هم مش حقودين، المنصفين. المنصفين يقول لك المنظومه هنا في النادي الاهلي، النتيجه اهي، والنتيجه ما تجيش بقى تقول لي ان مثلا لما واحد يجي يقول لك ده انت واخد 42 درع دوري بالحكام. يا عم حكام ايه يعني؟ الحكام بتوع مصر كلهم كانوا مع الاهلي في ايه؟ ده انا اللي سلمني الدوري سنتين ورا بعض الاستاذ عمرو الجنايني اشد زملكاوي مثلا. وبعدين رئيس الاتحاد، كيف تتصور ازاي تقنع نفسك ان هذا يتم بالمجامله؟ يعني مش معقول يا راجل. طب هنا ما قدرش يكسبك في الملعب يا استاذ جمال، ماشي صح، هنا بيجاملك. مع ان انا مش عايز دي خالص، ما افترضهاش يعني، ده شغل مجانين يعني. في افريقيا هيجاملك، في كاس العالم حكام اوروبا اهلاويه، حكام اوروبا اهلاويه. يعني لازم المنطق برضو يا استاذ ابراهيم ايه بيقول ان انت ناجح انجح زي يعني انجح زيك، انما ما اقعدش اخبط بس. فهي الفكره كلها ان الاعلام المصري المستنير لو شئت الدقه ينصف الاهلي. وحتى لو انا بشجع يعني، افرض انا بشجع نادي تاني، وانت يعني بس هقول ايه؟ هقول ايه؟ لا يا جماعه الاهلي منظوم على الاقل عشان تستفيد منه مثلا. يعني هي التجارب الانسانيه مفيده للكل وملهمه للجميع. يا استاذ ابراهيم قلده، عارف القلوده؟ قلد الراجل، استلهم قلد النادي ده، استلهم منه الفكره واستشرف مستقبلك عشان البلد كلها تتحرك رياضيا. بالظبط. وزي ما حضرتك قلت برضو بالمناسبه ان النادي الاهلي لقط التوجه بتاع الدوله. فالنهارده التعاقد او الاتفاق اللي بينه وبين شركه استادات مثلا ماشي في خطى تساعد خطه الدوله. بالزبط. اصلا بالزبط. ليه لما تيجي تعمل الاهلي في مدينه الاقصر ده شيء اعتقد تعمير الصعيد تعمير الصعيد تعمير وانت النهارده لما بتعمل في الشيخ زايد وتوسع وتعمل كذا انا بقيت زبون دلوقتي في الشيخ زايد تيجي مثلا في التجمع ابتديت بتعمل حاجه كويسه يجي واحد بقى يمسك لك
في حاجه صغيره قد كده ويقول لك انت غلطان. اللي هما بقى ايه المتربصين اللي هو يقول لك ده يا عم لا كان لازم تعمل مظلتين هنا لما اتعمل البارك وبقى الناس يقول لك يا عم ده مش بارك اصلا ده موقف. طب ما هو ترجمه بارك باركينج هو الموقف بالظبط مش كده؟ أيوه. فيقول لك لا ده موقف يا سيدي ماشي ما هو موقف لا وعيني يقول لك اصل ناقص مظلتين هنا طب هنعملهم يا سيدي شكرا ما عندناش مشاكل هنعمل المظلتين دول. التقدير الاعلامي المحلي لحجم الانجاز انت شايفه كافي؟ لا كافي بعيدا عن الاصوات بالظبط يعني زعل. اللي هي طبيعي من يعني اصوات من حقها تدافع عن بس ايه هي تخطت ال يعني بامانه تخطت الصوره اللي هي المفروض للاعلام لا احنا دخلنا في سكه شيء مؤسف على مدار 3-4 سنوات اللي فاتوا شيء محبط انه اصبح يعني الدخلاء على الاعلام اصبح في منتهى الخطوره دي نقطه مهمه فعلا في غايه الخطوره امر وفي الاخر هم نفس الاشخاص بيكلموك على الحياديه وضبط وعدم وضبط النفس وعدم وهم من يشعلون فيها نارا ليلا ونهارا بتبص بالتدليس بتزوير الواقع بتغيير الحقائق بسرد سيناريوهات مزورة وملفقة بالحديث عن أمور لم تحدث من وحي الغل للعب على وتر على العديد من الجمهور اللي هو بيرى يقنع نفسه بالجزئية دي فعلا تصور فعلا يعني من وقت ظهور حادثة 2018 في نهاية أفريقيا وتزوير خطاب وكنت أتمنى أنه يتجاب الشخص اللي عمل الكلام ده ويتحاكم لأنه ده أمر في غاية الخطورة. أيضا لما تعرض الأهلي للموقف تبعت مباراة الترجي تبعت الإعلام التونسي تولع نار في مباراة أنا بقول لك أهو أيضا في وقت ما حدث في مثلا في مباراة الهلال ويقوم إعلامي كبير جدا ويعمل بوستات ويتقال كلام ما حصلش والدنيا هناك تولع ومصر وعاوز أقول لك إيه هناك يعني هناك يعني ايه الغل والحقد مش قادر هو مش قادر يداريه من نفسه ماشي فهو بيظهر حتى لو هو اراد انه يظهر بصوره لكن هو مش خلاص انت حطيت نفسك كان الهدف واضح من البعض على مدار الفتره اللي فاتت دي يا استاذ ابراهيم هو محاوله تشويه الصوره ان انا اخبط الصوره كده بحته زلطه كده عاوز ايه اعمل فيها شرخ ماشي وانا بأمانة شديدة لمت على النادي الأهلي وتكلمت مع مسؤول النادي الأهلي والنادي الأهلي كان لابد أن يأخذ إجراءات قانونية قلت لابد من إجراءات قانونية لمحاسبة هؤلاء المدلسين والوقوف مع ضدهم بشدة كبيرة جدا ليه؟ لأنه هو بيصدر معلومة لناشئ طالع عنده 11 و12 و13 و14 و15 سنة في غاية الخطورة والأهلي أخذ الإجراءات وكنت أتمنى أن يبقى في قرار وأتمنى فيه لأنه البعض معروفين واحد واثنين وثلاثة وأربعة لم أشهد ولم ألاحظ على الفترة وعلى مدى الفترة أن خرج كابتن من كبات النادي الأهلي ليتحدث عن المنافس بصورة أو بأخرى أو يحاول أن يقلل منه لم أشهد لا كل الاحترام لكل المنافسين أنا بكلمك لما يخرج يتكلم عن مثلا قضية من القضايا وكأنه إيه عارف أنت إيه أنا مش قادر أقول الحقيقة بس عاوز أخبطها فيك يعني إيه مثلا إيه أصل الأهلي مش قادر يروح الإسماعيلية فهو رافض يا جماعة طب ما تبص من صاحب القرار أنا عاوز أروح ده بالعكس ده لازم أنا أروح لها بإسماعيلية عشان الناس هي اللعيبة دي هتاخد خبرتها من فين هتاخد خبرتها من فين من إنها تلعب تحت ضغط ما أنا راح في الملاحة ولعب في الإسماعيلية وعمل ستات وأربعات ده بالعكس يعني بس عاوز أقول إيه مش هو ده الإعلام الإعلام من وجهة نظري انك انت سواء تقدم معلومة جيدة او انك انت تعالج سلبية بصورة ايجابية او انك تتحدث عن فرقتك وعن ناديك بصورة او باخرى لماذا تشغل نفسك بالاخر قلنا كده يا جماعة ما تشغلش نفسك بالاخر خليك في صلح من نفسك انت انشغالك بالمنافس المنافس خلاص عدى راح خلاص حط في ودانه واخد قراره انه ماشي على الطريق مش هيتراجع منه ومش مش هيفكر ومش هيرد عليك طالما وده انا عاوز اقول لك على حاجه رغم انه بعض من جمهور الاهلي كان غاضب وشايف انه الاداره لكن كان قرار الاداره سليم فانه صم الاذان والعمل والتواصل والعوده وركز والترفع وركز في شغلك وشغلك هو اللي هيعمل ايه صحيح هو اللي هيرد عليك النهارده تشتغل. طبعا بس انت ما تدخلش في الخناقه بس انت عاوز اقول لك على حاجه بامانه شديده ممكن تكون عاوز اقول الوتيره قلت شويه الفتره الاخرانيه وربنا يستر على اللي جاي يعني المشهد دي لكن 3-4 سنوات كانوا صعبين جدا كانوا اختبار لناس كتيره جدا
من وجهة نظري سقطت في الاختبار. ناس كتير جدا من وجهة نظري انا يعني كمتابع وبقى اشوف وبرفض اي حد يتكلم على المنافسين بصوره او باخرى، لانك انت لابد انك تحترم المنافسين، ودي رياضه ودي الرياضه وانه العلاقه في الرياضه يا جماعه ما في يعني علاقه فائز وخاسر تنتهي مع صفاره الحكم في اي لعبه. لا يبدو لا يجوز للامر ان يدخل في مرحله التطاول والتجريح وانتظاره، وانك انت بتستخدم ان انا راجل مؤدب مش هرد عليك فتتمارى، وده من احد عيوب البعض في هذه المرحله. انك انت ترى في الانسان المحترم انك تتجاوز معاه وتخشى من صليط اللسان الذي يتطاول وتعمل الف حساب قبل ما تقول كلمه. هنا 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 تكتشف حقيقتك كايه، كانسان او كاعلامي او كصحفي. وعندك المعلومه وخايف تقولها عشان عارف انه في حد هيقول، وعندك معلومة مش حقيقية وتقولها وتدلس فيها بصورة وعارف ان فلان مش هيرد عليك عشان مؤدب ومش مش هرفع عليك سماعة التليفون ويشتمك في بيتك وانت قاعد وسط عيالك. هنا الحاجات الحسابات دي كلها كانت اختبار لناس كتير، سقطت كله قدام مسؤولية. انا بكلم كل واحد حط قدام نفسه، سقط 99% ممن دخلوا هذا الاختبار، وكانت كاشفة لانه الجمهور ما تعرفش تضحك عليه. جمهور الكوره في مصر ذكي ومتابع وعارف، عارف مين اللي بيقول الصح وعارف، بس اهو في ناس بتسلي نفسيها بوقت اخر. من الحاجات دي مشاهد صعبه جدا اللي مرينا بيها. خد بالك محمود صبري هيتكلم بالشومه دلوقتي. يعني مش عايز يسخن. بلاش الشومه يا استاذ. خلاص انا صح استاذ جمال. يعني نجاح بهذا الشكل في قمه تقدير جائزة كبيرة جدا في الإبداع الرياضي. في تقديرك كإعلامي وكصحفي كبير، إيه الشكل النموذجي المسؤول عنه الإعلام في تقديم هذا النموذج في العمل المؤسسي للرأي العام وللأندية الرياضية وللساحة الرياضية كلها؟ كيف يمكن للإعلام المسؤول التعاطي مع هذا النموذج؟ إحنا عندما نتحدث يا أستاذ إبراهيم نحن نتحدث دائما عن الناس الطبيعيين. أيوه. لا نتحدث عن الدماغ المختلفة اللي مختلفة أو المريضة. لما بنيجي نتكلم بنقول إن هذا يعني أي حد يا راجل لو بيتكلم بإنصاف وتعقل مش هتيجي تقول إن يعمل سبوت على الإيجابي، لازم تعمل سبوت يعزز الإيجابي، إحنا مش يقدمه للمجتمع. إحنا اتعلمنا في الصحافة على يد الأستاذ عبد المجيد نعمان وغيره والناس الكبار بتوعنا. اتعلمنا على إيديهم ان انت الحدث لابد ان ياخذ حقه في حجمه. طب نروح بقى الى دبي وجائزه محمد بن راشد للابداع الرياضي. تنطلق الان الاحداث. عندنا في دولة الإمارات إنجازات كبيرة وكثيرة، لكن أكثر شيء من الإنجازات هو الإنسان. لازم جد ولازم أنك تجتهد أكثر، لا تتوقف ولا تفقد الأمل، خذ سهمك فيها حتى توصل إلى اللي تريده. من تاريخ واحد وتحت علم واحد ومن أجل مستقبل واحد حافلت مسيرتنا بخمسين عاما من الإنجازات التاريخية في جميع المجالات. واليوم
تحتفل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي بمسيرة 11 دورة دعمت الرياضة في كل مكان بإصدار أول مسكوكة فضية نقدية تزينت بصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشعار الجائزة. نمضي بإصرار وعزيمة لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات. يقودنا الطموح لنحقق الإبداع في كل المجالات. خمسون عاماً مضت بإنجازات ملأت الأرض وتجاوزتها لتعانق الفضاء، جعلت دولة الإمارات في قلب العالم والعالم في قلب الإمارات، في قلب خارطة التنافسية العالمية. برؤية استشرافية طموحة نمضي إلى المستقبل بمسيرة الخمسين القادمة، يدفعنا الإصرار والطموح والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في بناء الوطن وتمكين أبنائه في جميع الميادين. هنا في إكسبو دبي 2020 حيث يجتمع العالم، نمضي مع نخبة من المبدعين الفائزين بالدورة 11 لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وسيراً على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، ورئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة. كرمت الجائزة 258 مبدعاً في دوراتها المختلفة من الرياضيين والفرق والمؤسسات من دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم. بلغ عدد المشاركين للفوز بالدورة 11 للجائزة 2597 مرشحاً، كما بلغ عدد المتنافسين للفوز بفئات الدورة 11 409 مرشحين ضمن ثلاث فئات رئيسية، حيث شملت على العديد من الإنجازات والمبادرات والإبداعات الرياضية للفوز بالدورة الحالية للجائزة. وتوزعت الإنجازات بين الأولمبية والبارالمبية والعالمية والقارية، كما تنوعت الميداليات التي أحرزها الرياضيون بين الذهبية والفضية والبرونزية. جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي إرث من الإنجازات في دعم الإبداع في عالم الرياضة لصنع عالم من الانتصارات ولكسر الحواجز بين المحال والممكن، ولتبقى الرياضة نبض الحياة لأن المجد لمن يصنعه. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة. سمو الشيوخ أصحاب المعالي والسعادة، حضورنا الكريم من السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي على الخير والمحبة في وطن الإبداع لنحتفي بالمبدعين الرياضيين من دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم، الذين سطروا أسماءهم في سجلات الإنجازات الكبيرة واستحقوا التكريم في الدورة 11 لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي
إحدى مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية، والتي تتزامن هذا العام مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي 50 عاما من روح الوحدة لدولتنا الحبيبة. وهي كذلك دورة استثنائية بكل المقاييس، نجتمع فيها بمكان استثنائي في إكسبو دبي 2020. نبعث منه رسالة صداقة ومحبة لجميع شعوب العالم عبر أكبر حدث ثقافي في العالم، ومن الجائزة الأولى من نوعها في العالم، والأكبر من حيث قيمة جوائزها وتنوع فئاتها، والتي تعنى بمجال الإبداع الرياضي وتسعى إلى ترسيخه كنهج في العمل الرياضي محلياً وعربياً وعالمياً. حضورنا الكريم، يسرنا الآن دعوة سعادة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لإلقاء كلمة المكرمين، فليتفضل مشكوراً. الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي راعي الجائزة، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة بتشرف جدا أن أكون بين حضراتكم النهاردة في هذا المكان الحقيقة الرائع والمبهر إكسبو، حيث تتواصل العقول لصنع المستقبل، ولتسلم هذه الجائزة المرموقة ومعي نخبة من مختلف دول العالم. ستكون الجائزة بلا شك حافزاً لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل بإذن الله. وقد سعدت أن أكون متحدث بالنيابة عنهم جميعاً. لا شك أن الجوائز والبطولات والميداليات تعطي للرياضيين الدافع للمزيد من التألق والتطور والإنجاز. وحين تحمل الجائزة اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإنها ستكون أكيد أكبر وأروع، لأن قيمتها ومكانتها تأتي من اسم ومكانة صاحبها. شكراً لكم على إطلاق هذه الجائزة الكبيرة التي تهدف لتطوير الرياضة في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وشكراً على هذا التقدير والتكريم. وأتمنى أن تتواصل رحلة الإبداع والتألق الرياضي في جميع الميادين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسعادة محمود الخطيب على هذه الكلمة. حضورنا الكريم، سننتقل الآن إلى فقرة خاصة تروي قصة بطل واجه أصعب التحديات منذ ولادته بإعاقة جسدية، لكنه حلم أن يصبح بطلاً في وطنه وعلى مستوى العالم، ليصبح حلمه حقيقة ويتوج بالعديد من الميداليات، آخرها فضية دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وأن يكون ضمن كوكبة المكرمين بيننا لهذا اليوم. فلنتابع هذا الفيلم التالي. بسيطة، وأنا أعاني من إعاقة جسدية، حيث اضطريت للعمل باعاً للقضاء للإنفاق على نفسي وعائلتي، لكنني بدل الاستسلام للإعاقة وأن أكون ضحية للتنمر أو للشفقة في المجتمع،
قررت أن أواجه التحديات وأن أعيش حياتي كاملا وأن أكون بطلا وطنيا. في داخل كل شخص مصدر قوة كبيرة تنبع من ثقته أولا بنفسه، والرياضة يمكن أن تحولك من شخص عادي مجهول في المجتمع إلى بطل وطني وعالمي، وتصنع منا قدوة للآخرين للسير على نفس الطريق، لأن كل تدريب تخوضه وبطولة تشارك بها ترفع من مكانتك في المجتمع وتقديرك بين الناس من خلال الرياضة. أن يصبح بطلا في وطنه وأن يكون مصدرا للفخر والاعتزاز من المجتمع بدل أن يكون مصدرا للشفقة. علاقتي بدولة الإمارات ترتبط دائما بالفرحة والنجاح وتحقيق الإنجازات. دائما أزور دبي للمشاركة في البطولات التي تقام فيها. شاركت في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبية وحرزت العديد من الميداليات، آخرها الميدالية الذهبية في عام 2018. وفي عام 2019 حضرت إلى دبي وحرزت الميدالية الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم. واليوم أزور دبي لأتشرف باستلام درع الفوز بجائزة تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المبدع الأول، وهي أهم جائزة رياضية في العالم وتمنح للأبطال المبدعين في العالم الذين أتشرف أن أكون بينهم، ويتم تكريمي في أكسبو دبي 2020 أهم حدث في العالم. حقا إن المجد لمن يصنع. حضورنا الكريم جراح نصر. جراح نصار أحد المتميزين من الرياضيين الذين سنتعرف عليهم عن كثب أكثر في وقت قريب من حفل هذا اليوم. والآن حضورنا الكريم سنبدأ بمراسم تكريم الفائزين بفئات الدورة 11 للجائزة. نتشرف فيها الآن بدعوة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي للصعود إلى المسرح، يرافقه معالي مطر طاير رئيس مجلس أمناء الجائزة وسعادة موسى المري الأمين العام للجائزة، فليتفضلوا بتكريم مجموعة من الفائزين. بدايتنا ستكون في فئة الحكم المحلي، تذهب من نصيب أحمد محمد الحمادي من الإمارات، أول عربي يرأس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال لأصحاب الهمم، ومشاركته للمرة السابعة في تحكيم دورات الألعاب البارالمبية. ننتقل الآن إلى فئة المدرب المحلي والتي منحت مناصفة لمدربين وطنيين، أولهما عبد العزيز العنبري من الإمارات لقيادته نادي الشارقة للفوز بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم موسم 2018-2019 والفوز بكأس سوبر الخليج العربي 2019 والتأهل مرتين على التوالي إلى دوري أبطال آسيا دور المجموعات لأول مرة في تاريخه. كما ذهبت هذه الجائزة مناصفة لعبد الحميد إبراهيم الحسني من الإمارات عميد مدربي كرة السلة في الدولة، وحقق 58 لقباً حتى الآن محلياً وخليجياً وعربياً وقارياً، واختير في 2001 كأفضل مدرب في آسيا.
إلى فئة الإداري العربي، وتذهب من نصيب آية محمود مدني من مصر، أول عربية وأفريقية تنتخب كرئيس للجنة اللاعبين وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث. ننتقل إلى فئة الرياضي المحلي المتميز، تذهب من نصيب زايد عبد الناصر الكثيري من دولة الإمارات لتميزه وتحقيقه 3 ميداليات ذهبية ببطولات عالمية في الجوجيتسو عام 2019. إلى فئة الرياضي العربي، منحت هذه الجائزة لعدد من الرياضيين الشباب العرب تألقوا في دورة الألعاب الأولمبية 2020 أقيمت في ظروف استثنائية وحققوا نتائج متميزة، وفيهم أحمد أيوب حفناوي من تونس لحصوله على الميدالية الذهبية في السباحة مسابقة 400 متر بأولمبياد طوكيو 2020. ومن الرياضيين العرب أيضاً طارق علي حامدي من السعودية لحصوله على الميدالية الفضية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020. الفئة التالية، رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى من نصيب معن عبد المعين أسعد من سوريا، حقق إنجازاً في ظل ظروف وتحديات كبيرة بحصوله على الميدالية البرونزية في مسابقة رفع الأثقال في أولمبياد طوكيو 2020. وإلى رياضي حقق إنجازاً في ظروف وتحديات صعبة من فئة أصحاب الهمم، منحت مناصفة لاثنين، وليد كتيلة من تونس لحصوله على ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في سباقي 100 و800 متر بالكراسي المتحركة. أيضاً جراح نصار من العراق لحصوله على الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في ظل تحديات وظروف صعبة. الفئة التالية، فئة الفريق العربي، تذهب للمنتخب الجزائري لكرة القدم للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 2019 وتحطيم الرقم الأفريقي للمباريات دون هزيمة. يتسلم الجائزة السيد حكيم مدان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم. في فئة المؤسسة المحلية، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لنجاحها وتميزها في تنظيم بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 للمرة الخامسة على التوالي. يتسلم الجائزة سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة. وإلى فئة الإداري المحلي، أنس ناصر العتيبة من دولة الإمارات، وذلك لفوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة. ننتقل إلى فئة الفريق المحلي، تذهب من نصيب منتخب الإمارات للقدرة والتحمل لفوز المنتخب بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب والناشئين لسباقات القدرة والتحمل لمسافة 120 كيلومتر بإيطاليا. يتسلم الجائزة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات الفروسية والسباق رئيس الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول. نستكمل الآن بتكريم شركاء الجائزة في الدورة 11، وهم هيئة كهرباء ومياه دبي. يتسلم درع التكريم زعل خليفة بن زعل نائب الرئيس للشؤون التنفيذية.
من شركائنا أيضا شركة نخيل العقارية. يتسلم الدرع سعادة عصام قلداري عضو مجلس إدارة شركة نخيل العقارية. ومن شركائنا أيضا شركة دراجون أويل. يتسلم درع تكريم السيدة بدرية خلفان الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة دراجون أويل. والآن نتشرف بدعوة أعضاء مجلس أمناء الجائزة للصعود إلى المسرح لالتقاط صورة جماعية مع سمو الشيخ منصور محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، فليتفضلوا مشكورين. ويضم المجلس نخبة من الكفاءات الوطنية والعربية الذين أسهموا في تطوير منظومة العمل فيها، فهل لنا بتحية مجتمعة لهم جميعا. شكرنا ممتد وموصول لأعضاء مجلس أمناء الجائزة، تحية لهم. ننتقل الآن حضورنا الكريم إلى تكريم الشخصية الرياضية العالمية، وهي من نصيب معالي عمران أحمد خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. ولنتابع معا فيلما قصيرا عن إنجازات معالي. الشخصية الرياضية العالمية معالي عمران أحمد خان رئيس مجلس الوزراء الباكستاني نجح في وضع الباكستان بين أقوى منتخبات العالم في رياضة الكريكت، واختتم مسيرته الحافلة كقائد لمنتخب بلاده بالفوز بلقب كأس العالم للكريكت عام 1992 بعد التغلب في النهائي على منتخب إنجلترا. وواصل من خلال نجوميته كرمز وطني رياضي ثم سياسي بارز ورئيس لمجلس الوزراء في إلهام الشباب وتعزيز مكانة الرياضة عموماً والكريكت خصوصاً وتمكين المجتمع الباكستاني من خلال الرياضة. ساهمت قيادة عمران خان منتخب بلاده للفوز بكأس العالم للكريكت بانتشار اللعبة، وأصبح نصف سكان الباكستان البالغ عددهم 221 مليون نسمة مشجعون للكريكت. كما أصبح لدى باكستان 42 ألف لاعب كريكت مسجل رسمياً. في العام 2019 أطلق مبادرة بقيمة 639 مليون دولار لتعليم الشباب وتقديم منح دراسية لهم، ومن بينها منح دراسية للموهوبين رياضياً في 106 جامعات. كما أعلن في يونيو 2021 عن مبادرة لتشييد أكثر من 4000 ملعب كريكت بمعدل ملعب لكل حي في الباكستان. سيتسلم معاليها الجائزة في شهر مارس القادم بإذن الله خلال زيارته الرسمية لدبي. والآن حضورنا الكريم، يسرنا دعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة للتفضل بتكريم مجموعة من الفائزين بالجائزة.
بدايتنا ستكون مع الشخصية الرياضية العربية، تذهب من نصيب الشيخ جعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، يتسلم الجائزة سعادة جاسم راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية لنجاحه طبعاً في قيادة الرياضة القطرية لتحقيق أفضل الإنجازات بتاريخ مشاركة الرياضيين القطريين في أولمبياد طوكيو 2020، إضافة للعديد من الإنجازات بالطبع. ننتقل الآن إلى فئة المؤسسة العربية، تذهب من نصيب النادي الأهلي للرياضة البدنية من جمهورية مصر العربية، يتسلم الجائزة سعادة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن المبادرة المتميزة المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي التمويل الذاتي، والتي شملت عدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل. إلى الفئة التالية، فئة المؤسسة العالمية، تذهب من نصيب الاتحاد الدولي لكرة اليد، يتسلم الجائزة السيد جويل دي بلانك النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وذلك للنجاح والتميز في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت في جمهورية مصر العربية في ظل التداعيات العالمية لجائحة كوفيد-19 من خلال اتباع نهج مبتكر وتنفيذ بروتوكولات الوقاية من الجائحة. ننتقل الآن حضورنا الكريم إلى اللحظة المهمة، إعلان الفائزين الناشئين وتكريمهم، حيث تولي الجائزة اهتماماً كبيراً بهم، ويتم تكريم 6 رياضيين ناشئين في كل دورة من مختلف الألعاب الرياضية تقديراً لإنجازاتهم. حضورنا الكريم، تم تحديد الفائزين في فئة الناشئين من خلال عملية التصويت، لدينا 6 فائزين، أما ما حصلوا عليه على مجموع أصوات فقد وصل إلى 231,217 صوت، وذلك لست فائزين، عدد تصويت كبير بالمقارنة بعدد المكرمين في هذا اليوم. وعند استعراضهم على الشاشة دعونا نتعرف على أسمائهم وهوياتهم حسب ترتيبهم قبل ندائهم إلى المنصة فردا فردا. هؤلاء هم رياضيون الناشئون، فلندعوهم إلى المنصة الواحدة والآخر. في المركز السادس يوسف راشد المطروشي لحصوله على 4 ميداليات ذهبية في البطولة الخليجية للسباحة ومشاركته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكونه أول إماراتي يكسر حاجز 50 ثانية في سباق سباحة 100 متر. في المركز الخامس سلوى أحمد المنصوري لحصولها على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 سنة في ماليزيا، تهانينا لها. في المركز الرابع رحمة خلفان المرشدي لحصولها على الميدالية الفضية في بطولة آسيا للشباب والناشئين بالملاكمة والتي أقيمت في الإمارات. في المركز الثالث إلياسيا طارق عبد السلام، وذلك لحصولها على الميدالية الفضية في البطولة الدولية للجمباز والتي أقيمت في المجر. في المركز الثاني محمد
محمد سعيد بن حمل عامري لحصوله على المركز الأول 3 مرات في البطولة الدولية للقدرة والتحمل سلوفاكيا 2019 والترتيب الرابع على مستوى التصنيف العالمي للفرسان فئة الكبار. تهانينا له. وفي المركز الأول سيف جاسم المنصوري لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للأشبال تحت 16 سنة في رومانيا عام 2019 والميدالية الفضية في بطولة العالم للجوجيتسو فئة الناشئين 2019. تهانينا للرياضيين الناشئين ونود دعوتهم لالتقاط صورة تذكارية مع سمو الشيخ، فليتفضل رياضيون الناشئون. ونود أيضا أخذ صورة جماعية مع جميع الفائزين والمبدعين الرياضيين الذين كرموا اليوم مع سمو الشيوخ. تهانينا لهم. شكرا موصول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وشكرا موصول لكل حضورنا الكريم، مباركين للمبدعين الرياضيين هذا الإنجاز، متمنين حضورنا الكريم أن نلقاكم مجددا في الدورة 12 من هذه الجائزة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للنادي الأهلي والجماهير النادي الأهلي والحياة لكل عشاق الرياضة، لأنه لما بنشوف حفل بهذه القيمة وبهذا المستوى، التنظيم رائع، الأداء في منتهى الرصانة والرقي، الكلمات في منتهى الاختصار والدلالة. كمان يا أستاذ جمال، كابتن محمود الخطيب لما يختار أن يتحدث باسم المكرمين جميعا ويلقي الكلمة، التركيز على جزئية أن هذه الجائزة بكل ما تحمل من قيمة صاحبها هي أيضا حافز ليهم للتطور والإبداع. إزاي أقدر من خلال الجائزة أحولها لدافع؟ شفت الحفل إزاي؟ هي رمزية مهمة قوي أنه يتم اختيار الكابتن محمود الخطيب ليكون متحدثا باسم كل المكرمين والفائزين. إحنا طبعا يستحق كابتن محمود الخطيب هذا بسبب تاريخه الرياضي وأيضا تاريخ النادي الأهلي واسم النادي الأهلي وحصول النادي الأهلي على الجائزة. أنا بعتبرها معلش الجائزة الأكبر ضمن الجائزة. أيوة، يعني هي أكبر جوائز في داخل الجائزة، داخل الجائزة اللي هي المؤسسة الرياضية العربية المتميزة أو الواعدة أو كده. فطبعا كابتن محمود الخطيب حتى كلمته كانت بصراحة يعني معدة بشكل جيد جدا، متناغم مع الحدث، يعني مختصرة بتتكلم في المفيد في الصميم. شكر فيها القائمين على إطلاق هذه الجائزة، وأعتقد أنه وجود التكريم للكابتن بيبو والآخرين اللي تم تكريمهم ده رسالة إلى كل من يريد أو من يتفوق أنه سيجد من يقول له شكراً، أنت تستحق جائزة كذا، التفوق في كذا. فده شيء في حد ذاته دافع كويس قوي يا أستاذ إبراهيم على التفوق والإجادة. أستاذ محمود، كيف تابعت الحفل؟ لا طبعا زي ما احنا قلنا وكشيء متوقع، طبعا تنظيم أكثر من رائع. الحفلة يعني على قصر المدة ده دليل على إيه؟
انه يعني عشان ما تزهقش. تكثيف والاختزال. تكثيف والاختزال بسرعه كبيره جدا. وهي دايما هي الحفلات الكبيره كده ما بتاخدش وقت مزيد من كم، حتى السماح بالكلمات بيبقى مقتطب وبتبقى من ضمنها رساله او اثنين. كون يتم اختيار كابتن محمود متحدث عن الجميع، ده في حد ذاته بقيمه النادي الاهلي وبقيمه محمود الخطيب كرئيس للنادي الاهلي، انه يبقى موجود على راس الناس اللي هو يتكلم بصفه عامه. الحاجه الثانيه انه جايزه بقيمه صاحبها. محمد بن راشد بقى علامه من علامات المهمه جدا، الجوده، الجوده بصراحه على مستوى العالم بصراحه. صحيح. انما يحل محمد بن راشد تحل معه حاجات اللي فيها ابداع وتميز. صحيح. ها؟ صحيح. يعني. طبعا. لا بامانه شديده في في حاله مرتبطه بحاله نجاح واستمرار، ومدرسه من المدارس اللي عاوز اقول ايه ممزوجه، قدر يجمع ما بين التالق. ها؟ قدر يجمع ما بين يعني الغربيه والشرقيه، يعني عمل كوكتيل يعني اللي هو ما بين الفكر الاوروبي وما بين الكرم العربي اللي هو في الاحتفاء وتقديم الشيء والدعم. وده شيء كويس جدا انك انت تبقى موجود وبيقدم رساله كمان لابناء بلده من الداخل وكلم المميزين منهم. ايضا وجود النهارده الكابتن محمود الخطيب يمكن تكلم على جزئيه انه الجائزه دي دافع للي جاي، ده اللي احنا قلناه. انك انت النهارده من بدايه من نهايه الجائزه دلوقتي بتفكر ايه الشيء المميز اللي انت هتسعى عليه انك انت تجود فيه عشان تبقى موجود. صح. في الحفل اللي جاي ده الشيء المهم. طبعا شكرا يعني لدبي، شكرا للشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان. بامانه شديده النادي الاهلي بيقدم دايما شيء مميز سواء على مستوى فرق الرياضيه المميزه وفرق كره القدم او حتى على مستوى الاداره. اعتقد هيبقى في حاجه مميزه جدا في تفكير اداره النادي الاهلي انهم يروح في حته ثانيه في المستقبل ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الاهلي يكون حاضر بقوه في كل المحافل الدوريه. هنجي لك بالتاكيد في حته ازاي الجائزه بتبقى حافز للي جاي، لكن استاذ جمال المعاني الانسانيه في هذا الحفل وهؤلاء المكرمين، يعني انا بتكلم على انه انت بتكرم ذوي الهمم، بتكرم مجموعه من الناشئين تم التصويت عليهم، يمكن حتى اتقال لك هم 6 ناشئين حصلوا على 231 الف صوت. اذا هناك اجماع على نوعيه المكرمين. طبعا. في فئه الناشئين وفئه الهمم. ما هو احنا بنقول انه دايما يا استاذ ابراهيم مثل هذه الجوائز او مثل هذه الايفنتات يعني الاحداث بتركز على خلق حاله انسانيه. ايوه. هي الفكره كلها تقوم على كده. ايوه. يعني هي عظمة الفكرة. أيوة. أنها قائمة على الإبداع. أيوة. اختيار المبدعين. أيوة. حتى لما تيجي تقول على مستوى الفن مثلا. أيوة. مش أي حد بيعمل فيلم. هو بيبقى الأفضل. أيوة. لازم يكون لمس فكرة معينة. أيوة. يعني ممكن يبقى فيه إن احنا قلنا كم جايزة كم واحد كم ملف. 54 ملف في فئة الإبداع المؤسسي. أن يفوز واحد منهم وهو النادي الاهلي. فده معناه ان تجربته ونموذجه بالظبط وصل لدرجه من التميز الابداعي العالي او يعني يفضل ان احنا كمسؤولين عن الجائزه بنقدمه كنموذج. يعني نتمنى للجميع انهم يعملوا زيه. دي شيء رائع. أيوه. وايضا تكريم ذوي الهمم. الامارات معروفه باهتمامها كما نفعل نحن في مصر الآن باهتمامها بذوي الهمم. أيوة. وكان لهم السبق في تنظيم الأولمبياد بتاع ذوي الهمم. أيوة. في أبو ظبي. أيوة. الأولمبياد الخاص. أيوة. وكان يعني أنا حضرت المؤتمر اللي اتعمل قبل التنظيم بسنة يمكن أو بسنتين. برضو عرفت قد ايه كان في استعداد قوي لتوفير كل شيء لنجاح هذه الاحتفاليه واللي بتبعت رساله. ما هو ذوي الهمم دول هم فئه في المجتمع لابد ان تكون موجوده ولابد ان تنخرط مع الناس وتتفاعل وهكذا. فانا بقول ان هي الفكره ككل فكره اكثر من رائعه. بنشكر عليها طبعا المسؤولين في دولة الإمارات وبنبارك ونجدد التهنئة لكل الفائزين وبصفة خاصة للنادي الأهلي العظيم الذي يحقق ويعمل ويركز في العمل ولا يشغل باله بالترهات. بالترهات حلوة الترهات دي.
جميل. انت حد يمسك وراك لا ده السيك لو انت ده السيك لا 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 ربنا يخليك استاذ محمود. فئه ذوي الهمم يمكن انت بتتكلم على التناغم حتى والاتساق مع فكر الدوله. الدوله المصريه الحقيقه من انبل وارفع المشروعات الرياضيه المعموله الاهتمام الخاص بذوي الهمم، وده واضح في اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفئه وازاي مساعدتهم على الدمج المجتمعي وعلى احتضانهم. وشفنا تناغم النادي الاهلي ايضا في استضافه البطل الرياضي احمد طارق واهتمام الكابتن الخطيب ببرنامج ذوي الهمم في النادي الاهلي. انت شايف ده ازاي؟ لا دول اللي ممكن بيحمل الكون، دول الروح بتاع الكون، يعني دول يعني رحمه ربنا سبحانه وتعالى في الارض. ايوه اصحاب الهمم. ايوه وانت بتستلهم منهم ولازم تبص لهم البصه الايجابيه. احنا عاوزين نخرج من الاطار اللي عانوا منه هم على مدار الفترات اللي فاتت. النهارده مش من النهارده، السيد الرئيس يمكن من سنتين ثلاثه بدا يعمل نقله مختلفه خالص لذوي الهمم، بدا يتحطوا على الخريطه الفكر الانساني. بدا يهتم، لانه دول انا بقول لك اهو دول روح الكون بايجابياته. السلبيات اللي احنا شايفينها كلها، انت بتقعد مع دول بيبقى الوضع مختلف وتشوف الحكمه من من تواجدهم. ربنا سبحانه وتعالى بيدي رسائل وممكن تجد منهم مبدعين بشيء انت لا تتوقعه، خاصه في التعامل مع الاجهزه الحديثه. يبقى عندهم ابداع انت تقف عاجز اللي شايف نفسك يعني الواد الفت اللي مالكش حل، ما بتعرفش تتعامل مع جهاز. ممكن هو يفك لك شفره الجهاز انت ما بتعرفش تتعامل معاه. الاهتمام بيه كان شيء مهم جدا. الرئيس في الفتره اللي فاتت يمكن الحفله الاخيره كانت داله على حاجات كتير، وممكن اللقطات اللي اتعملوا فيها يمكن لقطه احمد طارق يعني حظيت باهتمام وكلام عن حبه وارتباطه بالنادي الاهلي والاستقبال الكبير اللي عمله النادي والاهتمام بيه، برضه ده يعكس. وانا بقول لك اهو في تناغم هنا. ايوه لان انت عندك برنامج لذوي الهمم في النادي للبعض اللي بيحاولوا يطلعوا الاهلي عن سياقه وجماهيره. لا يا جماعه الاهلي مرتبط بالمجتمع طبعا. لا يا جماعه الاهلي مرتبط بوطنه. لا يا جماعه الاهلي ودارته شايفين وعارفين، بس مش بتوع هيصه، بيحبوا يعملوا حاجه في الاطار اللي هم اتربوا عليه، انك بتاخد الشيء وبتحطه في مكانه وبتشتغل عليه. النهارده مش احمد طارق بس هو كان مناط اهتمام، كثير جدا من الموجودين، وفي لجنه موجوده بالزبط. في النادي الاهلي برأسها ناس مسؤولين وكبار على مدار تاريخ، مش من النهارده، من سنوات كبيره جدا بيحتضنوا وبيهتموا باصحاب الهمم. فاعتقد انه النهارده برضو من الناس المكرمين شيء مهم جدا. رسائل كبيره جدا ان احنا برضو شايفينك، ان احنا مهتمين بجزء من مننا، بجزء من مجتمعنا. فاعتقد برضو ده يؤكد على ابداعيه الجائزه، على انه الابداع ما وقفش عند الرياضيين فقط او عند المفكرين او عند يعني اصحاب العلوم. كمان راح في جزئيه انسانيه مهمه جدا، ومنهم رياضيين ومنهم غير رياضيين. فاعتقد يعني اشاده كبيره جدا، ويعني اعتقد انه ده هيدي دافع وهيقلل كثير جدا من حاله الناس لما يعني اسر ترزق باطفال في هذه الحالات، انه يا جماعه الناس دول نعم يقدروا يكونوا حاجه كويسه ويحتاجوا الاهتمام والرعايه ويستحقوا مننا اكتر من كده. الحفل بهذه القيمه يا استاذ جمال، اهم الرسائل اللي خرجت منه اخيرا تراها ازاي؟ رقم واحد هي رساله العامه، العنوان هو اللي هو جاي من اسم الجائزه، الابداع الرياضي. ده تشجيع لكل العاملين في مجالات رياضيه على انهم يتفوقوا، كل حسب مجاله، يعني كل واحد في مجاله. انت اداري تفوق، انت مدرب تفوق، انت نادي او مؤسسه تتفوق في مجالك. فده انا بعتبره نوع من انواع التحفيز على الابتكار. طبعا التحفيز والتقليد الجيد. ايوه التقليد الحسن. ان انا اقلدك يا اخي في حاجه حلوه. أيوة. بدل ما انا احطمك ولا اعمل لك عقبات اعمل زيي. فكر السنه الجايه، النهارده الجايزه هي خلصت، فكر للسنه القادمه بماذا تتفوق او بماذا تتميز. أيوة. عن الاخرين. أيوة. وكون جادا وتقدم بقى بنفسك كده وقول انا عامل حاجه حلوه. فطبعا بنشكر فعلا الدولة في الإمارات الشقيقة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. أيوة.
وأنجاله الكبار على إقامة هذا الحدث الرائع. وبنقول كمان إن هي رسالة في النهاية، لأنه الرياضة سمو وتفوق وأخلاق، هو ده دون يخلق الإبداع. بس أنت تفوق، وعلى فكرة لو ركزت في العمل هتبدع. ليه؟ هتبقى ذهنك صافي وهتفكر في حاجة كويسة، ومش هتبقى قاعد تحقد، لأن اللي بيحقد ما بيلاقيش وقت. صحيح. والله. فأنت ركز في الشيء اللي أنت بتعمله وهتبقى حاجة عظيمة جدا. ونبارك للنادي، نادينا النادي الأهلي، على هذه الجائزة، ونتمناها أكثر وأكثر، وأعتقد أنه هيبقى ضيف دائم في الجائزة. أستاذ محمود، أستاذ جمال ركز على جزئية مهمة، سمو ورقي وأخلاق. وأن دي المكونات الطبيعية والنقية لسلوك الرياضي. صح. ده في مكون الإبداع، شايفه إزاي؟ ما هو ده الإبداع. يعني أنت ده لكل مجتهد نصيب. أيوه. يعني ده العنوان، كل مجتهد نصيب. أيوه. في ظل اللي أنت شايفه، أن أنا خلاص ركزت في عملي وأخلصت واجتهدت، فكان النتيجة أنه فيني حد تاني شايفني مطلع عليك، ممكن يعني اللي بره دول ما يشوفنيش أصلا يعني. أيوه. لكن أنت أنك أنت تصل وصوتك يطلع حدود خارج حدود الوطن، فده في حد ذاته ده إضافة ليك، لأنه لكل مبدع في مجاله، سواء أفراد سواء مؤسسات. مؤسسة الأهلي من المؤسسات اللي في الوطن محسوبة وليها دور فعال ودور مجتمعي كبير. لو عاوزين نحكي فيه هنقول فيه كلام كتير للصبح، مش من النهاردة. لا، ده من سنوات، على مدار سنوات كبيرة جدا الأهلي له دور وطني كبير جدا. لكن النهاردة لما انت تشوف الإحساس بالمسؤولية وتواجد رئيس النادي الأهلي، هو كمان يتم اختياره كمان في ظل إطار ان هو يتكلم بصفة كل الجمع، فده في حد ذاته بيدل بقى على قيمة المكان وقيمة الشخص كمان، بحجم كابتن محمود الخطيب وشعبيته الكبيرة جدا. لكن عاوز اقول لك انه الرسائل مهمة جدا، انه المبدعين بدأ يبقى لهم دور ومكان، بدل ما كانوا محدش كانوا مهمشين. لا، في شغل. اسباب الابداع وتنوعه ومدارسه المختلفه والناس النهارده شايفه، بدل ما كانت الرياضه مش موجوده على الصوره، النهارده اصبح للرياضيين، لانه الرياضه رقم واحد فيها الاخلاق. اذا اختفت الاخلاق ما تحلش الرياضه. انت لما تيجي مباراه ويحدث فيها خروج عن النص او بتاع، تبقى مين الخاسر؟ الخاسر هي الرياضه في نفسها. طبعا. فانت اعتقد النهارده انك انت بتقدم رسائل وبتكرم اصحاب الاخلاق. واصحاب الاخلاق هم رقم واحد واثنين، عندما تتحلى بالاخلاق بكل لديك ضمير، وعندما يكون لديك ضمير فانت تجتهد وتبذل، وانت مقتنع بان ربنا هيكافئك انه تيجي جائزه كبيره جدا تبص عليك فتختارك، شايفاك بقى عامل حاله. لكن طيب انت عندك جائزه وبتاع وعندك خروج عن النص، هتبقى مش موجود. فانت لما تشوف المشهد المشهد ده كله، وتشوف حجم النادي الاهلي، وشوف رئيس وزراء دولة بحجم باكستان، وراجل مسيس أصلا رياضي وبطل عالم في 92، ويبقى موجود ويخرج الكابتن محمود الخطيب وهو اللي بيتكلم بالمنظر وقدم الكلمة، ده في حد ذاته أنا بقول إنه ده مشهد ورسالة واضحة جدا، إنه لكل مبدع مكان، وإنه لكل موهوب هناك من يشعر بيك، ولكل أصحاب الهمم هناك من وضعكم على الطريق بصورة أو أكبر، هيكون في اهتمام. الأهلي بياخد من الجوائز دي، خد من جائزة السنة اللي فاتت، فكان نتيجة النجاح في المجموعة الاقتصادية. من جائزة النهاردة أكيد الأهلي وإدارته ومسؤولين هيكون تفكيرهم إحنا هنكون فين في السنة الجاية إن شاء الله. أستاذ جمال، مصر بقيمتها وحضارتها وريادتها للرياضة العالمية حتى، لأنه ليها تأثير أولمبي قديم الأزل. تمام. أن يختار النادي الأهلي في شخصه ويختار الكابتن محمود الخطيب تحديدا في شخصه ليكون وجهة مصر الحاضرة في هذا الحفل الكبير، أنت شايف مسؤولية التمثيل المشرف لمصر في هذا المحفل اللي فيه زي ما الأستاذ محمود أشار عدد كبير من نجوم وأبطال العالم، شخصيات عالمية كبيرة جدا، ملف النادي الأهلي ينافس 53 ملف في العمل المؤسسي ويفوز، شكل التمثيل الدولي المشرف لمصر في مثل هذه المنتديات شايفها ازاي؟ انا شايف انه ما حد او ما يحدث امامنا الان
هو بمثابة احنا دايما نقول ايه سفير فوق العادة. أيوه. بمعنى ان هو ليس سفيرا معتمدا تبع وزارة الخارجية ولكنه فوق العادة. بمعنى ان هو كرياضي والنادي الاهلي كمؤسسة رياضية وكابتن محمود الخطيب كنجم اسطوري سابق في كرة القدم وحاليا رئيس لهذا النادي او لمجلس ادارة هذا النادي على مستوى الشخص الحضور بقى من الشباب حريص على التواصل مع كابتن الخطيب الشخص اللي هو كابتن محمود الخطيب والهيئة او المؤسسة اللي هي النادي الاهلي يحظيان بكل هذا الحب وهذا الاحترام واحنا شايفين اهو دلوقتي العملية يعني واضحة بقى كل المنظمين والحضور حريصين يعني الـ 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 الشغل الرسمي خلص العمل الرسمي والمؤتمر الرسمي انتهى ولكن هذا بقى هو المؤتمر الشعبي هتلاقي الناس بقى اللي عايز ياخد صورة اللي عايز يكلم الكابتن يلتقط معاه لقطة تذكارية وده اللي احنا بنقوله ان هي رسائل برضو يعني دايما لما يبقى حد في مجاله متفوق ويحترم الآخرين خلي بالك دي نقطة يعني مهمة اعتقد ان هو بيفضل نموذج او رمز ليهم بلا شك يعني فيعني نتمنى طبعا ان النادي الاهلي دايما هيبقى على هذا المستوى ويعني دي انا باكدها لك يعني ان شاء الله لا شك في هذا وما زالت اللقطات الجميله تتوالى جميله فعلا يعني وكل ابناء الجاليه المصريه والعربيه بص هم سعداء ان هم ياخدوا الجائزه من الكابتن الخطيب يتصوروا بيها معاه بالظبط يعني هي صوره بجائزه والكل شايف صحيح الـ 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 السيدات كله ما لا فرق اظن اللي معاه الجائزه ده اخونا العزيز محمد القوصي بس هو ملثم طبعا هو ملثم فمش باين لكن القوصي عضو الفريق الاعلامي للجائزه لا احنا هنحقق في اللقطه بالظبط وهيطلع القوص في الاخر هو القوص ولا لا القوص القوص طب ازاي يعني البروفايل بتاعه الدم بيحن هو عارفه ايوه صح هو عارفه شاب في الطياره بتاع البلد لا هو محمد القوص عضو الفريق الاعلامي للجائزه الحقيقه اللي بقت يعني ليها حضور اعلامي وحضور دولي مؤثر جدا بما فيها من معاني لانه فعلا سهل ان انت تكسب بطوله عن تفوق رياضي لا هي زي ما اتفقنا يمكن في خلال حوارنا معاك يا استاذ ابراهيم وانت بتستفز مشاعرنا الجميله دي ان هي بقت كاس عالم ايوه يعني هي الجائزه دي كده دي بطوله البطولات بقى والله يعني دي بطوله البطولات بالظبط ام البطولات او بطوله البطولات اللي هي كاس العالم للابداع الرياضي ايوه انا بحب اسميها كده والفكره يمكن جت واحنا بندردش يعني لان هتلاقي الملفات دي من دول كثيره ومعنى انه في ملفات يبقى الناس بتقدم افضل ما لديها بالظبط يبقى حاجه مؤسسيه وايضا منظمه زي اي دوله بتقول انا عايز انظم كاس عالم بيقدم ملف الملف ده اذا كان ضعيف بيستبعد قوي بيكسب وهكذا فيعني نتمنى باذن الله ان يكون الاهلي دائما على منصه التتويج و باذن الله مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره المحترم الاهلي هيبقى افضل وافضل باذن الله دور بقى النادي الاهلي في اسعاد ابناء مصر في الخارج لان احنا شايفين هذه الفرحه وهذا الزهو من قبل المصريين شفنا ده في قطر شفنا ده في مشاركات خارجيه كتيره للاهلي انت شايف هذا الدور ازاي ده دي بتبقى المتنفس للمصريين لما بيروح الاهلي او اي حتى من الفرق المصريه الكبيره صاحبه الشعبيه مثلا بتروح بيبقى بالنسبه للمصريين شوف اي فريق مصري في اي مكان بيجوا من من اخر الدنيا انا عاوز افتكر لك ان الاهلي كان في اسبانيا في 2004 فوجئنا بمصريين وصعايد على فكره من اسيوط شفت قال لك صعايده من اسيوط 45 شاب جايين عايشين في اسبانيا في الجنوب في قريه كلهم مع بعض مجموعه شباب من قريه واحده امال جايين بص جايين يتفرجوا كان الاهلي بيلعب مباراه وديه مع فريق اعتقد ليفنتي الاسباني على كاس كانت دوره يعني اعلانيه وقتها وفي اكتر من فريق ولكن كان بيلعب مباراه فين لقينا يعني شوف انت
جايين عاوزين تذاكر وعاوزين يحضروا الماتش وطبعا تم الترحيب بيهم. لما بتروح عاوز اقول لك ايه، وجود الاهلي والفرق المصريه بيخلي الاحساس بالسلام الوطني صحيح شيء مرعب. لا شيء مرعب. يعني انا حضرت مباراه في السعوديه كان عدد المتفرجين 25,000 25,000 مصري. الاستاد بارضيه الملعب بالناس اللي قاعده على الكراسي. انا شفت الدموع، الناس بتبكي من احساس انك انت تقول تغني نشيد الوطن بتاعك، لما خاصه في ظل الغربه. يعني غور قول في الغربه وكل معطياتها. فوجود الاهلي في الفعاليات الكبيره، وجود الاهلي شوف في كاس السوبر، وجود الاهلي في كاس العالم في قطر، الناس كلها قاعده منتظره ظهور بطل افريقيا في كاس العالم المقبل في ابو ظبي بعد شهر باذن الله تعالى. كل بعد الايام منتظرين عاوزين يشوفوا الاهلي يقدم بسرعه. يعني عاوز اقول لك ايه، لا حاله خاصه بقيمه الاهلي وشعبيته. صحيح. حاله خاصه بالكلام اللي هو اللي احنا ايه الكلام ده عندنا في الاعلام بتاعنا احنا بس في مصر، مش في حته تانية. يعني شغلنا نفسنا من الشعبيه الاكتر ومن الشعبيه اللي بره ومن الشعبيه اللي جوه وعد الناس يا عم الحاج ومين اللي معاك ومش عارف مين وعارف انت ايه. مره بطريقه حسبتها والله الكلام لا يرقى اصلا. يعني إيه؟ هو لا ده انا من كتر الالحاح حسبتها قلت طب بص اللقطه دي لان فيها نوع من الحنو الانساني النبيل. بص الكابتن الخطيب قد ايه هذا الانسان. هو ده يعني محمود الخطيب يعني هو ده محمود الخطيب عنده هذا التقدير الكبير. هو تصرفه حتى تلقائي يعني ما فيهوش اي تصنع، بالعكس انا حاسس ان هو عاملها في لحظته من قلبه يعني في لحظته في الحنوة على حد من ذوي الهمم اللي فعلا محتاجين المزيد من الحنو والاندماج والمساعدة على ان هم فعلا يندمج رياضيا ومجتمعيا. هذه لقطات غير قابله للتزييف ولا صحيح. ولا الكلام يا صحيح كابتن كده محتاجه ساعتين عبال ما يروح يعني تنزل وتقعد مثلا على الارض وبتاع وربنا يعني دي الصحه يعني. لا لقطات مهمه جدا ورسائل مهمه جدا بتتعمل ودايما بيبقى في حرص على فكره على انه الاخوه ذوي الاخوه اللي هم اصحاب الهمم يبقوا متواجدين حتى في اي مباراه للنادي هنا في مصر في اي مكان. خلاص يعني لازم بدأت قاعده اساسيه صحيح. انك تشوف اللقطه الجميله دي. وده برضو ما هنقول يا جماعه المؤسسيه المؤسسيه لما تكون شغال في مؤسسه مش منضبطه بقى انت مش منضبطة. مجرد عندك ان انت بتكسب بطوله وخلاص لا انت بتربي كوادر وبتربي ناس يعني حتى المشجعين بتوعك بيحبوك عشان كده. لسه طبعا الصور التذكاريه مستمره مش كده ولا طبعا زي ما انت قلت هياخد 3 ساعات الكابتن خضر عشان يخرج اهي ادي اللقطه تاني اللقطه تاني وهي دي الرسائل يا استاذ جمال طبعا لانه الحقيقه يعني لو احنا مش هنخرج من حفل ومناسبه زي كده برسائل انسانيه طبعًا. مؤثره تاثر حتى في الارتقاء بالسلوك الرياضي. هو يا جماعه اللي حاصل ده في مجمله النهارده عشان تبقى الامور واضحه شويه دي رسائل واضحه وصريحه انه اي عمل يبقى فيه قدر من المسؤوليه والانضباطيه ومراعاه المعايير الاخلاقيه يبقى فيه نسبه نجاح بمعايير الابداع هيلقى التكريم والحفاوه والاهتمام. وعلى فكره الرياضي هذه جايزه في التصويت على قيمه المسؤوليه. صح. ازاي تقدر ترتقي بسلوكك، ازاي تقدر ترتقي بمسؤولياتك، ازاي تقدر ترتقي بادائك. احنا نقدر فعلا كمجتمع رياضي وكساحه رياضيه نقدر نتطور كتير، نقدر نتخلص كتير جدا من شوائب اتكلم عليها الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري، اعاقت حركه الرياضه المصريه واوقفت نموها لفترات طويله جدا لمجرد ان احنا انشغلنا كتير جدا بكلام خارج عن الحدود، بسلوكيات مرفوضه رياضيا، باداء اعلامي ينقصه الكثير من الانضباطيه. شايفين العالم وصل لفين؟ احنا دخلنا اطراف ثانيه يا استاذ ابراهيم معانا. خلينا بدانا نستدعي ناس ثانيه من بره تتكلم عن المشهد بتاعنا في منتهى الخطوره امر ده. انا مش اول مره اشوف كده، اول مره اشوف حد يطلع يتكلم علينا وعلى الدوري بتاعنا وعلى مشاكلنا ويجي ويدخل ويولعها ونصدر له بلاوينا احنا يعني حاجه للاسف بقينا يعني مش عاوز اقول بقينا يضحوكه والله
احنا اكبر من كده. احنا يا جماعه خلي المنافسه في المنافسه وخلي اختلافك في وجهات النظر بنوع من المنطقيه ما يصلش لمرحله التجريح. انك انت عاوز تدور على بطوله عند جمهور، بطوله زائفه هتدفع ثمنها، اوعى تعتقد انك ستكون بمنأى وستهرب منها. لا، لن تهرب، لان هناك من يراقب، ربنا مراقب جيد جدا، وهتعرف امتى تاخد وقت. فانا عاوز اقول لك ايه، ان احنا يا جماعه بلدنا ما تستاهل مننا ان احنا نروح في حته احسن من كده. نرتقي ونخلي المنافسه في حدودها. خلاص الكوره كوره والرياضه رياضه والعلاقات علاقات، لكن تبقى لانه ايه، انت بتربي نشء يتقدمه بصوره، لكن انت دلوقتي مطلع لي جيل كل ما تروح في حته تلقى بيه المنظر، تحصل اي مشكله تنزل لك شويه صور بالمنظر، تجد لاعب يعمل كده على حذاء وتبقى دي لقطه وتتحط على التيشيرتات وتقول لي ادب واخلاق، واصل هو ده الابداع اللي انت عايزه. عمرك ما توصل للابداع بهذا المنطق. لاعب اعتزل لاكثر من النهارده من 45 سنه. استاذ جمال اشار في بدايه كلامه لاهميه الهدوء. بص طبعا. التركيز والهدوء اللي لدى الكابتن محمود الخطيب تقريبا من اوائل الحضور في القاعه وبهدوء شديد. يعني مركز في الدور اللي هي انا بعتبرها ثقه بالنفس وثقه بالاداء. ايوه عامه على مستوى المؤسسه كنادي وعلى مستوى الشخص. فليس يعني ليس الاثنين يعني ليسوا في حاجه الى التعبير عن مكانتهم او وجودهم باي ضجيج. انت رايح في هدف محدد وانجزته ونجحت مفيش اي مشكله. لو تتذكر الموسم اللي فات تقريبا اللي كان فيه اللي قبله اللي كان فيه حرب شديده على النادي الاهلي من جميع من الداخل والخارج كانت كارثه. كان النادي الاهلي ده مثلا عامل لهم عمل والناس عايزه توقعه باي طريقه. يشاء السميع العليم أن يقف بجوار النادي ومسؤوليه المجتهدين المخلصين لناديهم. وكل حاجة كانت بتزلل. ما ربنا بقى ما بالضبط. أنت مهما كنت أنت هتعمل لي مقالب ربنا موجود. وأنا راجل مجتهد وبشتغل. فمية في المية إذا أنت ظلمتني ربنا مش هيظلمني. صح. وده اللي حصل وكان موسما اكثر من رائع. لان الله لا يفسد عمل لا يصلح عمل المفسدين. يصلح عمل المفسدين. وانت طالما بتشتغل وبتعمل اللي عليك وبمنتهى الاخلاص مش هقول الشفافيه بس على المسؤوليه والانضباطيه. المسؤوليه والانضباطيه. انت انا بعمل اللي عليا بمنتهى الهدوء والالتزام والانضباط والاحترام. انت تؤدي الواجب بالظبط المطلوب منك. انت راجل مسؤول في هذا المكان. بتقوم بالعمل ده على خير وجه ربنا هيوفقك. 100% مش لازم انت تقول انا نجحت، هتلاقي الدنيا كلها بتقول ان ده ناجح وتشاور عليه. يعني انا بعتقد انه ما يحدث الان واستعير دي انا قلتها وانت قلتوها برضو انت والكابتن عدلي مره ان هذا يوم جديد من ايام النادي الاهلي بجد. اللي هو عارف انت لما تيجي تستعرض تاريخ النادي الاهلي هتلاقيه ايام. ايام حصل فيها واحداث وفلاشات. لما كابتن صالح راح استلم بالظبط جايزه نادي القرن. اللي الناس لسه مش قادره تقتنع احنا دخلنا في نص القرن الثاني بمصلحه وزاره التموين. لا وانت دخلت خلاص اهو ده انت في القرن ال21 الاكثر تتويجا. صحيح. صح. يعني لسه قدامك كمان 80 سنة هتجيب فيهم بطولات. مش هسيب الأرض على فكرة. لا أنا عايز أقول إيه؟ كل هذه أحداث زي ما أنت نتيجة المباراة. الناس بتنسى التفاصيل المباراة. تتذكر النتائج. يعني أنت لعبت وحش، لعبت كويس، 10 دقايق، ربع ساعة. العبرة بالنهاية. العبرة بالخواتيم. زي الشوالي. صحيح. هتجيب في الآخر جون. بس هو ده اللي هيتحسب. وهكذا. يعني انا بقول ان ليه بقول ان هو يوم من ايام الاهلي لانه خلاص في التاريخ بقى. خد كذا لقب كذا. صح. زي ما بنقول اتاسس سنه كذا. كان مين رئيسه. كان مين كذا. فالحاجات دي كلها انا بقول ان هي لا تحدث اعتباطا، هي
بوينتس زي ما بيقولوا. أيوة. بتضاف الى رصيد النادي اللي هو ايه ستيفي بتاع النادي. ايوه فاهم قصدي، تعلم من القيمه. ايوه ما هو ده، هو ده ستيفي بتاع النادي. النادي ده بيقول انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. فنرجو ان شاء الله طبعا استمرار هذه الروح وهذا التفوق باذن الله يعني. استاذ محمود، استاذ جمال اتكلم على ان يوم من ايام الاهلي، انت ذاكرتك بكل ما تحويه من ايام الاهلي، شايف ده ازاي؟ ما هو ده تأصيل وده برواز بيضاف الى برواز النادي الاهلي. أيوة. اللامعه المضيئه على مدار تاريخه. ايوه من تسلم تكريم نادي القرن الاهلي دخل في مرحله مختلفه تانية خالص. خد بقى ايه الـ 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 الاحتفاء بالاسم والمكانه وديتك فين؟ نجاحاتك على المستوى الرياضي حطيتك بص، هي دايما المؤسسات او الفرق الكبيره بتبقى طينتها من طين الكبار، بتبقى بتيجي وقت ممكن تتعرض لهذا لكن لا تسقط، ممكن تمرض لكن لا تموت، تبقى واقفه، ياتي ابنائها ليجددوا شبابها، فتيجي فتره تمر بيك تقعد 14 سنه ما تاخدش دوري ابطال افريقيا، تيجي تسترد المشهد وتقلب افريقيا تصحيها تاني. أيوة. لا انا اختفيت بس انا رجعت اهو بجيل من الشباب. تاخد بطوله من براسين في ظل ظروف وتحديات كبيره جدا مع مدرب جديد، فتاخد بطوله فتخسر مسابقه محليه. ماشي، في مباراه كبيره جدا، في من اروع مباريات الكوره، وقول زي ما انت عليها بما فيها من اخطاء تحكيم وكلام كتير جدا نقدر نقوله فيها. فانت رجعت بعد كده بدات مرحله العصر الذهبي من 2003 من 2004 2003 يناير 2003 بدايه بقى 2004 2005 سيطره افريقيه. مع توهج الاهلي توهج المنتخب الوطني. فكانت بطوله افريقيا ثلاث دورات في ربما لن تتكرر. صحيح. مره اخرى. أيوه. ماشي. أيوه. كل ده يجي النادي الاهلي يقدم على شوف على الدور ده فيكرم الكابتن حسن شحاته. ومنتخب مصر في لا في ايه في لقطه ما توقعهاش احد. احتفاء كبير جدا بالقيمه الكبيره ان النادي الاهلي يكرم الرمز التاريخي لنادي الزمالك. نادي الزمالك. فشوف شوف انت ما هو الناس برضو بتنسى، مش واخده بالها من الـ من الـ من الـ من الهدف ومن ايه اللي انا بعمله ومن انا البصه رايحه فين. النظره، انت بتتعامل بقيمتك كشخص ماشي، والاخرين يتعاملوا بقيمتهم برضو كاشخاص. كل واحد كل واحد بيدي بقى اللي عنده بقى. أيوه. كله إناء. فاللي انا عايز اقول لك ايه، انه البرواز ده برواز مهم في ظل الوقت اللي بيحاول البعض ينال منك. فيجي ربنا سبحانه وتعالى رحمه فجأك بكده. في حين البعض يحاول يحطمك فتيجي تاخد بطوله افريقيا. بهدف قاتل محدش كل اللي عندهم مش متوقعين. فتيجي البطوله الثانيه لما بقيت مثلا خلاص الابطال كلهم اللي انت في وشك خرجتهم، فيقول لك ده بطوله فاضيه. ده ما عادش فيه نجوم، يا مفيش محترفين، ما عاوزين نعرف نجيب من فين بس نلعب مين. فتيجي البطوله مثلا لو جيت عارف انت تبقى البطوله قويه امتى؟ لما تخسرها. تبقى هي تملي اغلى بطوله هي التي يفقدها الاهلي. يفقدها الاهلي لما تخسر. لما تخسر الدوري يبقى ده العالم، افضل بقى افضل دوري في الدنيا. لكن كان قبل ما تخسر البطوله كان ايه؟ كان دوري يتساوى مع جيبوتي والصومال ومش عارف دي النظريه يعني بالزبط. عارف انت التنافسيه الضعيفه. لا انا عاوز ايه؟ دي الوجه الاخر للنظريه النسبيه اللي هو اللي انا ما اكسبوش يبقى اللي انا اكسبه اللي انت تكسبه ده قمه الهرم. قمه الهرم لا اللي انت تكسبه لما اكون انا اللي باصص عليه. ايوه. اللي انت تكسبه وحش. طبعا. واللي انت تخسره احلى حاجه. احلى حاجه طبعا. يا دي النسبيه بس مش كده. احسن حد يفتكر ان انت عاكس. انا عاكس. انت عاكس انت الموضوع. انا بقول لك اللانسبيه. فانا عاوز اقول لك ايه؟ عارف انت ايه؟ بص يعني ايه الخالف تعرف. ايوه. يعني هات العكس عشان ابان عشان تشوفني. فيلجا الاعلام، هنرجع لنقطه الاعلام تاني، يرجع الاعلام الى تصدير اعلام الخرفان. يعني ايه اجيب واحد يقول لك اتبع خروف؟ لو يعني حاجه الناس مش مدركه انه اللي بره بيضحكوا علينا. اللي بره متابعينا اللي هم عاوز اقول لهم ان هم احسن مننا يا جماعه. هم اتطوروا بقوا احسن مننا في المغرب وفي الجزائر وفي تونس، بيبصوا على المشهد ده ويقول لك الناس دي بتعمل ايه. يعني هم بيعملوا كده ليه في بعض؟ ليه؟ يعني ليه لما انت بقيت مسيطر كانديه، لما سيطر الاهلي والزمالك
على افريقيا كانت النتيجه ايه؟ ان كله قاعد ايه حاطط في حجمه كان نتيجه منتخب مصر. لما انت خرجت من المشهد خلاص وبقي الاهلي هو اللي من المشهد مسيطر خلاص، لا فانا عاوز انام من يا عمي مش كده يعني. خلي المساله، خلي المنافسه في حدودها وخلي العلاقات هي الاكبر، لانه في الاخر في وطن، في وطن انت مسؤول عنه ومسؤول عن شباب ونشء. ما تحرقش الدنيا عشان بطولة، عشان لا، لأنه يبقى في الأول رقم واحد شئت أم أبيت ستبقى مصر طبعا. كل دول من أجل مصر يعني كل اللي أنت شايفه ده المشهد ده عشان يبقى عندك منتخب رايح مثلا بطولة أفريقيا، سافر النهاردة، سافر امبارح، وصل النهاردة كل مصر الوقت تبقى تركز على مين. صح. نطلع بقى من الدايرة دي، نخش في دايرة مين؟ هو مين اللاعب في المنتخب؟ طب مين هو اللي أحسن؟ طب اللاعب اللي عنده فلان؟ يا جماعة ما ينفعش كده يعني. ما شفناش الكلام ده في الجزائر، ما شفناش في المغرب بيتكلموا على مين المحترف في الحتة الفلانية أحسن، ولا ده من غلط ولا مين ده المسؤول. ليه مرحلة الخيانات والتشكيك والتشويه وتصدير الأخبار المغرضة لمصلحة مين؟ إذا كان علاقة اللعيبة مع بعض في المنتخب بتبقى على أكمل وجه، واصدقائه بيتغلب. ليه احنا يعني يا جماعه انتوا اللي خسرانين في النهايه يعني، خسرانين اعصابكم ودمكم. صحيح. وخسرانين كل حاجه وهم كسبانين وهم في دماغهم مش باصين للكلام ده. فانا عايز اقول ايه، احنا محتاجين يبقى عندنا ضمير، محتاجين ان احنا نراجع نفسنا كويس جدا، محتاجين في 22 نتغير يا جماعه. ضمير. لا احنا عندنا لا ما هم لا يعني لازم يبقى الوضع لا. لازم يبقى الوضع يا استاذ جمال، لازم بامان يبقى الوضع مختلف، ولازم يبقى فيه برضه الرقابة تعود بقوة على من يحاولون أن يصدروا هذا المشهد تكرارا وتباعا في كل مرحلة من مراحله، بدس وبس سموم غير موجودة، ويعني عاوز أقول لك حبكة وسيناريوهات بارعة تقف قدامها كده وتسمع كلام وتجد أن المسألة أنت شايف ناس إيه يا عمك، إيه الكلام الحلو ده، إيه القصص، بس رد لك قصة وحط لك اللي هو عايزه جواها، وفي ناس تقول لك شوف يا عم مش قلنا لا مش يعني مش قلنا طب مين يعني اصلا لو الاخ اللي كتب ده ليه حد حاسبه هيرجع للكلام ده تاني؟ لا مش هيرجع. فاللي انا عايز اقوله لك ايه، هذا نجاح يطفي نار الحقد والحسد. لا ده انت اللي انا يطفي على بالك اهو نار الحقد والحسد من اجل ايه يا ريس؟ هو الصراع كان بين الشيطان والانسان ايه؟ الحقد. ايوه مش عارف، ما هو ربنا ميزه قال انا خير منه. مش عارف كده ولا ما مع كل ناجح تجد لابد ايه، بيقول لك اذا ما كانش ليك اعداء تبقى انسان فاشل. بص الاسوياء هياخدوا من هذا الحدث شيء كويس. ايوه ما هو انت بتاخد حسب رؤيتك. ايوه لو انت سوي هتاخد من هذا الحدث صحيح شيء كويس وتقول انا عايز ابقى كده، نظرتك بتعبر عنك. او حتى لو مش لو مش هتقول انا عايز ابقى كده، على الاقل تقول دي حاجه كويسه. ايوه يعني ما ينفعش انك تنكر ان ده مج مثلا حلو، لكن ان انت عايز تطلعه وحش باي شكل من الاشكال او تراه شيئا اخر فده شيء مش طبيعي. انما عايز بس اقول احنا نتمنى انه يبقى ده دافع على ان الناس تشوف الحاجه كويس. ومع ذلك ستجد البعض الذي لا يريد ان يساعد نفسه على العلاج. انا بعتبر كده. ما انا لما ابقى مصر ابص للنص الفاضي من الكوب يا سيدي، على الاقل حب لنفسك اللي انت عايزه. بس حب برضه للمنافس. واللي مبروك الاول يا اخي قول لي مبروك الاول. مش هقول على راي الكابتن. قال لك ما حدش قال لنا مبروك ده اول ما بدا مبروك. قال لك وقال لك كهربا رايح يا عم. طب قول مبروك يعني دي بص دي كلها قصص خلي بالك. قصص جانبيه فرعيه لا تؤثر في الطريق اللي انت ماشيه. ايه يعني اصل مشكله كهربا 1+1=2. طالما انه مش واخد فرصته دلوقتي، طب ما الاهلي اتخذ افضل قرار باعارته انه يروح شويه. بالعكس ده في تعزيز لقيمه العمل المؤسسي بالظبط القائم على احترام راي المدير الفني. ايوه يعني طالما انت بتتكلم على انه لجنه التخطيط ليها راي، الكابتن محمود الخطيب كمشرف على الكوره له راي. ايوه لكن في النهايه مين الشخص المسؤول؟ المدير الفني. هو انت اللي بتحاسبه. فما دام انت هتحاسبه يبقى اديله سلطه القرار
وده منتهى الانضباطيه في الاداء الاداري، انه اداره النادي ولجنه الكوره تصرفت في حدود العمل المؤسسي. العمل المؤسسي انا مش هقدر، مش هينفع اقول للمدير الفني الفلاني يلعب وفلان ما يلعبش، مش هتحصل. فانا اتصرف بطريقتي بحيث ان انا احافظ على العلاقات الطبيعيه على اطار العمل. سيخرج وبعدين يخرج كهربا ويعود مره اخرى، صحيح، وقد في تجربته الاحترافيه ياخد فرصه ويلعب، هيلعب طبعا، يستعيد نفسه. زي يا استاذ ابراهيم لما بيحصل في موضوع الاعارات، يعني انا بعتبر ان السنتين اللي فاتوا كان فيهم ذكاء شديد في موضوع اعارات اللاعبين، خرجوا تفوقوا ثم عادوا، وبعدين لما رجع محمد شريف تالق، لما رجع احمد ياسر ريان تالق، بس مش هياخد فرصه دلوقتي، فيسافر. ايه المانع؟ احمد عبد القادر، احمد عبادر، احمد عبد الرحمن حمدي، حتى مصطفى محمد في الزمالك. انت متخيل ان ده اغلى لاعب في الزمالك دلوقتي مأملين عليه في عوائده؟ طيب ما هو ده لو ما كانش فيه الاعاره كان زمانه خلاص انتقل الى طنطا، انتقل الى اي نادي راح له وكان كمل بره. بس هي برضو على فكره يا استاذ جمال، ما هو فكره الاعاره لما النادي الاهلي نادى بيها وطلب التوسع فيها اتحاربت وقتها، اصل النادي الاهلي هيستفيد، وكانك انت بتبحث ايه اللي هيفيد النادي الاهلي فبلاش منه. طب وليه لا؟ بينما ان الكل هيستفيد، يعني النادي المعار اليه واللاعب والنادي. الزمالك استفاد ربما من فكره الاعاره زي الاهلي اكتر، بالظبط، لانه استرد لعيبه كبيره. ايوه، ما هي فكره ان انت بتدير ازاي. ممكن تتهاجم في الاول، ايوه، زي ما حضرتك بتقول، ممكن واحد يقول لك انت بتعمل ليه كده ويتهمك بحاجات، بس بعد اشهر قليله يثبت ان وجهه نظرك كانت للمصلحه العامه، كانت للمصلحه العامه ولمصلحه جميع الاطراف. بالظبط، يعني انا هستفيد وانت هتستفيد والكل هيستفيد. وانا لما بعير نجومي ولادي انا بعيرهم عشان انا عايزهم، بالظبط، يعني مش انا بتخلص منهم، لا، ده انت بتعير اللعيبه دول عشان انت مقتنع انه هيخرج، انه محتاج يلعب، وانا دلوقتي عندي زحمه في المكان ده، فياخد فرصه يفيد غيري ويستفيد. هو يا ريس، مش اتحاد الكره فكر مع فينجادا انه يعمل حاجه فكره المنتخب الثاني عشان يستفيد من المواهب اللي عنده؟ وانت دلوقتي مثلا في بطوله العرب دفعت فاتوره ايه؟ ما عندكش منتخب محليين ولا ما ولا غلط؟ أي. كل كل الدول كانت موجوده، وحتى بطوله 23. انا بكلمك 23. انا بكلمك، يعني انت عندك ايه؟ خلي بالك بطوله العرب من اروع البطولات اللي اتعملت، هتخليك المفروض الاتحاد الكوره اللي هيتسلم مهمته يا تعيد التفكير وتطور من اجل اللعبه، يا ما تعيدش التفكير وتخلي الوضع زي ما هو عليه وخلاص يا عم هي ماشيه. اولا انت لازم تروح يعني تراجع نفسك وتقول ازاي دوله بحجم مصر يبقى عندها مثلا كل اللي موجودين عندها 6 محترفين بره، انت ما عندكش ولا محترف في دوله عربيه سوى احمد حجازي اللي جه من انجلترا على اتحاد جده. يعني اين انت من الدورات العربيه؟ من الدورات، اين انت من الدورات العربيه؟ يعني اين موجود انت فين كمدربين؟ اهو شوف انت اللي اسست وعملت وبنيت في الاساس، دلوقتي انت فين؟ دلوقتي مش موجود. فين لعيبتك؟ مش موجود. انت جايب من شمال افريقيا من تونس والمغرب اكتر من 20 لاعب. ليه؟ طيب لانك انت هنا الدوري الاغلى الماديا الاقوى. هو جاي انت بتنتدب. طيب مع كامل احترامي، بتقيم التجارب دي ولا بتقيمهاش؟ يعني انت كمسؤول اتحاد كوره وعندك كلجانك الفنيه بتعمل عمليه تقييم للمشهد وتشوف ده تاثيره على منتخباتك بكره وبعده، ولا واخد المساله كمساله تجاريه وانا بعمل مسابقه وخلاص وكبر؟ المفروض يبقى في حساباتك انك انت بتقيم تجاربك، اثر على الناشئ اللي انت شايفه ولا مش هياثر، هيدي ولا بتاع. زي ما انت لغيت مثلا، جيت مره فتحت حراس المرمى الاجانب فده اثر على حراس المرمى عندك، ما عندكش حد، فجيت خدت قرار الصح انك انت ايه اللي بتدفع ثمنه برده لغايه دلوقتي. يعني انت ايه المساله برده، يعني شويه اهو ظهور الشناوي في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا شال معاك، بعد كده طلع ابو جبل، مش عارف مين، محمد صبحي، لكن انت ايه خدت فتره الدنيا ايه بعد اعتزالي الحضري واللي غيره وغيره عبد الله. انت النهارده لما تيجي تبص على منتخب مصر هتقول لي طيب مين بكره منتخب مصر؟ مين بكره؟ تبص على كده شوف انت كده مين بكره المميز اللي هيكسر الدنيا؟ النادي الاهلي صنع بكره
مين هو اصلا اساس هاف ديفندر تحول الى باك رايت اكرم اكرم توفيق وكان عنده الظهير الدولي محمد هاني وعندك اهو محمد هاني خلاص بص شوف انت انا بكلمك على ايه على الحسابات انك انت كفنيا المفروض تدفع كره تدفع عدد الممارسين انه يزيد لما يبقى دوله تعدادها 100 مليون الممارسين ما وصلوش ل 100,000 المسجلين باتحاد الكوره في حين تونس اللي هي اعتقد 14 مليون المسجلين في اتحاد الكوره 1 مليون او 800,000 ايه ده ايه الرقم ده ما احنا بنعمل ايه يا جماعه تحولت الكوره القدم في مصر الى اكاديميات بمقابل هنا بدايه التدمير مفيش حد عاوز يبقى بيدور على موهبه هيروح يدفع انت دلوقتي الولد في الصعيد خلى ابوه باع جراطين الارض وجي مشي وراه واقسم لك بالله خدهم واحد نصب عليهم مثلا بيه قالوا تعالى يا ابني سجلك هنا لا يعمل في الجراطين ما انا بكلمك اهو ملعب انا بكلمك اديني هو يعمل يعمل هو تعب ما هو غلط في الموضوع ويسميه انا بكلمك اديني هريدي سيبك من هريدي انت عندناش هريدي دلوقتي احنا ما عادش في هريدي ما عندناش يا عم ده في هيثم دلوقتي هيثم يا عم انت عندك نادي نادي هويدي نادي هويدي ماشي يا ريس ماليش دعوه بالهريدي لا انا عاوز اقول لك ايه لا هنا انت محتاج ايه محتاج كاتحاد كوره وكدوله وزاره شباب انك انت تفتح المجال بانشاء ايه ملاعب دلوقتي يا ريس انت عملت الملاعب في مراكز الشباب تخيل انك انت بتروح تاجرها بتروح تاجرها الساعه بكام الساعه ب70 جنيه طب خلاص طب انا وابراهيم وانت معانا نقدر ندفع ال10 جنيه انت شايف ان ال10 جنيه للطفل عايزين لا ده صعبه صعبه في الايام دي ال10 جنيه انت واحد اقول له 10 جنيه نجيب بيها اكل نجيب بيها 5 جنيه عيش ونجيب 5 عشان ناكل اذا ما فتحتش المجال لانه المكان كله متاح للكل مش هتدور على مواهب لان الموهبه هي ايه هي لقطه كده انت بتشوفها تمر قدامك كده يا بتلقطها عين فيها الخبره فشافتها فتروح واخدها تاخدها وتلمعها وتحافظ عليها وتديها الفرصه لكن انت تيجي تقول لي ادفع فلوس عشان العب ادفع فلوس للمدرب عشان ابقى موجود في فرقه لما يختفي الكلام ده هيبقى عندنا يا ريس مهاب انت النهارده عد مواهبك راجع شوف مشاكلك فين شوف انت قدراتك الفنيه وصلت فين شوف يعني عايز اقول لك ايه لا في عندنا مشكله محتاجه واتمنى من الاستاذ جمال علام ومن اللي معاه ان هم يبقى عندهم ورقه عمل يقولوا احنا هنبدا بخطوه احنا لو ايه عملنا خطوه واحده في الاربع سنين لو اتعملت خطوه او خطوتين في الاربع سنين انك انت كمان دلوقتي خلاص يا جماعه انت خلاص الدوري راح للرابطه انا من وجهه نظري سلم لجنه الحكام للرابطه وانت عندك المشروع الاهم اللي هو ايه اللي هو النشء والمنتخبات وده المفروض اللي لازم كنت عاوزين تاخده تظلوا يظل اتحاد الكره في دايره ان احنا لازم ناخد حته من التورته ما انت هتاخد حته من التورته بعد ما تاسف يعني الرابطه هيبقى لها كلام حقوق التاريخيه للانديه وشعبياتها وبطولاتها اللي لسه دي بقى هتخش بقى فيها ويبقى فيها ايه كلام وقوالان للصبح زي ما انت عايز وبعد كده انت محتاج بامانه شديده محتاج نهضه على مستوى القاعده بانك انت تعمل كميه ملاعب ومتابعين وتجيب مدربين وتعلمهم وتشتغلهم وتعلم وتجيب ناس من بره يعني عاوز اقول لك ايه لا البلد دي مليانه بس عاوزه جهد نستحق ان احنا نكون في مكانها نستحق يكون عندنا على الاقل 200 محترف لما تعمل صحيفه فرنسيه تقرير تقولوا انه كل اللي خرجوا من مصر من 2015 لغايه النهارده 10 لعيبه في حين بيخرج سنويا من نيجيريا وكوت ديفوار وغانا اكتر من 300 لاعب هاجي لك للاسباب والظروف لكن استاذ جمال واقع الرياضه المصريه من وحي الحدث بتاع النهارده ازاي نقدر نوجد نفسنا كرياضه مصريه في دايره الابداع الرياضي ازاي نقدر فعلا نعمل نوع من العصف الذهني نعمل نوع من الابتكار نعمل حتى الاسره الرياضيه المصريه سواء فيما يتعلق بالوزاره او يتعلق بالاتحادات او اللجنه الاولمبيه ازاي نقدر فعلا نكون مجتمع قادر على انتاج المزيد من افكار فيها شيء من الابداع الرياضي. بص يا استاذ ابراهيم واحنا بنتكلم على المنشات ايوه المنشات لا تصنع ابطال هي الماده الخام ايوه لكن الكوادر البشريه مهمه جداً. مهمه جدا الى اقصى درجه طالما اننا نتحدث عن ابداع وعن افكار
أيوة. يبقى لازم الكوادر البشرية بتبقاش نمطية. أيوة. ما يبقاش راجل عاوز يروح الصبح يفتح الدكانة ويسيب العيال تلعب من غير ما يبص لهم، ويمكن يفتح الدكانة ويعمل فيها حاجة تانية خالص، العيال تلعب في الحوش وخلاص. أيوة. فلابد من إعداد الكوادر القادرة على اكتشاف المواهب اللي هي بتشتغل، ولازم يكونوا بيقبضوا كويس. أيوة. عشان بس ما, أيوة. ما, ما ينحرفوش. أيوة. عشان لازم يتحدد لهم يا أستاذ إبراهيم إدارة بالأهداف. أنت هتعمل لي فريق يطلع كم لاعب، كم ناشئ كويس يصلح للبطولة، وكم ناشئ يصلح للممارسة. يعني أنت هتوزع، ما أنت هتعمل برضو فكر مؤسسي. إنما إن أنت تبقى سايبها كده العاطل في الباطل. مين الجهة اللي ترعى إنتاج مثل هذه الأفكار المبدعة؟ وزارة الشباب. وزارة الشباب. وزارة الشباب بالتعاون مع الأندية. إنما اللجنة الأولمبية يبقى تركيزها أكتر على قطاع البطولة. اللي هم جاهزين. لكن مش هتقدر تخش في مجال إنها تصرف. الوزارة هي اللي عندها الميزانية. وهي اللي عندها الرؤية. يعني النهاردة وزارة الشباب والرياضة يرأسها وزير أكاديمي رياضي، دكتور دكتور أشرف، راجل أكاديمي ورياضي ممارس، واشتغل وعرف مشاكلها، فيستطيع ان هو يطلع بأفكار من خلال الفترة دي كلها، يطلع حاجات كويسة. حلو. يبقى إذن متفقين على أنه البشر مهم قوي. ده على فكرة ما تقوم به الدولة المصرية ككل النهاردة. يعني البشر من غير منشآت؟ لا، المنشآت خلاص أنت عملتها. اللي هيشغل المنشآت النهاردة، أنت عامل منشآت رائعة وفي جبت كوادر بشرية غير مؤهلة، هتخلص لك على المنشآت، هتخلص عليها بلا مبالغة. يعني النهاردة لما يبقى أنت عامل مدينة أولمبية في العاصمة، يعني أنت لازم كده يا ريس، معلش، يعني أنت مش المفروض كده لازم تبقى فاتح الملاعب اللي أنت عملتها في مراكز الشباب. يعني مش متأجرهاش. يعني أنت تدي فرصة للعيال الصغيرين دول أن هم يلعبوا من غير ما تقول له إيه، ادفع عشان تلعب. أنا معاك. ولذلك أنت لما نجحت الأندية، فاكر الأندية الشعبية زمان، وأنت جبت ميداليات في الأولمبياد وطوكيو من فين؟ من الأندية الشعبية. لا، وكانت نتيجة إيه؟ معلش، نتيجة إيه حضرتك؟ لا، نتيجة كان إلحاح الناس، إلحاحنا على مشروع البطل الأولمبي. أي. في 2004 بالضبط، دكتور علي الدين هلال سبق 2004 كلنا كنا بنطالب بمشروع البطل الأولمبي، اختيار مجموعة والتركيز عليها. أي. كان دايما يصور لك إيه يا أستاذ إبراهيم لو تفتكر يا أستاذ محمود؟ الفوز بالميدالية الأولمبية يحتاج إلى معجزة. بعد كده ما اكتشفونا ان هي حاجه كده، لا يعني كاننا احنا لا نملك هذه المعجزه، لا نملك المعجزه. ثم اكتشفنا في اتينا ايوه انها ممكن، ممكن قوي، ان مش بس مكتوب على الجدران في المعابد. بالظبط. يعني ده كرم جابر يجيبها. ايوه، اصل احنا عشان وما عرفتش تحافظ عليه. يعني لعب معاك بعد كده جاب اخر كان ميداليا بتاعت رشوان 84 وقبلها ب 40 سنه كان في ميداليتين ثلاثة بس. أي. فتصورنا أنها فعلا محطوطة على جدران المعابد فقط، فإحنا ما عندناش الخلطة، لسه ما اكتشفناهاش من الفراعنة. الزئبق الأحمر اللي جبناه. بالظبط. فلما اشتغلنا صح حققنا، والنهاردة برضو أنت بتحقق ميداليات. فده يعني يقول لك أنه العمل، والعمل بإخلاص. خلي بالك في فرق بين انك تعمل تأدية واجب وبين ان انت لا يبقى عندك مشروع وانت مخلص له، ما لا تسمح بوجود الحاقدين. يعني ما يبقاش مثلا أربعة بيشتغلوا وحواليهم ألف واحد بيحضروا. بس ده خليك في حاجة يا ريس، خليك في حاجة. انت مطالب انك انت تكون واقعي في الجزئية دي. طبعا. يعني ما ينفعش انا خلاص دلوقتي عرفت انا كدولة عندي تميز في ايه؟ في رفع الاثقال، في المصارعه، في مثلا في الخماسي، في التايكوندو. يبقى انا شغلي الاساسي
وكل اللي انا بصرفه مبالغ ضخمه جدا، والاتحادات اللي انا اديتها 30 و35 و40 مليون المفروض كان اخد من الجزء ده ودي للناس دي. يعني يا عم خلاص انا من دلوقتي انا عندي هدايا ملاك وسيف عيسى، انا عاوز 3 4 5 6 زيهم يكون بيتجهزوا لايه؟ ها؟ للدوره ايه؟ فرنسا اللي جايه مثلا، وعامل ايه شغل مدربيني بتدريبات، اعمل اللي عليا. التوفيق عدم التوفيق ده بتاع ربنا، لانه ما فيش حد يقدر يقول انه فلان ده هيكسر الدنيا. ما حدش كان متوقع انه في ريال اشرف هتيجي كده من بعيد وتعمل لك واحده ذهب. ها؟ فانا انا عاوز اقول لك ايه؟ انا معاك. معاك العنصر البشري، عشان كده بقول لك ايه؟ قلت في مجمل الكلام تطوير العنصر البشري. ان لازم تجيب له حد يعلمه. ما هو في اكتشاف ايه يا ريس؟ في ازاي تعلمه؟ ازاي يكتشف؟ نعم. يدور، ازاي يفتش؟ ازاي يروح؟ وازاي يجي؟ انت هتوديه فين؟ لكن ما تقوليش. ولازم الرقابه الشديده على العنصر البشري. ما هي انا بقول لك ليه بقى؟ يعني انت بتبقى شغال ها وفي ناس بتراقب. ايوه. ما هو انت طالما بتعمل مشروع وشغل مؤسسي يا استاذ ابراهيم، يبقى لابد ان يكون هناك مراقبه ومتابعه عشان تشوف حجم الاداء. ما انت بتحاسب النهارده. أيوة. استاذ ابراهيم مسؤول عن كذا، استاذ محمود، استاذ جمال، كل واحد مسؤول عن ملف، عمل ايه؟ ايوه. مش تسيبها له بقى وخلاص. وده يرجعنا للعمل المؤسسي. ايوه اللي احنا بنتكلم عليه. العمل المؤسسي بقى يا استاذ محمود، وانا بس الاستاذ جمال علشان نقدر يا جماعه نستفيد من اللي حصل. اللي حصل مش بس حصول النادي الاهلي على جايزه تعتبر بطوله للبطولات، لانه ان انت تاخد بطوله عاديه ده ربما يكون مجهود بدني، مجهود ذهني، مجهود فني في الملعب. خدت بطوله او خدت ميداليه، لكنه ان انت تاخد جايزه في الابداع الفكري، ان انت تاخد جايزه في تميز العمل الاداري، ان انت تاخد جايزه بتعبر عن قيمه ما انجزته من ابتكار لافكار جديده خلاقه اضافت الكثير، سواء انت بتستشرف بيها المستقبل او بتعظم بيها مواردك الحاليه في التمويل الذاتي. هنا الملف اللي حاز هذه الجائزه للنادي الاهلي حاز بين 54 ملف تنافسه على جائزه العمل المؤسسي في الابتكار. فنحن متخيلين نتيجه ما انجزه النادي الاهلي وقيمه ما اقدم عليه مجلس اداره النادي الاهلي لما تعاقد مع شركه وطنيه بحجم وقيمه شركه استادات من تجربة في المجموعة الاقتصادية، أضاف إليها الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة الكثير من الأفكار الخلاقة الجديدة اللي خلت أنت مش بس بتتكلم على مواردك، ما هي مواردك معروفة كل العالم. صح. بيشتغل على حقوق الرعاية وحقوق البث، لكن أن أنت تقدر تضيف للمقومات الاقتصادية والموارد المادية بتاعتك، تقدر تضيف أفكار جديدة تجيب لك فلوس تساعدك على التمويل الذاتي، تواجه بيها جائحة كورونا، الجائحة اللي ضربت اقتصاديات الدول، مش الأندية العالمية الكبيرة فقط، كل أندية العالم تقريبا حتى الأندية العظيمة في مواردها واقتصادياتها الاحترافية أقدمت على تخفيض رواتب وعقود المدربين، أقدمت على تخفيض رواتب العاملين واللاعبين، كله خفض. النادي الأهلي هو الوحيد الذي لم يمس فيه عامل، ما فيش عامل أو موظف أو لاعب أو مدرب أدير برغم هذه الجائحة الضاغطة جدا على اقتصاديات النادي وكل الأندية. النادي الأهلي قدر يقف على رجليه في مواجهة هذه الجائحة ليه؟ لولا هذه الأفكار الخلاقة، لولا هذا الإبداع في الأداء، لولا هذه الفكرة اللي انت من خلال المجموعة الاقتصادية وغيرها من الأداء الرياضي المنضبط، وأنا هنا بحط تحت المنضبط 20 خط، لأنه لما يكون في عمل بيحظى إلى هذا بهذا القدر من الانضباطية والمسؤولية والمتابعة والرقابة. الرقابة السابقة اللي الناس ما بتعرفوش ان النادي الاهلي لا يقدم على اي مزايدة او مناقصة دون وجود مندوبين عن الجهات الرقابية المختصة في رقابة سابقة قبل انجاز اي مشروع، ناهيك على ان انت بتسند اعمالك للشركات الوطنية المسؤولة في الدولة لانجاز كل هذه المنشآت، لكن انت ما كنتش هتقدر تقف على رجليك وتكرم النهاردة في هذه اللقطة وهذا الحدث الكبير لولا ان انت عندك قدره على الابتكار، عندك قدره على الابداع، عندك قدره على الاداء المختلف، عندك قدره على ان انت تحط ناديك ومن ثم وطنك الرياضي في المكان التي يستحقها. النهارده يا استاذ جمال بهذا الشكل النادي الاهلي بياخدنا لمنطقه تانية، ضروره الاداء غير التقليدي، ضروره بالزبط. الخروج من النمط من النمطيه. على فكره انا كلامي نابع من كده. آه. يعني انا لما بقول لحضرتك
الإدارة بالأهداف واختيار الكوادر ومتابعة العمل هو ده شغل مؤسسات. ان انت يعني مخطط بتعمل ايه وعايز توصل لايه. فانت لما بتحدد هدف يعني بتوصل له لو انت بتنفذه او بتحاول توصل له بطرق علمية ومنظمة هتوصل لهذا الأداء. وهو ده اللي احنا نتمناه على كل الأصعدة، ونتمنى أن يكون النموذج متكرر. يعني احنا مش ضد على فكرة أن أندية كتير ولا مؤسسات كتير تنجح، بالعكس المطلوب الكل ينجح بالظبط. يعني ده انجاح ليا. هي الدولة عبارة عن مؤسسات طبعا وهيئات. ليه دايما بنقول القوات المسلحة؟ عشان انضباطية بالظبط وتحديد أهداف ونجاح في تحقيق الأهداف بالظبط. يعني النهاردة عنده أهداف استراتيجية وعنده خطط. النهاردة سيادة الرئيس أما بيبقى في أي مشكلة في أي حتة بتوكل إلى الهيئة الهندسية تتحل. بكلم بجد والله. إدارة الانضباطية. ليه الانضباطية دي؟ يعني أنا فاكر وأنا عسكري صغير كده قعدت سنة كان هتقف مثلا خدمة في مكان معين هتعمل حاجة محددة ما فيهاش هزار. يعني الشغل ما فيهوش هزار. إنما الشغل اللي احنا أحيانا بنعمله يا عمي مش مشكلة، لا ده ما يوصلكش لحاجة. لابد أن يكون هناك ثواب وعقاب. لازم نشتغل بهذا الأسلوب. ده فكرة الثواب والعقاب يا جماعة طبعا مهمة زي بالظبط. وهو ايه أفكار الإبداع؟ أنت بتتكلم في إبداع رياضي زي ما الأستاذ جمال أشار والأستاذ محمود في بدايتها حسن الانتقاء. أنت بتقدر تنتقي أشخاص وأفراد قائمين على العمل المختلف صحيح. حتى في اختيارك لقيادات الشركات الجديدة اللي أنت بتستشرف بيها مستقبلك واللي أنت بتسعى من خلالها. إزاي يكون النادي الأهلي عافي وقوي؟ ازاي يقدر يكون النادي الاهلي قادر على انه هو يواصل دوره في خدمه وطنه ومنتخبات وطنه وجماهير بلده؟ ازاي يقدر النادي الاهلي يكون باستمرار مصدر الاسعاد والفرحه لكل هؤلاء؟ كل الجماهير في الداخل والخارج بنشوف مردود وتاثير نجاح النادي الاهلي عليهم. ازاي استاذ محمود اتكلم على سعاده المصريين في الخارج بكل ما يحققه الأهلي من أي نجاح. وأنا عايز برضه أقول لحضرتك حاجة يا أستاذ إبراهيم. النهاردة ليه بنشوف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أو أي حد بيكون في هذا الموقع بيكون سعيد لما النادي الأهلي يحقق حاجة؟ لأنه ما إحنا قلنا العمل الدولة المصرية بتعتمد على وزارات وهيئات ومؤسسات وأفراد. لو كل واحد لو صلح الافراد ولو صلح الجزء صلح الكل بالظبط. نظريه يعني منطقيه. لابد يعني النهارده الدوله مش هتيجي تعمل كل حاجه برضو. يعني هي الدوله عندها من المشاكل ومن الاعباء والالتزامات ما يجعلنا سواء افراد او نساند ونساعد بالظبط. احنا نفهم ما نبقاش عيب نفهم الاستراتيجية وننفذها. يعني أنا أذكر برضو جملة قالها سيادة الرئيس. ليه حد اشتكى من الصعيد في القطاع الصحي فهو قال أنا بديكو يعني الرئيس ساعات يلمس على موقف بيقول أنا مش بقول كده عشان كل مرة أقوله أنا بديهولك كمثال يطبق بالظبط. يعني مثلا ما ينفعش ان هو يبقى فيه اعطى مثال في الصحه مش لازم يعطي مثال في الصحه والصحافه والاعلام والتجاره. خلاص ده مفروض انت كل العاملين في مجالاتهم يلتقطوا الخيط ويعملوا بالظبط بحيث لا تتكرر المشكله. ما هو ده اللي انا بقوله. ايه لما ينصلح الاجزاء ينصلح الدولة هتنهض صحيح. يعني ما تبقاش العملية كل واحد الدولة بتنهض بكياناتها. ايوه وانا مش مفروض اجي في كل ودن واحد واقول له اعمل انت مثلا انا غلطت النهارده فانت قلت لي لا انت غلطت والاستاذ محمود شايفني وانا بغلط مستني بقى اجي له بكره
يا استاذ محمود انت غلط، بس مش هتجيله بكره، هتجيله بعد الفاصل. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل الكثير والمزيد من رسائل الابداع من دبي. اهلا بحضراتكم من جديد، ومتواصلين معاكم رسائل الابداع من دبي وتكريم النادي الاهلي ضمن المكرمين في جائزه محمد بن راشد للابداع الرياضي في دبي. كنا بنتكلم قبل الفاصل عما يمكن بلورته من خلال هذا الحفل الكبير من افكار تنم على كيف ابدع النادي الاهلي، كيف وصل النادي الاهلي الى هذه القيمه الابداعيه في الكثير من المجالات، وكيف يمكن اعتبار هذا النموذج ملهما لكل الكيانات والهيئات الرياضيه عندنا علشان الدوله كلها رياضيا تنهض، عشان الكل يتقدم. وسالت الاستاذ جمال الزهيري عن مين الجهه اللي ممكن يكون منوط بها محاوله التوصل الى مثل هذه الافكار المبدعه والمبتكره، ازاي نقدر فعلا، لان الكلمه اللي ابتذلت كثيرا فكره التفكير خارج الصندوق، العمل خارج الصندوق، لغايه لما كسرنا الصندوق خالص وما عدناش عارفين ايه اللي في الصندوق. لكن خلينا نقول زي ما الاستاذ جمال اشار والاستاذ محمود اشار انه وزاره الشباب والرياضه المفروض تكون معنيه بمحاوله احداث ما يمكن تسميته بالعصف الذهني. نقدر ازاي نقدر نوصل لحلول ابداعيه، نقدر نقدم افكار مبتكره، ازاي نقدر نقدم رؤى ابداعيه مختلفه يا استاذ جمال طبعاً. للواقع الرياضي علشان نساير حتى المجتمعات الرياضيه المتقدمه. احنا ليه قلنا يا استاذ ابراهيم وزاره الشباب؟ لان هي التي تنوب عن الحكومه، هي ممثله الدوله في الشق الرياضي، في الحركه الرياضيه. ايوه، وبالتالي هي اللي عندها السياسه العامه للدوله. ايوه، يعني لما يكون انت عندك اهتمام بقطاع معين. أيوة. زي قطاع الشباب والرياضه. ايوه، ايه اللي هينقل الفلسفه دي؟ ما هي فلسفه. لازم يكون وزير الشباب ينوب عن الحكومه في تقديم رؤيته للنهوض بهذا القطاع. ايوه، ويملك ايضا المال، يعني يملك التمويل، اللجنه والقرار. نعم، والقرار. وبالتالي تحييد وزاره الشباب والرياضه ليس في صالح الشباب والرياضي. لابد أن تضع يدها دون المساس بالحركة الرياضية نفسها. مفيش تدخل حكومي، دعنا ننحي هذا العفريت جانبا، اللي هو إيه؟ لا اوعى، لا ده أي دولة بتنظم دورة أولمبية أو بطولة عالم الشرط الأساسي موافقة الحكومة. إذن الحكومة معترف بها علانية، مسؤولية طبعا، مسؤولية تحملها الحكومة يعني. تحملت مسؤولية كأس الأمم الأفريقية 2019 ولولاها ما نجحت هذا النجاح على جميع الأصعدة، منشآت وكوادر و إلى آخر. كمان في كأس العالم لشباب اليد، قصدي لكرة اليد للكبار، لولا تناغم اللي حاصل بين، حتى دايما كان الدكتور حسن مصطفى اللي هو كان عنده رغبة في إنجاح التجربة، كان دايما يشيد لما جه يتكرم، قال أنا بشيد الجائزة دي تروح للحكومة المصرية، لا للرئيس والدكتور مصطفى مبولي. صحيح. اللي هم سخروا جميع الإمكانيات وجميع الوزارات. انت نظمتها في وقت العالم كله مذعور من كورونا، وكان تحدي قدام العالم كله، ومع ذلك مفيش دول اعتذرت. كله جه واشتغلت العملية ومشيت البطولة كأروع ما يكون. إذن دور وزارة الشباب والرياضة مهم جدا جدا جدا، ونرجو من خلال هيئتها يعني طبعا طبعا، ونرجو لا، ومن خلال الفكر الكبير. أيوة. يعني لازم يكون، ما هو دايما أي حاجة لازم في فكرة. أيوة. الفكرة دي بقى تتطبق ويسند المهام للمنفذين. دايما بنقول ايه؟ ان وزارة الشباب احنا عايزين دورها يبقى موجود في القانون. خلي بالك، القانون الذي تم اعداده سلب وزارة الشباب والرياضة الكثير من الاختصاصات، بس كان اكثر رقيا في انه يمنح السلطة للدورة للجمعيات الأولمبية وللجمعيات العمومية. بالظبط، هو كان في توجه حلو قوي. بس في نقط معينة بناء على التجربة العملية بقى يا استاذ ابراهيم محتاجة
بعض التغييرات بعض الضبط. مش هقول لو ما كنتش عملت التجارب ما كنتش اكتشفت ايه. ايوه اكتشفت الكلام. لكن هو يحسب التطبيق. لا طبعا يحسب للدوله وخالد عبد العزيز المهندس خالد عبد العزيز انه اقدم واصر على عمل ايه قانون الرياضه. هو بيتجلد دلوقتي على الايه على الجزئيه اللي هي ايه منح الجمعيات العموميه سلطان. الحين ده الاصل وده المطلوب. هو ده المفروض المطلوب. لكن احنا عندنا مشكله فيها دي يا ريس. لا انا اقول لك بس جمله واحده. انا بتكلم اصلا على ايه؟ ان انت بعد التجربه دي افرزت بعض نقاط الضعف ونقاط القوه. تركز على نقاط القوه وتنميها وتدعمها وايضا نقاط الضعف تحاول تشوف لها حلول تبادليه. ظهرت يا ريس بالظبط. لا ظهرت نقاط الضعف. حلو. ظهرت نقاط الضعف من خلال ايه؟ انه اللجنه الاولمبيه بامانه شديده توحشت. طيب يعني تشعر في انك توحش في بعض الامور. ده خطا في تغول التطبيق. يعني ده خطا في تغول في ايه؟ في التطبيق. خطأ في التطبيق. جهد هنا وزاره الرياضه حاليا دكتور اشرف صبحي رجل لا يهدا. رجل ممكن لا يهدا ولا ينام بامانه شديده. عمل متواصل. هو قدم مقترحات لتعديل ايه بعض البنود اللي تعيد لوزاره الشباب او للدوله سلطتها على ايه؟ سلطتها على الرياضه. تمام. لانه حصل نتج بعض الاخطاء اللي اعتقد ممكن مع التجارب ومع التفاهم نقدر نوصل للشيء اللي هو يبقى في الصالح. صح. العام. صح. احنا بنتكلم على جزئيه دور الدوله على صعيد يعني الانشاءات على المستوى العام لا خلاف عليه طبعا. لكن المشكله عندك في التطبيق. والمشكله عندك في العنصر البشري. الاداره اللي محتاج اداره تتدرب وتفهم ايه الهدف والمغزى والمعنى من انك انت بتعمل ده كله. ده ليه انا بعمل ده كله؟ بعمله عشان اقفله ولا بعمله عشان اشغله؟ وازاي تحافظ بعمله عشان اشغله عشان يبقى عندي ايه؟ تحافظ على انا بكلمك اهو. ازاي تحافظ انا بكلمك ما انا بكلمك دلوقتي بدل من بعد ما تحولت مش الهدف. الهدف حتى لما جه فتح الجانب الاستثماري فيه كان عشان يغطي تكاليف ويحافظ على حجم الانفاق برضه يبقى عنده في دخل يقدر يطور بيه صيانه الملاعب برضه. ما الدوله مش هتقدر يعني تدفع وتواصل بالكلام. صحيح. ده لكن انت ايه في خلال ده كله محتاج انك انت بترسم الدايره وبتحط فوق هدفك هو البحث عن النشء والمواهب. وان انا بطالب بانه ايه انه اي مركز شباب او اي مكان قدم لي لاعب في اي لعبه لابد ان يحظى بدعم كبير جدا وياخد فرصه واثنين وثلاثه ويتحط له دعم كبير اكتر من الناس الثانيه ما اشتغلتش. لكن عاوز اقول لك ايه دايما انت التقييم بيجي من ناحيه ايه؟ ان انا لما باجي في قطاع الناشئين النادي الاهلي مثلا جيت بنى النادي الاهلي فكره النهارده ليها 5-6 سنين. انا من وجهه نظري بطولات الناشئين لا تعنيني. انا يعنيني من هو المدرب اللي اكتشف لاعب او اثنين ده اللي اقدر اكافئه واعتني بيه لانه هي طلع لي الحاجه اللي هي بتفيد النادي. انت النهارده عندما يزيد عدد لعيبه المواهب اللي عندك وبتقدمهم لبره بتطلعهم لبره هو ده المكسب النادي دلوقتي يا ريس. مش انك انت تاخد بطوله ولا كاس ولا لقب ولا درع في هذه المسابقات بتبني قواعدك وبتحافظ على ايه؟ على الجزئيه اللي جه منها ايه؟ جه منها جزئيه الاعارات. عشان كده انت رحت رجع جيل الاهلي راح رجع احمد عبد القادر من بره لما حس انه عايزه. النادي الاهلي دلوقتي عاوز محمد عبد المنعم عشان اهو ابنه من النادي الاهلي خد تجارب. ده هو الشيء اللي انت المفروض ايه؟ النهارده 100 مليون ما يبقاش عندي مسجل في اتحاد الكوره على الاقل 2 الى 3 مليون. المانيا المسجل في اتحاد الكوره الالماني 12 مليون. ها عشان كده ده اللي احنا بنتكلم عليه يا استاذ محمود. ده اللي محتاج افكار. ايوه مبدع طبعا. ده اللي عايز هو ده المبتكرة. ده اللي انا بقصده فعلا تحفز الشباب تقدر تنمي قاعده الممارسه. ومن حظك الان ان وزير الشباب والرياضه يجمع بين صفتين الاكاديميه والممارسه. اكاديمي وممارس. اكاديمي ده يعني راجل استاذ تربيه رياضيه. استاذ تربيه رياضيه ويجب ان يكون الابداع رقم واحد عنده. ليه؟ لان هو انت عارف دايما الافكار الحلوه دي بتادي لحاجه. صحيح. يعني انت لما تحلم بان مثلا النادي بتاعك ده يبقى كذا تلاقي سياسه محطوطه ماشيه تواصل الاجيال. لكن ما يجيش واحد يروح ايه مولع فيها ورجعك للاول. انت فاهم قصدي؟ انا اللي هرجعك للاول. اتفضل. نرجع بقى لدبي ونرجع ل
قصة الإبداع ما هي الرسالة الحقيقية من الأستاذ جمال الزهيري لجماهير وأعضاء النادي الأهلي بمناسبة هذا التكريم؟ رسالة واضحة جدا لأعضاء وجماهير النادي الأهلي. أيوة. أن تفخروا بناديكم إلى أبعد مدى للأعضاء وللجماهير، لأن مجلس إدارتكم بيعمل على تلبية احتياجات الجمهور والأعضاء. يعني مش بس الأهلي مجلس إدارته بيهتم بالعضو بس، لا ده هو عنده شقين كمان، بيهتم بإسعاد الجماهير ويخليهم في مسار فخر دايما. وبنقول لهم خليكوا دايما ورا النادي الأهلي، وخلي عندكم الثقة في أنه الأهلي سيستطيع أن يفعل كل شيء لأنه يسير بمفهوم إرضاء الأعضاء والجمهور والجمهور وإشباعهم. صحيح. نفسيا يعني. رسالة الأستاذ محمود صبري. لا رسالة مهمة، يعني عاوز أقول لجمهور الأهلي وأعضائه، جمهور الأهلي هم سنده طبعا، أعضائه هم داعمينه. أعتقد أنه اللي حصل النهاردة رسالة على مدى النجاح الكبير اللي حققه النادي الأهلي، رسالة على حجم الجهد اللي مبذول، وده برضو بفضل دعمكم أنتم السند بعد ربنا سبحانه وتعالى في كل ما يصل إليه النادي الأهلي. جماهير الأهلي هي مصدر قوته دايما رقم واحد بالنسبة له، الحرص على إرضاء الطرفين، لأنه الأهلي عنده من وجهة نظري الأهلي عنده طرف واحد أعضاؤهم جمهور، ودي ميزة مش موجودة عند أي حد، إن هو نفس العضو هو نفس المشجع اللي بيحب هذا المكان. فأعتقد أنتوا شايفين المساندة من مطلوبة منكم، الدعم مطلوب منكم، ومزيد من العمل من الإدارة لمزيد من التوفيق ومزيد من النجاح إن شاء الله حتى يصل الأهلي إلى مبتغاه. طيب حتى يصل الأهلي إلى مبتغاه، لأنه أنا من الصعب أن أنا أقصر فكرة إبداع النادي الأهلي وحلوله المبتكرة على المنشآت أو حتى على الأموال أو حتى على الأفكار التسويقية برغم أهميتها في جلب الأموال اللي تقدر في النهاية زي ما الأستاذ جمال قال اديني منشأة أقدر أطلع من خلالها أبطال. صحيح. لأن هطلع أبطال بدون منشأة صعب، لكن هبني منشأة بدون ما أبني أفكار وأفراد برضو مش هنتج رياضة. كان نتاج النادي الأهلي في أفكاره المبدعة أنه قدر يعمل يستعيد فريق الأستاذ محمود صبري أشار إليه، أنه يقدر يرجع دوري أبطال أفريقيا للنادي الأهلي، وأنه يكون تقريبا هو النادي الوحيد في تاريخ البطولات القارة اللي بينافس على الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز لو تحقق لأبناء بيتس وموسيماني هذه المرة لأصبح هذا رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال القارة بإذن الله. لكن من خلال هذا الجيل ومن خلال هذه التجربة اللي كان الاستعانة على تنفيذها بالجنوب أفريقي بيتس وموسيماني واحدة من القرارات المبدعة، إن أنت في نص الطريق يجي لك تحدي صعب، مدرب سويسري بيمشي بسبب الجائحة أيضا، فيتم استخدام بيتس موسيماني من قلب البطولة، واحد من معاهم أسرار وخبايا دوري أبطال أفريقيا، فتجيبه في تحدي جديد وفي رهان صعب جدا، فكرة خارج الصندوق، وفكرة خارج الصندوق غير مطروقة بالمرة، فيكون الناتج العام ليها الفوز بدوري الأبطال التاسعة والعاشرة والمنافسة بقوة على الحداشر. لكن كمان مش بس كده يا أستاذ محمود، تجربة تقدم لمنتخب مصر أو للكان لدور كأس الأمم الأفريقية اللي بتفتتح النهاردة في الكاميرون 9 لاعبين من أبناء النادي الأهلي أو من لاعبي النادي الأهلي بيدعموا المنتخبات، ويكون النادي الأهلي الأكثر تمثيلا في كأس الأمم الأفريقية يا أستاذ محمود. لا طبعا مش عايز، ده أنا عاوز أقول لك أنه تحدي الاستعانة ببيتس موسيماني ده من نوع مش من الإبداع. والله يعني قرار غير متوقع على الإطلاق للجميع، يعني ناس يعني كان مفاجأة بالنسبة لها إنه الأهلي يجيب مدرب أفريقي، ولكنها كانت رسالة إبداعية في غاية الأهمية طبعا. عندما يكتب رئيس دولة جنوب أفريقيا يتحدث عن مدرب ويهنئه على بداية عمله في مصر مع أعرق أنديتها وأعرق أندية أفريقيا، صحيح عدت حجم المكاسب، وأن مصر من طينة أفريقيا وارتباط مصر بأفريقيا، وقد إيه المساحة اللي أنت كسبتها صحيح عند الدعاية. الدول الأفريقية والدعاية لو دفعت فيها من مش تعرف تحققها برغم كل اللعيبة المحترفين اللي أنت جبتهم. لكن عندما تأتي بمدرب من أبناء يعني الوطن من قائد الأمة الصفراء في جنوب أفريقيا ليتولى قيادة النادي الأهلي في حد ذاته كان بها من المخاطر اللي تهدد
كثير، لكن كانت المفاجأة وكان فعل خير على الأهلي في إعادة البطولة التي غابت 7 سنوات كاملة. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل المزيد من الرسائل الإبداعية عن تكريم الأهلي في دبي. أهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معكم هذه التغطية الخاصة عن حفل تكريم النادي الأهلي الفائز بجائزة الإبداع الرياضي في جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي في دبي. وعايز كنا بنتكلم قبل الفاصل على أشكال وملامح هذا الإبداع الرياضي للنادي الأهلي إداريا وفنيا واقتصاديا، وكيف أنه وصل إلى ما وصل إليه من مكانة ومن عوائد وموارد بفعل هذا الأداء اللي فيه قدر كبير من الإبداع. عايز أقول لحضراتكم أنه لعل من ضمن الانضباط الإداري الكبير للنادي الأهلي أنه لما أجريت الانتخابات الأخيرة في النادي وتم الطعن أو تم الاعتراض من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات على نجاح الأستاذ العمري فاروق على مقعد نائب الرئيس بسبب تفسير خاطئ لنص لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، النادي الأهلي وبمنتهى الانضباطية وبمنتهى الالتزام الإداري اللي كفل له هذا التطور وهذا الإبداع لجأ للجهات المختصة، حصل على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قبول طعن الأستاذ العمري فاروق على القرار السلبي الصادر من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية واللجنة المشرفة على الانتخابات بعدم اعتماد فوز العمري فاروق. أخذ حكم قضائي منذ لحظات قليلة جدا وإحنا مع حضراتكم على الهوى، اللجنة الأولمبية وافقت على قبول هذا الحكم واعتمدت صدور هذا الحكم وأرسلت للنادي الأهلي هذا الخطاب منذ لحظات قليلة جدا باعتماد فوز الأستاذ العمري فاروق بمقعد نائب رئيس النادي الأهلي ليكمل العمري فاروق تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ويواصل مجلس إدارة النادي الأهلي عمله مكتملا لدورة فيها الكثير إن شاء الله من الإبداع والتطور والرقي. أستاذ جمال كان قرار مهم جدا. وبعدين عايز أقول حاجة، أنا واحد من ناس كتير كان عندهم إحساس بأن ما فعله النادي الأهلي في الانتخابات كان إجراءا سليما، لأنه مش مكتوب يا أستاذ إبراهيم في ورقة الترشيح، مكتوب نصا أن فلان الفلاني السيد العمري فاروق فائز بالتزكية، موافق غير موافق على التزكية، فكانت واضحة جدا. ومع ذلك النادي الأهلي برضو احترم سلك القنوات المشروعة، احترم القضاء ولجأ إلى القضاء وحصل على حقه بالقضاء. كان قرار مهم يا استاذ محمود. طبعا قرار في غايه الاهميه. يعني عوده العمري فاروق بامانه شديده احد عناصر مهمين جدا في فريق عمل الكابتن محمود الخطيب في اللحظه دي ليكمل منظومه العمل الاداري المنضبطه في النادي الاهلي ويعظم دور الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه هي اللي اختارت وهي صاحبه الحق الاصيل وفقا للقانون، وده كان تاكيد وتصويت جديد على القانون 71 لسنه 2017 واهميه ما جاء فيه من تعظيم لدور الجمعيات العموميه لتطلع بمسؤولياتها. كان قرارا مهما جدا اليوم اعتماد فوز الاستاذ العمري فاروق بمقعد نائب رئيس النادي الاهلي. لكن هنرجع مع حضراتكم تاني لدبي، معنا الزميل محمد توفيق موفد قناه الاهلي الى دبي ومعاه مين؟ الكابتن محمود الخطيب. نشوف كابتن محمود، الف مبروك الفوز وبجد فخر لينا كلنا كاهلاويه فوز النادي الاهلي بهذه الجائزه، وطبعا يعني شايفين الاستقبال والحفاوه وجميع الناس يعني وحبهم لكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني اذا كان الجائزه والتكريم دوت النادي الاهلي يعني بيسعى دايما ان يكون في المقدمه في كل الامور. النادي الاهلي بجماهيره اعضائه وكل مسؤوليه يستحقوا دايما ان هم يكونوا ان كلهم يعني في المصاف الاول، ان كلهم بيشتغلوا او بيحاولوا يشتغلوا بالشكل اللي يعني يخلي الامل دايما موجود في انك تكون نمره واحد يعني. لكن ده بيدي مسؤوليه كبيره جدا على النادي الاهلي وعلينا جميعا ان احنا ازاي نحافظ على ده وازاي بقدر الامكان نوصل باذن الله ان احنا نبقى دايما على منصات التتويج في كل الـ يعني المحافل، مش بس الرياضية، حتى يعني النهاردة المؤسسة الرياضية الأولى مش بس الرياضة يعني.
فالحمد لله رب العالمين. شكرا الحمد لله. عن حب الناس يمكن جنسيات مش مصريين بس، ده انا شايف ناس اماراتيين وقطريين بيتسابوا على، يعني في حد بيقول لنا احنا كابتن معاكم في مصر احنا لسه نفسنا نشوفه فعايزين كلهم يتصوروا مع حضرتك. الحمد لله رب العالمين، دي نعمه من ربنا وربنا يحفظها من الزوال ان شاء الله. الحمد لله شكرا الحمد لله. ده كان لقاءنا مع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي، ويا رب دايما النادي الاهلي في انتصارات وبطولات ويبقى دائما في المقدمه. تحية. شكرا جزيلا يا محمد. استاذ محمود شايفك لاحظت سجلت بعض الملاحظات. اه طبعا، لا كلام الكابتن زي ما احنا بنقول، هو الكلام النادي الاهلي انه جماهير الاهلي الرساله واضحه من الكابتن، بنسعى دائما ان احنا نكون في المقدمه، وانه الاهلي دائما لازم يبقى يعني نمره واحد. نمره واحد دي يعني ما بتتقالش كده، يعني نمره واحد انه الجهد المبذول والهدف اللي بيسعى عليه النادي الاهلي انه يكون على منصه تتويج كل حادث يكون موجود فيه. ده شيء مهم جدا. كابتن محمود خطيب من المرات من الناس اللي هم نوادر الظهور على الشاشات حتى او حتى عبر المداخلات نفسه، دي بيبقى فيها رقم واحد. رئيس النادي الاهلي ما بيظهرش كتير، رئيس النادي على مدار تاريخه كده. يعني لو رجعنا لورا من كابتن محمود الخطيب، مهندس محمود طاهر، كابتن انا رئيس التاريخ للنادي الاهلي كابتن حسن حمدي رحمه الله عليه، كابتن صالح سليم وغير وغير. النادي الاهلي كل المجموعه دي وكل الهدف وهذا الكيان رقمه ان يبقى دائما الاهلي في المقدمه، والمقدمه نتاج عمل وجهد كبير جدا، ودي رساله واضحه لاعضاء الاهلي وجماهيره. استاذ جمال، كابتن خطيب قال ان الاهلي مش بس نمبر 1 في كمؤسسه رياضيه، لا دوره كمان الكبير بيخليه في هذه المصر. طبعا طبعا، وده على فكره ادراك جيد جدا من كابتن محمود الخطيب بحجم ودور النادي الاهلي، اللي هو وعد بانه اهم حاجه الحفاظ على هذا الدور. ايوه تسعى يعني ده يعني برضو انه مش بس احنا فرحانين دي النهارده ولا السنه اللي فاتت، احنا بنتكلم العهد بيننا وبين جماهيرنا واعضائنا ان نستمر في هذه المكانه. وده شيء انا بعتقد انه هو برضو استشراف للمستقبل وباصص لقدام. ودي حاجه يحمد عليها يعني بجد. يعني ده كلام مهم جدا. هنرجع تاني لدبي للزميل محمد توفيق ومعاه الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. شارك قناة النادي الأهلي في كل مكان، مكملين معاكم وتغطيتنا لحفل تسليم جوائز جائزة الشيخ محمد براش الآل مكتوم للإبداع الرياضي والمكرم فيها النادي الأهلي بالطبع أفضل مؤسسة رياضية عربية. معايا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي. ألف مبروك يا دكتور. يعني أنت أقدر واحد تكلمنا عن الجائزة، أنك أنت اللي اشتغلت على الملف وتقدمت بملف تفوق على 53 ملف آخر في نفس فئة الجائزة وهي فئة المؤسسة الرياضية. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، وألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، وألف مبروك لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. في الحقيقة هذه الجائزة الكبيرة اللي في الحقيقة النهاردة الحفل بيعكس مكانة وقيمة الجائزة بحضور صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، وأيضا التقدير الكبير للنادي الأهلي في هذا الحفل اللي تبين أيضا في أن الاختيار الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في الحقيقة لإلقاء كلمة المكرمين، وده بيعكس قد ايه قيمة ومكانة النادي الأهلي في العالم العربي، وليس فقط العالم العربي ولكن أيضا في العالم. الحاجة الثانية، يمكن حضراتكم شفتوا موقع كابتن محمود في الحفل وجلوسه بجوار أيضا سمو الشيخ حمدان ولي العهد، أيضا ده يعكس مكانة وتقدير كابتن محمود كممثل ورئيس للنادي الأهلي وممثل أيضا للدولة المصرية في هذا الحفل، وتقدير ليس فقط للنادي الأهلي وإنما أيضا للدولة المصرية. أيضا الصورة الجماعية اللي كانت موجودة لكل المكرمين من كل دول العالم اللي كان فيها الاتحاد الدولي لكرة اليد، اللي احنا بنشرف ان رئيسه ايضا الاستاذ دكتور حسن مصطفى وهو مصري، ايضا احنا كلنا بنفتخر بيه، وتسلمها نائب رئيس الاتحاد لكرة اليد. ايضا وقوف الكابتن محمود الخطيب ما بين سمو الشيخ حمدان وسمو الشيخ منصور بيعكس القيمه ايضا الكبيره للنادي الاهلي. في الحقيقه جايزه كلنا فخورين بيها، كان في فريق عمل في الحقيقه بقياده كابتن محمود الخطيب ومعاه مجموعه عمل، كلنا في الحقيقه بنتوجه لهم بالشكر الجزيل على مجهودهم في اعداد هذا الملف المشرف اللي في الحقيقه نال تقدير ايضا مجلس امناء الجائزه وتقدير الجائزه ورئيس الجائزه في الحقيقه. فكل التهاني القلبيه لمجلس اداره النادي الاهلي، كل التهاني القلبيه لجماهير النادي الاهلي،
كل التهاني القلبية لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتقدير الكبير لجمهورية مصر العربية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان أبناء مصر النهاردة موجودين ومشرفين منهم آية مدني منهم مجموعة. في الحقيقة مصر كبيرة وكبيرة بقيادتها وكبيرة بأنديتها وعلى رأسها النادي الأهلي الكبير. دكتور سعد يعني زي ما الكابتن محمود قال في لقائنا معاه المسؤوليه بقت كبيره، جمهور النادي الاهلي بقى طموحه بلا حدود في الرياضه وفي الاقتصاد كمان، النادي الاهلي اعتقد بقى بيغرق خارج السرب على الاقل داخل الوطن العربي وافريقيا. يعني دي حاجه مهمه جدا، الجانب الاقتصادي جانب مهم جدا جدا، لان النادي الاهلي النهارده ما بقاش هو الفرع المقر الرئيسي اللي موجود في الجزيره، هو عنده فرع في زايد، عنده فرع في مدينة نصر، عنده الفرع الجديد إن شاء الله في التجمع، وبالتالي الطموحات الرياضية يجب أن يصاحبها طموحات اقتصادية كبيرة حتى يحصل التوأمة ما بين الإنجازات الرياضية التي تتطلب مصادر تمويل متعددة وكبيرة وهي التي تصنع وتضع النادي الأهلي دائما في الريادة والمقدمة. فمن حق جمهور النادي الأهلي أن يكون لديه الطموح الكبير الذي لا ينتهي أبدا، وأيضا من حق مجلس إدارة النادي الأهلي أن يلبي ويستجيب لهذه الطموحات الكبيرة. دكتور نتمنى لكم التوفيق دائما يا رب. شكرا لقناة النادي الأهلي على التغطية الجميلة لهذه الفعاليات الكبيرة، وأعتقد يمكن قناة النادي الأهلي حضورها المتميز النهاردة أسرى الحفل وأسرى الجائزة، ووصل النهاردة جماهير النادي الأهلي اللي موجودة في كل مكان بفعاليات هذا الحفل الكبير. شكرا لكم. دق اللقاء مع دكتور سعد شالب المدير التنفيذي النادي الاهلي، مكملين معاكم تغطيتنا ولقاءاتنا وتكريم النادي الاهلي والاحتفاء به هنا داخل دبي وجائزه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، مكملين معاكم الكلمه ليكم مكملين لقاءاتنا. شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق. استاذ جمال، كلمه الدكتور سعد شالبي في التركيز على الحضور المصري القوي في الحفل ده جميل. واهلي وعجبني كمان ان هو الاشاده اللي بيقدمها للقائمين او لمن اشتركوا في عمل الملف. لان ده بقولك زي كاس عالم. كل ما تقدم نفسك بشكل كويس وتبرز انجازاتك بشكل كويس تستطيع ان تحصد الجائزه. فطبعا شيء جميل جدا، واحنا بدورنا يعني بنشكر الناس اللي اشتركوا في هذا الملف، وبنشكر الدكتور سعد شلبي برضو على الفتره اللي هو اضاعها حتى الان، يعني من نجاحات ومتابع، لان الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي دايما صحيح بيقع عليها عبء كبير تنفيذ قوي. قرارات مجلس الاداره بالظبط، ومتابعه بقى العمل في اربع فروع دي عمليه صعبه جدا. صحيح. طيب الدكتور سعد شلبي استاذ محمود اشار الى هذا الدور المصري الحاضر بقوه، وقال ان يعني ده مزيد من التطور للرياضه المصريه تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنه كمان اكد على قيمه حضور بطله رياضيه بحجم آية مدني اللي كرمت اليوم كأفضل إدارية رياضية عربية لأنها أول رياضية عربية وأفريقية تنتخب عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي، وأيضا لرئاسة لجنة اللاعبين. نشوف زميلنا محمد توفيق مع البطلة المكرمة آية مدني. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مكملين ولقاءاتنا وتغطيتنا هنا من داخل إكسبو دبي وتكريم النادي الأهلي وتكريم الأبطال من كل الدول، ويمكن التكريم بيكمل في جائزة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، ومعانا أحد النماذج المصرية المشرفة بطلتنا آية مدني البطلة السابقة في الخماسي الحديث، ودلوقتي كمان يعني بنقول عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وبتكرم النهاردة في فئة أفضل إداري عربي. يعني أعتقد حاجة مشرفة والمنظر يليق فعلا بمصر، والنهاردة كنتوا خير مثال وخير ممثلة مصر. الحمد لله. أنا بشكر حضرتك، وزي ما كابتن محمود الخطيب قال الجائزة تدل على اسمها، يعني فهي حاجة فخمة جدا، والحمد لله أنا مبسوطة إن إحنا أساسا بنمثل مصر، وبعد ما تعبت كلاعبة وبطلة عالم إن أنا أرجع تاني في المجال الإداري وأفوز بالوسام الاستحقاق وجائزة محمد بن راشد المكتوب، دي حاجة كبيرة قوي ليا. النادي الاهلي وتكريمه النهارده والاحتفاء بالنادي الاهلي بالشكل اللي انت شفتيه ده، وكنت شهادة عيان، وكمان الاحتفاء بكابتن محمود الخطيب تقول عنه ايه؟ كنت فخوره جدا ان اللي كان ممثل عن كل الفائزين بالجائزه كان كابتن محمود الخطيب ممثلا عن النادي الاهلي، فانا كنت قاعده فخوره بنفسي يعني الحمد لله. شكرا كابتن ايمن، اتمنى لك التوفيق دايما يا رب. ميرسي جدا. شكرا. ده كان لقاءنا مع بطلتنا آية مدني اللي كرمت النهارده وفئة أفضل إداري عربي، مكملين وتغطيتنا لحفل توزيع جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ابقوا معنا. شكرا جزيلا يا محمد. أستاذ محمود، آية مدني كبطلة، رأيك في كلامها؟
لا طبعا هي اشارت الى يعني الحديث على اختيار الكابتن في مصر الرياضيين، ده شيء يدعو للفخر في حدث كبير زي ده، وده دليل على قيمه الرياضيين المصريين انهم متواجدين. وزي ما انا بقول لك لما تيجي تبص على الكابتن محمود الخطيب، شوف اعتزل الكوره من امتى يعني. بسم الله ما شاء الله النجوميه والكلام ده ما جاتش من فراغ، لا جات. شوف الاخلاق والالتزام والانضباط اللي عليه الكابتن محمود، دي ثمرتها هو ما وصل اليه الان. رئاسه النادي الاهلي، وكمان تكريم على ابداع النادي الاهلي في وصوله لهذا التفوق الاداري الكبير جدا. كمان جزئيه هي بتقول لك ان انا التكريم ده ليه معنى كبير عندها، ان هي بعد تفوقها الرادي كلاعبه انها تكرم كاداريه، ده في حد ذاته له معنى اكبر من معنى كلاعبه وكرياضيه، انه وصلت لمرحله انه يعني اهتمام المسؤولين وجائزه دبي لا شيء كبير جدا. وجود اداريين مصريين في هذه اللحظات المهمه جدا بتبقى دافع، وبتدي على فكره حافز وحماس للغير للتكريمات المقبله، انك يبقى عندك ناس كمان يعني يبقى عندنا طموح نفسنا نشوف مدرب في كل الالعاب، يعني مش كره بس، يعني في اي عندك الجزئيه دي شوف نفسك تشوف حكم، يعني التحكيم برضو فوق يعني في اي لعبه لما يبقى عندك حكم بتبقى برضو شيء مهم جدا. فعاوز اقول لك انه دي نماذج بيحتذى بها، نماذج بناخدها نبراس للصغار للناشئ، دي النماذج لازم تقدم يتقال عنها، دي اللي تبقى موجوده في البرامج، دي اللي يتقال عن تاريخها وانجازاتها وتعبت قد ايه عشان توصل للمرحله اللي احنا وصلنا ليها. لكن الكلام واضاعه الوقت في الكلام لا جدال وصفصطه لا قيمه لها في الهايه، نتيجه ايه؟ تعصب اعمى واخلاق ضائعه. صحيح. والنتيجه المثمره محمد توفيق ومعاه بعض النماذج المضيئه من المكرمين في حفل الابداع بدبي. مكملين تغطيتنا وتوزيع حفل جائزه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، معانا البطل السوري اللي كرم النهارده بجائزه افضل رياضي حقق انجاز رفيع المستوى في ظروف صعبه مع عبد المعين يعني اسعد البطل السوري صاحب البرونزيه اولمبياد طوكيو الاخيره في رفع الاثقال. الف مبروك للميداليه الاولمبيه والف مبروك التكريم النهارده. خلي لي اياك يا رب، الله يبارك بعمركم وشكرا كثير لكم لتغطيتكم الرائعه. خلي لي اياك. يعني تقول عن الجائزه والتكريم خاصه انها جايه على طول بعد انتهاء الاولمبياد بفتره قصيره. أكيد مثل ما بنحكي على طول دائما التكريم هو حافز لكل رياضي، لكل شخص مميز وصاحب إنجاز ليقدم الأفضل. أكيد نحن ما راح نوقف هون، راح نجهز لبطولات قادمة وراح نكون أتم الجاهزية، وإن شاء الله راح نحصد الميداليات لبلدنا الغالي. شايف النهاردة النادي الأهلي والاحتفاء به وكلمة كابتن محمود الخطيب ممثلا لكل المكرمين النهاردة إزاي؟ اكيد يعني شيء جميل اكيد، واكيد الكابتن اسم يعني، وبارك لكم طبعا الف مبروك لنادي الاهلي والف مبروك لمصر الحبيبه الشقيقه. شكرا معنا وتمنى التوفيق دائما في اللي جاي. على راسي والله، شكرا لك، خلي لي اياك يا رب. لقى لقانا مع البطل السوري معنا عبد المعين اسعد بطل اولمبياد طوكيو الاخيره والفائز بالميداليه البرونزيه في رفع الاثقال. مكملين ومزيد من اللقاءات في تغطيتنا لحفل توزيع جائزه محمد بن راشد ال مكتوم، ابقوا معنا. شكرا محمد، والحقيقة كل التهنئة لكل الأشقاء السوريين، لأنه إحنا لما يكون سوريا فيها هذا الظرف الصعب جدا واللي بتمر به، ربنا إن شاء الله يحقق لهم مزيد من الاستقرار والهدوء بإذن الله. لكن لما يبقى من عندهم بطل ياخد الميدالية البرونزية في رفع الأثقال في طوكيو أستاذ جمال، فالمؤكد إن ده نجاح في قدر كبير من الإبداع. طبعا طبعا، إبداع وتحدي. يعني هنا برضو الإبداع في كم التحدي للظروف الصعبة. صحيح. لأن لما تبقى ظروفك كويسة وتبدع وتفنن وبتاع عادي. لما يكون بقى في وسط الأزمة. أيوة. واخد بالك، في وسط جائحة، في وسط أحداث زي اللي موجودة في سوريا. إنجاز في ظروف مش طبيعية. بالظبط. كل ما كانت الظروف استثنائية كلما زاد قيمة الإبداع بتاعك أو قيمة الإنجاز بتاعك. طبعا بنبارك له، وهو كده برضو معانا هو في قناة الأهلي يعني. يعني الجمهور المصري شافه واتعرف على نوعية الجائزة اللي حصل عليها، وبنقول له هو كمان ألف مبروك ومنور مصر كمان يعني. مبروك لمعن عبد المعين أسعد، ومبروك لكل الأشقاء في سوريا، مع تمنياتنا بمزيد من الاستقرار إن شاء الله. نطلع لمحمد توفيق في دبي تاني ونشوف معاه مين.
مشاهدينا الكرام مكملين وتغطيتنا لحفل توزيع جائزه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي، ومعانا واحد من المكرمين النهارده البطل وليد قتيله من تونس والفائز بميداليتين في اولمبياد طوكيو الاخيره البارالمبيه. يعني وليد الف مبروك الفوز بالميداليات الاولمبيه، والف مبروك كمان التكريم النهارده. يعني كلمنا على التكريم وممثل لك ايه النهارده؟ شكرا. معناها تكريم هذا في مسيرتي معناها يفرحني برشا، وانا فخور معناها اللي انا موجود معناها في العرس الرياضي هذايا. ان شاء الله نكون معناها مثلت بلادي تونس معناها كاحسن تمثيل، وتكريم هذا معناها حتى المسيره القدام باش يعطيني برشا حاجات ايجابيه. وليد شفت ازاي تكريم النادي الاهلي يعني زعيم افريقيا زي ما بيقولوا، كمان كلمه كابتن محمود الخطيب نيابه عن كل المكرمين؟ شفت معناها سيد محمود معناها حاجه تفرحنا الكل. معناها نحن باش نحكيوا على رايه عربيه معناها في الرياضه، معناها كما نقولوا في الرياضه اجمع فخر وحاجه تسعدنا جميعا. شكرا بالتوفيق دايما وليد. يعني مكملين، يعني اعتقد امامه وليد معانا كمان، يعني اعتقد بطوله حضرتك ما تقلش عن بطوله وليد، اكيد كنت داعم ليه وكنت سند ليه، ويعني سبب كبير جدا من اسباب فوزه بالبطولات. الحمد لله انا شجعت ابني كثير، والحمد لله نحسد في اللي قدمته لولدي تو، والحمد لله والشكر لربي سبحانه وتعالى. شكرا، دايما موفقين باذن الله. كملين في تغطيتنا ومزيد من الأبطال ومزيد من المكرمين في حفل توزيع جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ابقوا معنا. شكرا محمد. والبطل وليد قتيله التونسي عجبك برشا؟ كتير. لا يعني هذه الحاجات اللي احنا قلنا عليها، انه الاهتمام بالأبطال وأبطال البارالمبية ده في حد ذاته، انه كل المبدعين حضروا الحدث، ويمكن البطل وليد البطل وليد ومعاه والدته يعني هذه الوجوه الصابحه الجميله ربنا يبارك فيهم. وده شوف الامه عامله ايه، يعني لم تترك ابنها وحيدا في هذه اللحظات المهمه جدا. لا شك انه تكريم الابطال البارالمبيه حظوا باهتمام كبير جدا، وعلى فكره الـ 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 على مستوى الوطن العربي كان حاضر في اولمبياد طوكيو الاخيره يعني الابطال العرب، وعندنا في مصر احنا يمكن عملنا 7 ميداليات بارالمبيه متنوعه. لكن طبعا الاختيارات بتبقى حسب ايه الابداع اللي تم خلال البطوله. اتمنى لهم يا رب ان شاء الله التوفيق، واتمنى لهم ان شاء الله يكونوا حاضرين ان شاء الله في تكريمات اخرى باذن الله تعالى. نطلع كمان لدبي ونشوف محمد توفيق معاه مين من الابطال المكرمين. مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان مكملين وتغطيتنا حفل توزيع جائزه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، ومعانا مزيد من الابطال، ومعانا بطل سعودي عربي شرفنا في اولمبياد طوكيو الاخيره طارق. يعني مبروك الفوز بالميداليه الفضيه، ومبروك كمان التكريم النهارده طارق علي حمادي نجم السعوديه، يمكن اداء اكثر من رائع النهارده تستحق عليه التكريم. تقول على التكريم النهارده. طارق علي حامدي معلش. لا مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان مكملين وتغطيتنا من هنا من اكس دبي وحفل تكريم الفائزين بجائزه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، ومعنا البطل السعودي الاولمبي طارق علي حامدي نجم السعوديه والفائز بالميداليه الفضيه في الكاراتيه، والنهارده كمان من المكرمين في فئه البطل العربي. الف مبروك التكريم. تقول على التكريم النهارده وشعورك ايه؟ الله يبارك فيك، انا جدا سعيد وفخور كثير باستلام هذه الجائزه، جائزه سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي. وان شاء الله نكمل من نجاح لنجاح باذن الله، ما تكون اخر انجاز ان شاء الله. طارق شفت ازاي كلمه كابتن محمود الخطيب ممثلا لكل المكرمين والاحتفاء بالنادي الاهلي النهارده؟ صحيح تستاهلون، والف مبروك لكم. ويعني بالنسبه للحفل بشكل عام يعني كان جدا جميل، والاستاذ محمود يعني اوجه له كل الشكر وكل التوفيق لكم ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق ومزيد من اللقاء من النجاحات والبطولات باذن الله. باذن الله. شكرا لك يا حبيبي، يعطيك العافيه. شكرا. ذاك اللقاءنا مع البطل السعودي طارق علي حامدي الحاصل على فضيه اولمبياد طوكيو الاخيره في الكاراتيه، مكملين ومزيد من اللقاءات وتغطيتنا لحفل الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم من هنا من دبي، ابقوا معنا. شكرا جزيلا لمحمد توفيق موفد قناه الاهلي الى دبي. والحقيقه زي ما شفنا الحضور المصري القوي ممثل في النادي الاهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب اللي اوكل اليه المكرمون تقديم كلمة أو إلقاء كلمة المكرمين في هذا الحفل الكبير. تحدث الكابتن محمود الخطيب على قيمة ما في هذا الحدث من تكليف لاستشراف المستقبل، وإزاي يقدر يكون هذا التكريم حافز للمزيد من التفوق والتميز والعطاء والنجاح والإنجاز إن شاء الله. كما شفنا كل الأخوة الأبطال الرياضيين العرب المكرمين حجم تقديرهم الكبير
انه يكون الكابتن محمود الخطيب متحدثا باسم هؤلاء المكرمين، اعتقد حضور مصري نوعي قوي يا استاذ جمال. طبعا مفيش كلام، واعتقد برضو فرحه الرياضيين بان كابتن محمود الخطيب هو اللي بيمثلهم. هتلاقي ناس كتير يمكن اصغر سنا من الكابتن محمود الخطيب، يمكن ما لحقوهوش وهو بيلعب. ايوه، لكن السمعه بالزبط. والسيره حاضره حاضره سواء هو كاسطوره في الملاعب او الان كاسطوره في النادي. لقطات برضو من اهتمام عدد كبير من الجماهير محبي كابتن محمود الخطيب طبعا، الحريصين على التقاط الصور معاه. وعلى فكره كان في حد بيقول هو معاكم في مصر، يعني انتوا شبعانين يعني. ايوه، انما هنا احنا سيبونا نشبع، سيبونا بقى نصور معاه بالظبط. فطبعا اكيد بص يا استاذ ابراهيم، اكيد حضور كابتن محمود الخطيب بشخصه مهم جدا، ويطفي عارف انت دايما بيطفي طابع ايه، الشخصيه الشهيره المحبوبه. ايوه، اللي هي في اي مكان، لو راح في اي مكان الكاريزما، هتلاقي الكاريزما. الله ينور عليك، فكرتني بايام زمان. أيوه، ايام الكاريزما. والله الشخصيه الكاريزما دي اللي هو الناس بتحبه. ايوه، اسال بقى ايه، مش ايه، هو ربنا بقى بيبقى عمل ده. الحكايه دي يعني. أيوه، فنقول طبعا انه هي احتفاليه اكثر من رائعه بالفعل. واعتقد انه الفائزين في هذه الاحتفاليه زي ما قلنا المنظمين اللي اجادوا والفائزين فعلا بألقاب وجوائز، ودكتور حسن مصطفى، وده دكتور حسن مصطفى طبعا الفائز ايضا، وفائز كاتحاد دولي وقدم نائب الرئيس اللي يستلم. يعني برضو ده في نوع من الانكار ازاي اتكلمنا فيها. بينا وبيننا كده، يعني مش عايز اللقطه، هو لا يعني هو اللي بيتكرم الاتحاد الدولي لكره اليد بالظبط. فاناب عنه نائبه. ايوه، ان هو اللي يستلم وهو اللي يطلع يتكرم. ايوه، فده برضو شيء كويس. عارف يعني الاجواء الحلوه الرياضيه رسائلها حلوه. ليه؟ مفيش يعني ما تلاقيش حد حاقد مقير حاسد، بتبقى صعبه قوي. والله بيبقى اجواء فيها نوع من الايه الروح الرياضيه. وده شيء مهم قوي. صحيح، انك تفرح للكسبان وتسقف له يا سيدي، مش هتخسر حاجه والله، تعال على نفسك شويه. صحيح، وسقف للناس. سقف مره، سقف مره، سقف مره عليا، سقف مره من نفسك يا استاذ محمود. لا حاضر. تابعت انت هذه الاجواء الاحتفاليه ختاما ازاي؟ ختامها مسك زي ما بيقولوا. ختامها مسك. هو ده الحضور، الحضور المصري. تجمع للمبدعين، تجمع المبدعين. مصر دائما ولاده، بتقدم دائما النماذج الطيبه، هي دي النماذج اللي بتعبر عن الصوره الحقيقيه للبلد. مصر بخير، فيها من المواهب والمبدعين الكثر الكثير اللي تستطيع انك تتفخر بيهم، مش امام الوطن العربي، امام العالم. احنا شايفين لما نشوف النهارده رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد على راس وقمه اقوى الالعاب، من اقوى الالعاب الجماعيه بعد كره القدم. عندما يقف الجميع لي احتراما ويتحدثون عن وعن قوه شخصيته وعن ادارته اللعبه ونشرها بجهد كبير جدا، وجود رئيس النادي الاهلي اقوى فرق افريقيا واقوى الانديه الافريقيه والمصريه والعربيه كره القدم عربيا وافريقيا، ده كله ينم على انه دايما العمل والمؤسسات اللي بتادي وبتجتهد وبتقدم نماذج طيبه، انه يا جماعه الاخلاق رقم واحد واثنين وثلاثه، بعدها ياتي اي شيء. الاخلاق هي من تصنع المبدعين، الاخلاق يعني هو الضمير، مراعاه ضمير امه، مراعاه ضمير مسؤول عن أمانة أوكلت إليه، بيقدم جهد كبير جدا، بيعمل شغله بإخلاص باجتهاد، فكان نتيجة النظرة إليه عيون الآخرين فكانت تكريم بهذه. النادي الأهلي يستحق أن يذهب في مكان أفضل من كده. النادي الأهلي حاجة كبيرة جدا، النادي الأهلي بجمهوره وأعضائه شرف كبير لهذا الوطن، النادي الأهلي مؤسسة من مؤسسات هذا الوطن، النادي الأهلي دوره الوطني الكبير تتحدث عنه وأفعاله لا يقال بالكلام. النادي الأهلي يعني ينفذ ويؤدي بهدوء ويسير مع ما يمر به الوطن من مرحلة انتقالية مهمة جدا وجمهورية جديدة
اقتصاديا، على المستوى الرقمي، على المستوى الاقتصادي، على مستوى التطوير، على مستوى العديد من النجاحات. اتمنى ان شاء الله لبلدنا ان شاء الله انها تكون على قمه العالم. اتمنى لبلدنا مزيد من النجاحات، اتمنى لفرقنا كلها وعلى راسها النادي الاهلي ان شاء الله يكون بطل افريقيا اللي جاي ان شاء الله باذن الله تعالى. باذن الله. استاذ جمال، يعني شايفين المزيد من الصور الايجابيه اللي جايه من دبي، حجم الحفاوه بالدكتور حسن مصطفى، بالكابتن محمود الخطيب، بالحضور المصري رفيع المستوى في هذا الحفل الكبير، حفل تكريم الفائزين بجوائز الابداع الرياضي في دبي، جوائز محمد بن راشد المكتوم. لكن الواضح فعلا زي ما الاستاذ محمود قال، ايه التناغم اللي جاي ده بالمصادفه الجميله، مصر وهي تتحدث الى العالم عبر منتدى الشباب اللي بيقوده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بيقدم دورة بعد دورة نماذج كثيرة جدا ملهمة لشباب العالم من خلال منتدى الشباب. مصر الرياضية أيضا تتوهج في حضور نوعي رفيع المستوى في دبي وسط كل هؤلاء المكرمين، ليختار المكرمون الكابتن محمود الخطيب يتحدث باسم المكرمين من الأبطال الرياضيين، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأيضا البطلة الرياضية آية مدني الفائزة بجائزة أفضل رياضية إدارية عربية عن إسهامها كأول أفريقية وعربية تنتخب في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي. طبعا. حضور دولي مصري مميز، هذا هو التناغم الذي نبحث عنه. أيوه. اللي هو أن الدولة بتقوم بدورها. أيوه. والهيئات والمؤسسات الكبرى الفاعلة بحجم النادي الأهلي مثلا، أيوه، هو يقوم بدوره. أيوه. وبالتالي لما يحصل هذه المصادفة الجميلة المتناغمة أنه النهاردة ولادك بيكرموا في الإمارات. أيوه. من خلال جائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي. أنت تدعو شباب العالم. دكتور حسن مصطفى بيقلد الكابتن محمود الخطيب بشعار الاتحاد الدولي لكرة اليد. طبعا تكريما وتقديرا. يستحقوا طبعا. أي. وتيجي بقى بكرة يفتتح منتدى الشباب العالمي الرابع أعتقد. الرابع. ده برضو يعني أنت بتقدم صورة رائعة للرياضة المصرية والإنسان المصري خارج مصر. أيوة. وايضا بتدعو العالم وشباب العالم اللي هم زي ما عرفنا يعني من الناس المنظمين بقوا يسالوا امتى المنتدى اللي جاي. ايوه. اعتقد ان هو يعني ما فيش بقى اجمل من كده. الناس اللي جايه لك ضيوف ارتبطت بالحدث قد ايه، ومستنيين اللي بعده. أيوة. المؤتمر اللي بعده. أيوة. فطبعا انا بقول ان هو تناغم وتكامل ودور يجب على كل الهيئات والأندية الرياضية وجميع المؤسسات إنها تساعد الدولة زي ما قلنا يا أستاذ إبراهيم في إنه الدولة بتشتغل إحنا كمان نشتغل. أيوة. واخد بالك. أيوة. يعني ما يبقاش في حد بعيد عن الريتم أو الإيقاع. الكل يبقى شغال بإيقاع واحد. أيوة. اللي هو إيقاع الرغبة في تشريف الدولة. الرغبة في إعلاء اسم الرياضة المصرية والصناعة المصرية والفن المصري، ده كله مطلوب من المصريين في جميع القطاعات. حماية صورة مصر أساسية. حمايتها وزيادة صورة مصر بهاء ورونقا وقيمة. لأن إحنا في فترات كده كنا مرينا بيها صعبة، بعدنا أو حصل شوية تراب كده علينا. الحمد لله دلوقتي أنت بتحاول كدولة وبجميع بقى عناصر هذه الدولة وكيانتها بتحاول ان انت تزيل هذا التراب او هذا الجو الغير طبيعي بالنسبة لمصر يعني. واعتقد ان مصر مع الجمهورية الجديدة ايضا بتزداد تألق و رونق. ده شيء جميل يعني. شايفين خروج المكرمين كابتن محمود الخطيب والدكتور حسن مصطفى من اكسبو 2020 في دبي اللي احتضن هذه الاحتفائية الكبيرة جدا بالمكرمين الفائزين بجوائز الإبداع الرياضي، علشان يأكد النادي الأهلي المرة تلو الأخرى انه أداؤه الرياضي بكل ما فيه من انضباط
ومسؤولية واحترام. الأهلي الناس اللي كانت بتسأل الأهلي ليه ما بيردش، الأهلي ليه ما معرفش إيه الإساءات اللي بتحصل، اللي أديكوا شفتوا النتيجة، شفتوا ثمرة الاحترام، شفتوا قيمة الانضباط، شفتوا الناتج العام للأداء الرياضي المحترم اللي بيراعي قيمة الرياضة، صورة مصر، وأيضا أخلاق وتقاليد ومبادئ النادي الأهلي. كانت هي دي النتيجة، إنه في النهاية العالم كله بيشوف النادي الأهلي وهو بيكرم مش في جايزة طبيعية. القيمة يا جماعة هذه بطولة البطولات، دي جايزة في الإبداع الرياضي. لما يكرم النادي الأهلي كصاحب نموذج ملهم، ابتكر أفكار جديدة، قدم أفكار خلاقة، أقدم على تجربة في المجموعة الاقتصادية للتمويل الذاتي غير مطروقة وغير مسبوقة، عشان ينمي منها أو من خلالها موارده يستقوي بيها على مواجهة جائحة كورونا اللي ضربت اقتصاديات دول وليس كيانات رياضية أو أندية عالمية كبيرة. يكون النادي الأهلي صاحب هذه التجربة الكبيرة جدا اللي استحق عليها أنه يكون أول نادي في العالم يحظى بالتكريم بالفوز بهذه الجائزة في الإبداع الرياضي. وهنا القيمة، أنك عندك كوادر وقيادات رياضية قادرة على الابتكار، قادرة على استنباط الجديد، قادرة على استشراف المستقبل، قادرة على أن تقدم على ما لم يقدم عليه الآخرون. هي دي القيمة، أنت بتملك عقول خلاقة قادرة على الابتكار والإبداع. عشان كده استحق الأهلي ورئيسه هذه الجائزة. أعتقد كان حفلا يليق بالنادي الأهلي ويليق بمصرنا الغالية. أستاذ جمال الزهيري كنا سعداء بيك جدا، ربنا يخليك في هذا اليوم الرايم الأهلاوي الجميل اللي أنت قلت ده يوم من أيام الأهلي. وأنا سعيد جدا والله بوجودي طبعا معاك أولا ومع الأستاذ محمود، ربنا يخليك. رغم إن 2-1 كده، بس إحنا كلنا فلاحين برضه. لا 2-1 ما إذا كنت هتحسبها أخبار وأهرام احسبها صعيد وبحري. لا ما هو صعيد وبحري يبقى 2-1. أيوه وإحنا 2-1 برضه. يعني محمود من الحالتين كسبان. بالظبط. فطبعا كنت سعيد بوجودي معاك ومع محمود في هذا اليوم اللي إحنا قلنا إن هو يوم من الأيام الجميلة صحيح في تاريخ النادي الأهلي، و نرجو هذه الأيام تتكرر كثيرا بإذن الله. صحيح أستاذ محمود، كنا سعداء بيك جدا النهاردة، وألف مبروك وبتوحشنا كتير. ربنا يخليك، أنا سعيد أن أنا كنت معاك، ودايما معاك بتبقى الحلقة مليانة كده، ومع أخويا الكبير طبعا الأستاذ جمال الزهيري طبعا، وإن شاء الله دايما أنا سعدت جدا بيكم مجتمعين إن شاء الله ربي على خير بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله تعالى، ودايما الأهلي إن شاء الله. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وألف ألف مبروك لأعضاء النادي الأهلي، لجماهير النادي الأهلي، لمسؤول النادي الأهلي، ومزيد من الأداء فيه الكثير من الإبداع. شكرا لحضراتكم وألف مبروك.